طيب، السلام عليكم يا شباب من جديد. عاملين ايه؟ زي ما واضح من عنوان الفيديو يعني، وزي ما انتوا اخترتوا في الجروب ان شاء الله، هنبدأ النهارده في شرح العملي بتاع الفسيولوجي. ان شاء الله هنشرحه مع بعض بطريقة كويسة جدا، بحس يعني يسهل عليكم الحفظ جدا جدا. احنا عارفين، بس ملحوظة قبل ما ابدأ، احنا عارفين في عمل الهيستولوجي ان كتاب القسم بيكون جايب يعني اسئلة بعد كل درس ملهاش علاقة بالمكتوب، تمام؟ فالاسئله دي بصراحه انا مش هشرحها، او مش ه... يعني مش هحل الاسئله. انا وظيفتي دلوقتي ان انا احفظك الكلام المكتوب كنظري، تمام؟ وهو ده اللي بيسال فيه كل، يعني احنا خلاص في نهايه السنه، في نهايه السنه الثانيه دلوقتي، وامتحاننا كتير جدا فيسيولوجي، صح كده؟ مش بيسال بره الكلام المكتوب، صح كده؟ فانا ان شاء الله النهارده هذاكر معاكم الكلام المكتوب لا اكثر ولا اقل، ماشي؟ الاسئله بقى، الاسئله اللي بعد كل سيكشن حلوها انتوا بقى، شوفوا حد مثلا حللها بقى، دفعات قديمه، دفعات جديده، وات ايفر بقى، حلوها انتوا او نشوفوا حد حلها. يعني حاجات هتلاقوها بره، فيها حاجات تتبع الكلام اللي يعني المكتوب في النظري، مش في النظري اقصد اللي هو كتاب النظري، لا اقصد الكلام اللي هو المكتوب في كل سيكشن، تمام؟ طيب، بدون اختصارات او بدون اقصد ربط اكتر من كده، تعال ندخل في السكشن. بس هشرح يعني بترتيب مختلف شويه. احنا عارفين ان هم 5 سكاشن، صح كده؟ بس انا هشرحهم بترتيب مختلف. انا مثلا هشرح الثاني الثالث، لو انت مش حابب الترتيب ده فممكن تشوفهم براحتك في الشريط من تحت، هتلاقيني مقسمهم لك لكل سكشن بحيث ان انت تشوف السكشن اللي انت عايزه لو مش حابب تشوف الفيديو كله ان شاء الله، تمام؟ طيب يلا نبدا. بسم الله. انا هبدا بالسكشن رقم 2، تمام يا شباب؟ بالسكشن رقم 2، تمام. السكشن رقم 2 بعنوان البلود انديسز، ده يا شباب بعنوان ايه؟ البلود انديسز. طيب يعني ايه يا اسلام البلود انديسز؟ كلمة انديسز دي جمع كلمة اندكس. كلمة انديسز دي جمع كلمة اندكس. يعني ايه اندكس؟ والله اندكس يعني حسب السياق، بتيجي مثلا بمعنى دليل، بتيجي مثلا بمعنى مؤشر، بتيجي مثلا بمعنى مدخل، تمام؟ بتيجي مثلا بمعنى اي ماشي، اللي هو كلهم بيصبوا في نفس المعنى ده، تمام؟ اللي هو مؤشرات الدم او دلائل الدم او مدخلات الدم، اتفر بقى ايه المعنى الحرفي بتاعها باللغه العربيه، مش هو ده الموضوع بتاعنا، ولكن انا بس بديك فكره او نبذه عن ايه هو معنى كلمه انديزز دي مش اكتر، تمام؟ اللي هي جمع كلمه اندكس. طيب تمام، ايه هي يا اسلام المؤشرات بتاعت الدم دي وايه لازمتها اصلا؟ هقول لك والله ببساطه جدا، احنا عندنا المفروض الانيميا ليها انواع، صح كده؟ يعني احنا عندنا في انواع مختلفه من الانيميا. يعني مثلا مش في حاجه اسمها ماكروسيتيك انيميا، اللي كانت بسبب نقص مثلا فيتامين بي 12 وسبب نقص الفوليك اسيد اللي هو فيتامين بي 9، تمام؟ بتعمل حاجه اسمها ماكروسيتيك انيميا، صح كده؟ تمام. مثلا في حاجه اسمها مايكروسيتيك انيميا بسبب نقص الحديد، صح كده؟ الحديد لما ينقص في الاكل يعمل لك حاجه اسمها انيميا المايكروسيتيك، صح كده؟ تمام. فالحاله دي احنا عايزين نعرف، او عايزين نعمل زي اختبار، او زي يعني ايه، مش اختبار، زي مؤشر كده، او زي معادلات اللي هي الانديسز بقى اللي احنا هنتكلم عنها في الدرس، تعرفنا ايه نوع الانيميا من غير ما نحتاج مثلا نشوف تحت الميكروسكوب مثلا او كده، حد فاهم؟ يعني ده زي سكريننج تيست كده، او زي يعني مين يعني تجربه بدائيه كده، بس يعني بتعرفك ايه نوع الانيميا. يبقى ببساطه لو سالك يعني انت شفت الجمله اللي انا قلتها دلوقتي عليها سؤال في الامتحان ازاي؟ ممكن يسالك ببساطه ماشي، وات، انا هكتب لك اسئله الامتحان بالنص اللي هتلاقيها في الامتحان، ماشي؟ وات از، ماشي؟ ذا، وافتح قوسين كده واكتب حاجه من... اكتب الكلمه دي، كلمه ريليفانس. كلمه ريليفانس لو سالك عنها بتساوي كلمه امبورتنت او امبورتنس، تمام يا شباب؟ لو سالك وات از ذا ريليفانس يعني ايه هي الاهميه، فايه هي الاهميه؟ هي وات از ذا امبورتنس، تمام؟ هذا انا بقف في الكتابه، ماشي؟ وات از ذا امبورتنس، تمام يا شباب؟ يبقى في الامتحان لو سالك ايه الاهميه، هي نفسها ايه هي الريليفانس، هي نفسها ايه هي الامبورتنس، تمام يا شباب؟ فايه هي الريليفانس بتاعت البلاد انديسز؟ يعني احنا بنستخدمهم في ايه؟ ايه ده اسلام؟ طب ما انت قلتها. ايوه، يبقى انت بص كده، يعني ما تقولش ان الامتحان بتاع الفيسيو هيجي كتابه وصعب وانا مش عارف احفظ، لا لا خالص، ببساطه جدا. انا قلت لك ايه دلوقتي، انت عندك كذا نوع انيميا، صح كده؟ طب الاختبارات دي بتعمل ايه؟ بتحرفك انهي نوع؟ اكتبها باي صيغه انت تحبها، مش شرط تحفظها كما قال الكتاب، يعني استغفر الله العظيم، ده مش قران، صح كده؟ مش كتاب مقدس عشان نحفظه زي ما هو، ماشي؟ فلا، اكتبها بالطريقه اللي انت تحبها وان شاء الله تاخد الفول مارك، طالما انت مش يعني مش عاكك او مش هابد. طيب يا اسلام، يعني مثلا انا دلوقتي، انا بص انا دلوقتي بحط نفسي بعقليه شخص مش حافظ او مش بيعرف يحفظ، بس داخل الامتحان وبيحاول يحل كويس، تمام؟ طيب اسلام
في انا دلوقتي في الامتحان بفتكر جه سؤال what is the importance او what is the relevance of blood indices بتاعت اللي هي اختبارات الدم. هقول والله ببساطة مش اختبارات الدم اللي هي مدخلات الدم اللي انا لسه هشرحها دلوقتي، هما ثلاثة تمام. هقول ببساطة شديدة اسلام قال لنا حاجة حلوة جدا، ايه هي الحاجة دي؟ معلش انا اسف، معلش انا اسف، هبقى منتج، هبقى اعمل لها مونتاج بقى اشيلها، مش مهم يعني، ده كحه كلنا بنكح عادي صح، مش انت بتكح وانت بتكحي، كلنا بنكح عادي يعني، ما فيهاش حاجه يعني، ماشي ماشي. طيب فما عنديش كورونا يعني، ده بس من الكلام يعني، فشرقت مش اكتر. المهم فايه هي بقى الريليفانس، الاهميه او الامبورتانس او يعني هي نفسها الاهميه برضو بتاعت البلاد انديسز، ايه هي بقى؟ تمام هقول لك والله اكتبها بأي طريقة، يعني دلوقتي في الامتحان اسلام قال بنفرق مثلا بينها بين انواع الانيميا، يبقى مثلا تكتب مثلا يعني بتحدد determine التايب اوف انيميا. طب مثلا هو اسلام انت مش لما عرفت نوع الانيميا عرفت السبب؟ اه يعني لما قلت لك من شوية ماكروسيتيك بسبب نقص فيتامين بي 12 تمام؟ آه نقص مثلا الحديد يعمل لي، اه يبقى انت بتعرف ايه نوع الانيميا وكمان بتعرف السبب صح كده؟ اه يبقى انت اهم حاجه تكتب لي كلمتين وبعد كده اهبط زي ما انت عايز تمام؟ ايه هما الكلمتين دول؟ تايب وكوز. اه دول اللي عليهم الدرجه، يعني لو التعريف عليه درجه، لو المصحح شاف كلمه تايب عليها نص، كوز عليها نص، الكلام خلص، واكتب زي ما تكتب. يعني مثلا تو نو عشان تعرف، تعرف ايه؟ التايب and the cause of anemia صح كده؟ طب انت مثلا ما كتبتش نو، كتبتها do determine عشان تحدد التايب والكوز بتاعت الانيميا، مثلا عشان تبقى differentiate تفرق بين التايب والكوز في انيميا، عشان مثلا اي حاجه تحبها اكتبها تمام؟ ماشي يا شباب. يبقى ايه هي الريليفانس بتاعت الاختبار ده؟ هتقول ببساطه importance بتاعته to determine to نو اي حاجه تحبها، يعني انا بقول لك، انا بقول لك افهم ما تحفظش، التايب والكوز اوف انيميا تمام. طيب تمام السؤال اللي بعده ما اظنش هيجي، ولكن مش هقول لك 100% مش هيجي عشان انا مش حاطط الامتحان، ولكن يعني من توقعاتنا يعني او من خبرتنا على مدار السنتين اللي فاتوا فاحنا خلاص عارفين الامتحان بيجي بانهي شكل، يعني التعريف اللي فات ده مهم صح كده، اه ممكن يجي، القوانين اللي جايه مهمه تمام، ممكن تيجي، يجي عليها سؤال تمام، لكن الحته الجايه دي اللي هو مين، الادوات والماتيريالز اللي هي الخامات المستخدمة مش مهمة تمام. وفي الحقيقة هم شوية قوانين، فهنا يقصد بالأدوات ما يقصدش الأنبوبة ويقصدش مثلا الحقنة القطنة، لا طالما دول شوية قوانين يبقى أنت هتستخدم قوانين صح كده، يعني كلام بديهي جدا. يبقى إيه هي الأباريتاس تمام؟ أباريتاس اللي هو مين، الأجهزة. طب هل في أجهزة هنا؟ لا ده مجرد قوانين، يبقى هو بيتكلم على المدخلات يعني بتاعت القوانين، هنفهم يعني ايه الابريتاس والماتيريالز اللي هي الأدوات يعني او الخامات ماشي، ماتيريالز المستخدمة. هل مهم يعني؟ لا بس انت فاهمهم، هما ثلاثة. ايه هما؟ قال لك والله في اتنين اخدناهم والتالتة حاجة عادية يعني تمام. طيب بص كده تعالى ابدأ من التالتة، ايه هو التالتة دي؟ قال لك والله في جهاز اسمه ايه الجهاز ده؟ اسمه هيموسايتوميتر. يعني ايه هيموسايتوميتر؟ جهاز بتحط فيه عينة الدم يروح يقيس لك عدد الخلايا. فقال لك طالما هو بيقيس لك عدد اللي هو متر صح كده؟ بيقيس لك العدد المتر، متر يعني قياس صح كده؟ عدد مين؟ الخلايا. طب ما خلية اسمها سايت يبقى اسمه سايتوميتر، طب هي انهي خلية؟ خلية الدم، يبقى اسمه هيموسايتوميتر ماشي، او زي ما بيقولوها الاجانب كده هيموسايتوميتر تمام، بيقولها كده بسرعه يعني ماشي. طيب هيموسايتوميتر، طيب ايه فائدته ده؟ اكتب هيموسايتوميتر او بين قوسين ار بي سي كاونت، يعني بيعد الار بي سيز، ايه رايك؟ كلام بديهي جدا وسهل مش كده تمام. يبقى ببساطه ايه هو ايه الجهاز المستخدم وايه هي الخامات؟ هو فيش غير جهاز واحد، الاثنين التانيين بيقول لك يعني حاجات تبع القوانين. اسمه ايه الجهاز ده؟ هيموسايتوميتر بين قوسين بيعمل ار بي سي كاونت، او ادمجهم ببعض قول ار بي سي كاونت يعني انا بعد الار بي سيز باي هيموسايتوميتر. ايه ده؟ هي صح كده تمام. يبقى ايه رايك؟ كلام سهل جدا صح كده تمام. طيب يبقى ايه الفكره بتاعت الاجهزه؟ هو جهاز واحد والاثنين التانيين حاططهم تبع الاجهزه مع انه مش اجهزه صح كده تمام. ازاي؟ قال لك اول حاجه ان انت بتعمل ميجر يعني بتقيس تمام، ميجرينج بتقيس ايه؟ قال لك بتقيس الهيموجلوبين ليفل تمام، او مثلا مستوى الهيموجلوبين، وكاتب لك جنبها في كتاب القسم ديسكاسد. يعني ايه ديسكاسد؟ اللي هو ذكر سابقا ماشي، او اتاخد قبل كده. ايوه يعني يا سلام، اه اصلا انا قلت لك بدأ من السكشن الثاني صح كده، اصل طريقه قياس الهيموجلوبين
في السكشن الاول، عشان كده قال لك ديسكاسد. طب هل هتفرق يا اسلام معانا في الشرح؟ لا لا خالص، انت بس اسمع، يعني لو هتفرق اكيد كنت بدأت بالاول. انا ماشي. طيب ايه الطريقه، ايه تاني حاجه قال لك؟ هتقيس ميجرنج، يعني هتقيس على اساس انك بتقيسها باجهزه يعني وكده، حاجه اسمها هيماتوكريت فاليو او اتش في، وكاتب لك جنبها ديسكاسد. يعني ايه ديسكاسد؟ قلنا ذكر سابقا. طب ايه يا اسلام ذكر سابقا فين؟ اه لا، هنا ذكر سابقا في سنه اولى، احنا اخدنا في الفسيولوجي في العمل في سنه اولى الهيماتوكريت فاليو، صح كده؟ فهي خلاص ذكرت سابقا، فمش هشرحها هنا، فانت المفروض تكون عارفها. طب اسلام انا مش عارفها، انا ناسيها. طب يعني انا اللي فاكرها؟ ماشي، انا هقول لك بس، لا بهزر طبعا، انا فاكرها ايوه، يعني مش فاكرها بس اقصد يعني هقول لك الحاجه اللي انت عايزها دلوقتي. ماشي، هقول لك هي عباره عن ايه مش اكتر. طبعا انت مش عايز قوانين بقى ولا استنتاجات ولا ماشي. طيب يبقى ببساطه، هل الهيموجلوبين ده جهاز؟ لا، بس هو يعني بيقول لك ان انت تقيس الهيموجلوبين بالجهاز، فاعتبره تبع الاجهزه. حد فاهم اللعبه؟ طيب اتنين، بتقيس الهيماتوكريت فاليو بالجهاز، فاعتبره تبع الاجهزه. طب تلاتة، اه ده جهاز فعلا، بس ما عليهوش شرح ولا عليهوش رسمه ولا عليهوش صوره، تمام؟ اسمه ايه الجهاز ده؟ والله سهل، اسمه هيموسايتوميتر، يعني انت بتميتر السايتو بتاع الهيم، صح كده؟ صح كده، ماشي. طيب قبل بس ما ندخل في الكلام ده كله، انا عايزك بس تفهم حاجه مهمه جدا جدا جدا، عشان الناس للاسف بتعمل خلط بينهم، تمام؟ يعني وده بينتج عنه ان انتوا يعني مش كلكم طبعا بتعكوا في بعض القوانين كده، ماشي، وتكونوا مش فاهمينها قوي، تمام؟ طيب احنا عايزين نعرف حاجه يا شباب، بصوا معايا، دي اسمها ايه؟ اسمها كره دم حمراء. احنا عارفين بقى من الهيستولوجي انها بتكون باي كونفكس بقى والكلام ده كله، تمام؟ اسمها ايه الخليه دي؟ مش كره دم حمراء، كره دم حمراء ماشي، مش خليه، كره دم حمراء، عشان احنا عارفين ليه مش خليه، عشان ما فيهاش نيوكليس بقى والكلام بتاع الهيستولوجي الفانخ ده، تمام؟ طيب فبيسموها، ايوه عارفينها، ريد بلاد كوربسل، تمام؟ يعني ايه ريد بلاد كوربسل؟ معناها كره او جسم الدم الاحمر، ماشي. كان بيسموها زمان اريثروسايت، ولكن غيروا سايت بقى وخلوها كورباسيل، تمام. طيب فدي اسمها ايه يا شباب؟ كره دم حمراء. طيب تمام، هو مين اللي بيعطي اللون الاحمر لكره الدم؟ الهيموجلوبين، صح كده؟ الهيموجلوبين، يعني ده الهيموجلوبين ده ماده جوه كره الدم الحمراء. اه يعني لو ممكن اعملها كده مثلا، هيموجلوبين، اه هيموجلوبين، تمام، هيموجلوبين، اه يعني الهيموجلوبين دي عباره عن ماده او حاجه جوه كره الدم الحمراء، واحنا عارفين بقى تكوينها في البايوكيمستري، بس مش هتطرق ليه، انا دلوقتي بشرح حاجه معينه. يعني ممكن اشرح لك بقى الهيموجلوبين وانواعه، واي وبي وسي مش عارف، وبتاع الفيتاس وبتاع الادلت، واتنين الفا واتنين بيتا يعني كلام في البايوكيمستري، ماشي. يعني كل كلمه بتقدر يعني اقدر افتح منها مثلا، او يعني كل كلمه بيندرج تحتها صفحتين شرح ولا حاجه، ولكن انا زي ما بقول لك انا دلوقتي بتكلم في حاجه محدده يعني، تمام؟ يعني بحاول اكون كونسايز على قد ما اقدر. فناخد بالنا ان الار بي سي بتكون جواها هيموجلوبين، والهيموجلوبين ده هو المسؤول عن مين؟ عن الصبغه بتاعت الار بي سي يعني، تمام؟ طيب تمام، كلام سهل وجميل. يبقى احنا يا اسلام احنا دلوقتي هنقيس ايه بالظبط؟ قال لك والله انت ممكن اول حاجه تقيس الهيموجلوبين. ازاي؟ تقيس الهيموجلوبين فين؟ اللي جوه كره الدم الحمراء. لا، الهيموجلوبين اللي في عين الدم، مش اللي جوه كره الدم الحمراء. اصلا انا مش هعرف اقيس الهيموجلوبين اللي جوه واحده. طب انا اعمل ايه؟ يعني ايه؟ يعني مثلا انت لو اخدت مليمتر من الدم، ماشي، لو اخدت نقطة دم، نقطة الدم دي فيها قد ايه هيموجلوبين؟ حد فاهم؟ فيها قد ايه مين؟ هيموجلوبين اللي هو اللي جوه، مش فيها قد ايه ار بي سي. يا شباب نفهم الفرق. امال الار بي سي ده يا اسلام؟ لا، ما الار بي سي ده خلاص انت مش عاوز تعرف فيه قد ايه، ما انت حط عينه الدم ده في جهاز الهيموسايتوميتر مثلا، ايه، حط الشريحه كده عليها نقطه دم في الجهاز، اسمه ايه الجهاز ده؟ هيموسايتوميتر، والجهاز ده يقول لك فيها كام خليه، صح كده؟ يقول لك ايه هو النمبر اوف ار بي سيز، صح كده؟ انت مش محتاج تعد، يعني ما انت عندك جهاز بيقيس لك عدد الار بي سي، فانا مش عايز اعرف عدد الار بي سي، دي حاجة سهلة جدا انا احطها في الجهاز، لكن للاسف الجهاز ما يعرفش عدد الهيموجلوبين. طب ايه الحل؟ قال لك فهنعمل اندكس او مؤشر او قانون، سميها زي ما تسميها، عشان اسم الدرس بلاد انديسز، صح كده؟ الاندكس ده او الجهاز ده او القانون هيعرفنا ايه هي العدد الهيموجلوبين مثلا، او ايه هي كمية الهيموجلوبين، مش عدد، ماشي، ايه هي كمية الهيموجلوبين دي، تمام؟ طيب تمام. طب على اي اساس؟ يعني ايه على اي اساس؟ يعني النسبة بتاعت الهيموجلوبين دي في الجسم كله يعني، ولا في كرة دم واحدة، ولا في ايه بالظبط؟ قال لك تعالى نعرف. احنا المفروض في الاصل يا شباب بناخد عينة الهيموجلوبين دي بناخدها من سنتيمتر،
تمام؟ يعني لحظة كده عشان تفهم بس الحتة اللي جاية ممكن يكون فيها بعض التحويلات بس ممكن تحسها صعبة، بس بص أنا هشرح حاجة بره المنهج في دقيقتين بالظبط هتفهمك الكلام كله ببساطة، تمام؟ طيب تمام، تعالى تعالى. طيب نيجي دلوقتي الحاجة اللي أنا هشرحها دلوقتي يا شباب هي بره المنهج، تمام؟ إيه مش بره المنهج اللي هو تطنش بقى وتعمل سكيب بقى للدقيقتين دول، لأ يعني اسمعها وكده عشان لما تيجي تقرأ في الكتاب تكون فاهم. بصوا انا ما كنتش عايز اقول بره المنهج بس في نفس الوقت خايف اشرحها فالناس تقعد تحفظها، فاهمين؟ ولكن لا لكن لازم تتفهم، يعني انا مش بقول حاجه اللي هو هباء، تمام؟ لا لازم تتفهم ولازم تفهم ايه الكلام ده مش اكتر. يعني هل طب هتتسأل فيه؟ طب هل لازم؟ لا ولكن بس عشان تعرف، يعني لو حد شاف فيديو الفارما فاكر في الاخر اللي هو في اخر الفيديو خالص لما شرحت حاجه كده قلت لك بس الخلاصه بتاعتها اللي هو بتاعت الاي دي بي والريسبتور لما يقول لك في الاخر يشغل الجلايكوبروتين، قلت لك الحاجات اللي في النص مش مهمه ولكن كان لازم تفهمها عشان تفهم بس ايه اللي بيحصل مش اكتر. طيب قبل بس يعني للفهم فقط، المفروض ان انا عايزك تعرف شويه حاجات المفروض تكون عارفها كأنت ليك، يعني كده اللي هو عارفها كمعلومات عامة جدا، تمام؟ ان مثلا الهيموجلوبين ده احنا اخدنا النسبة بتاعته كام؟ حد فاكر؟ المفروض ان احنا خلاص مذاكرين فيسيولوجي، مذاكرين هيستولوجي، ومذاكرين بايوكيمستري، الحاجات دي كلها مذكورة كذا مرة. الهيموجلوبين ده نسبته كام في العادي؟ الهيموجلوبين نسبته في العادي الاماونت بتاعته ماشي، الهيموجلوبين بس الهيموجلوبين بس مش في الجسم كله، في كل 100 سنتيمتر، تمام؟ يعني الهيموجلوبين ده ان ماشي 100 سنتيمتر، تمام يا شباب؟ نسبة الهيموجلوبين كام؟ المفروض ان احنا عارفين ان نسبة الهيموجلوبين بيقول لك في الراجل من 12 ل 20، صح كده؟ وفي او من 14 ل 20، وفي الست من 12 ل 18، صح كده؟ وعشان بيقول لك الست مش عارف اقل عشان هرمون الاستروجين والكلام ده. طيب 12 من كام اللي هو جرام، صح كده؟ طيب تمام، بس تعالى ناخد رقم واحد بس عشان نفترض بيه مسائل كده. انا بقول لك الكلام ده كله يعني مش مكتوب في الكتاب ولكن لازم تفهمه. الارقام دي تعالى عايزين بس رقم متوسط، يعني مثلا ما بين 12 و20، طب ما نقول 15 مثلا يعني، تمام؟ اللي هو بحيث رقم بس نمشي بيه المسائل، يعني ماشي، او رقم نفترضه نمشي بيه المسائل، تمام؟ تعالى نعرف الرقم ده اللي هو كام. تعالى نفترض ان نسبة الهيموجلوبين الطبيعية النورمال 15، 15 ايه جرام طبعا، تمام؟ مش ملي، جرام، تمام؟ في ال 100 سنتيمتر. طيب تمام، والمفروض برضو في ال 100 سنتيمتر المفروض ان احنا عارفين من الهيستولوجي ان عدد الار بي سيز عددهم كام ده في الهيستولوجي، دي معلومه هيستولوجي بره الفيسيو بره كل حاجه، تمام؟ عدد الار بي سيز كام يا شباب؟ المفروض ان احنا عارفينها عددها من 6 ل 9 مليون، صح كده؟ مليون، صح كده؟ من 6 ل 9 مليون خليه، مش خليه، من 6 ل 9 مليون وحده ار بي سي. طيب فين؟ في ال 100، في ال 100 سنتي، صح كده؟ او في الملي يعني ماشي، في ال 100 سنتي. طيب تمام، ايه المطلوب يعني دلوقتي؟ الار بي سي تعال ناخد رقم متوسط زي ما اخدنا في الهيموجلوبين، تمام؟ كام عدد الار بي سيز في المتوسط بتاعها؟ قال لك والله في المتوسط قول مثلا ما بين الستة والتسعة يبقى خمسة. سهلة؟ سهلة. خمسة كام؟ خمسة مليون. طيب ما بدل اكتب خمسة صفر 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 اللي هو مليون، بدل ما اكتب ست صفار اكتبها ازاي؟ اه في الرياضة علمونا الست صفار يتكتبوا 10 اس 6. يعني المية دي مثلا عبارة عن ايه المية؟ عبارة عن 10 اس 2 اللي هو 1 0 0، صح كده؟ الالف في مثلا عبارة عن 10 اس 3 اللي هي 1 جنبها 3 اصفار، صح كده؟ فالار بي سي بدل ما اكتب مثلا 5 مليون اكتبها مكان 5 في 10 اس، اه احلى كده، شكلها شيك شوية، ماشي؟ طيب تمام، هو ايه ده؟ استنى 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 بس عايز افهم حاجه. انا دلوقتي خرجت من، انا ما خرجتش من درس خالص والله، بس انا عايز اقول لك على حاجه دلوقتي هتفهمك يعني ايه الكلام كله، ماشي؟ طيب ايه الحاجه اللي بعدها؟ هو ايه الفرق بين الار بي سيز والهيموجلوبين؟ لا ده انا شرحتها من شويه، حرام عليك، قلت مثلا دي الار بي سي، يعني من دي في 5 مليون في كل كام؟ 100 سنتي، تمام؟ طيب والهيموجلوبين اللي هو اللي جواها، اه يعني لو انا شلت الهيموجلوبين ده اللي جواها وحطيته على الميزان هلاقيه 15 جرام، حد فاهم؟ اللي هو اللون الاحمر ده اللي جوه الار بي سي، يعني الار بي سي دي تحتوي جواها على الهيموجلوبين. اظن دي معلومات بدائيه جدا والله اي حد عارفها، تمام؟ فاضل بس انا بفكرك بالارقام دي اللي هي 15 و5 في 10 اس 6، تمام. طيب تمام، نرجع بس تعال نرجع بقى للمشهد اللي كنا بنتكلم فيه ونرجع تاني بتاعت حته الفهم دي، تمام؟ طيب تمام، ايه اللي انا كنت هتكلم فيه يا شباب؟ احنا قلنا عندنا البلاد انديسز دول عباره عن كام انديسز؟ ثلاثه. بس انا مش هقول لك الثلاثه وخلاص، يعني اسمائهم تحسهم صعبه شويه، اللي هو هفضل اقول
شيء، فاللي هو هفضل اقول لك يعني في الاسماء وخلاص، فانت مش هتفهم اللي هو يعني البلاد انديس كده، انت فهمت ايه؟ طيب فانا تعالى ناخد بس البلاد انديس بالواحده، تمام؟ يعني هقول لك بالواحده ونشرحها كده، اقول لك الاسم الثاني ونشرحها، اه هتلاقي الوضع كده اسهل. وزي ما بقول لك انا ماشي بترتيب مختلف عن الكتاب، فانا هقول لك بص على الكتاب في لحظه معينه، هي تبص فيها على الكتاب، لكن دلوقتي ركز، حط كل الاتنشن بتاعك معايا، تمام؟ يعني يا ريت تركز معايا ومالكش دعوه بالكتاب، ما تقعدش مثلا توقف الفيديو وتشوفها لا ماشي. حابب مثلا تكتب معلومه زياده في الكتاب جنبك، ماشي تمام، لكن ما تقولش الحته دي، ما تستبقش الامور. اظن انتوا عارفيني خلاص في الشرح، تمام؟ طيب ايه بقى الكلام؟ ببساطه شديده جدا جدا، القانون الاول بيقول لك والله انت عندك كميه معينه من الدم، صح كده؟ كميه الدم دي مالها؟ كميه الدم دي يا اسلام فيها ار بي سي، الار بي سي، افهم افهم الكلام معايا، افهم عشان الحته دي هتفهمك القانون الاول اللي هتكلم عنه، ماشي؟ القانون الاول اللي هقوله، مش القانون الاول في الكتاب. قال لك كميه الدم المعينه دي فيها ار بي سيز، صح كده؟ ونفترض انها 100 سنتيمتر، ماشي؟ طيب فيها ار بي سيز، الار بي سيز دي جواها هيموجلوبين، صح كده؟ يعني ايه؟ مش فاهم. لا ما تهزرش، انا قلتها كذا مره، ما تحسنيش ان انا غبي، تمام؟ طيب تمام، يبقى الار بي سي جواها هيموجلوبين، انا دلوقتي عاوز اعرف كمية الهيموجلوبين في كل ار بي سي هاية. مش فاهم يا سلام. نعم، انت مش قلت لنا من شوية ان كمية الهيموجلوبين دي بكام؟ 5 مليون؟ حرام، الطم، ده الار بي سي ل 5 مليون، تمام؟ الهيموجلوبين ده كان نسبته 15 جرام، صح كده؟ تمام، حلو خالص. لكن الار بي سي دول كام عددهم يا شباب؟ كان عددهم 5 مليون، مش في الجسم كله، في 100 سنتي، تمام؟ او في المليمتر المكعب، ماشي. طيب ف 5 مليون، ماشي، اللي هو 5 في 10 اس 6 يعني. طيب تمام، انا عايز اعرف ال 15 جرام، يعني ببساطه فاكرين في الابتدائي لما يقول لك مثلا عندنا خمس اولاد وفي مثلا تفاحتين، فانت عاوز تعرف كل ولد ليه كام تفاحه؟ طب نفس القصه، عندك 5 مليون ار بي سي هايه وعندك 15 جرام هيموجلوبين، عاوز تعرف كل ار بي سي هايه فيها كام هيموجلوبينايه؟ حد فاهم؟ يبقى ده القانون الاول، اسمه ايه؟ اسمه مين. يعني ايه مين؟ مين ليها ثلاث معاني، كلمه مين ده انجلش، تمام؟ كلمه مين ليها ثلاث معاني، المعنى الاول بمعنى معنى ماشي، المعنى الاول بمعنى معنى، what do you mean، تقصد ايه، ايه معنى كلامك. المعنى الثاني بمعنى انسان قذر، مش قذر اللي هو يعني موسخ، لا قذر اللي هو يعني قليل ادب، او يعني مش بيحترم مشاعر اللي قدامه، اللي هو فاهمين الناس دي يعني، ماشي. وده معنى يعني ايه شوارع شويه، اللي هو مش تبعنا. المعنى الثالث وده اللي احنا عايزينه دلوقتي، معناها متوسط، اللي هو الافريج، بس بيقولوها في القوانين مين، تمام؟ فكلمه مين معناها الافريج، المتوسط. طيب تمام، انا عايز اعرف ايه؟ عاوز اعرف متوسط او ايه كمية مين في مين الهيموجلوبين اللي جوه كل ار بي سي هايه. فالقانون الاول اسمه متوسط الهيموجلوبين، صح كده؟ مش الهيموجلوبين اللي هو اتش بي، جوه كل كورباسل. يعني ايه كورباسل يا شباب؟ كورباسل اللي هي الار بي سي، مش صح كده؟ كورباسل دي اللي هي بقصد بيها يعني الار بي سي، صح كده؟ يبقى ايه هو المين كورباسكولار هيموجلوبين؟ حد فاهم يعني ايه كورباسكولار هيموجلوبين؟ يعني متوسط الهيموجلوبين جوه كل كورباسل، جوه كل ار بي سي هايه، تمام؟ يعني دلوقتي انا هستعيض بكلمه ار بي سي واكتبها بس كورباسل، اللي هو متوسط الهيموجلوبين جوه كل كورباسل. يبقى القانون الاول اسمه ايه يا شباب؟ اه يبقى القانون الاول ببساطه شديده جدا اسمه ايه؟ القانون الاول اسمه مين كورباسكولار او كورباسل، ماشي، خليها كورباسكولار اللي هي كصفه يعني، كورباسكولار هيموجلوبين، تمام؟ طب ينفع بدل القانون ده كله اختصر بس كل حرف يعني في الكلمة، يبقى ام سي اتش، ينفع ام سي اتش مين كورباسكولار هيموجلوبين. هو ايه ده يا اسلام؟ ببساطة شديدة جدا كل كورباسل فيها كم هيموجلوبين؟ طب اسلام احنا ما عارفين الارقام. لا انت عارف الارقام الكلية، انت عارف ان انت عندك 5 مليون كورباسل وفي عندك 15 جرام هيموجلوبين. واحد يقول لي يا عم انت زهقت منك ليه كده يا اسطى؟ ليه يا غالي؟ انت عمال من الصبح تفتي وتعيد وتزيد في حاجه تافهه، ما انت تقسم دي على دي وخلص الموضوع. ايه هو الحوار ده كله؟ هقول لك ممتاز جدا جدا، يبقى القانون ده عباره عن ايه؟ هقسم مين على مين؟ هو انا عايز اعرف الهيموجلوبين ولا عايز اعرف الار بي سي؟ لا انا عايز اعرف كميه الهيموجلوبين، صح كده؟ يبقى القانون عباره عن الهيموجلوبين على النمبر اللي هو العدد بتاع الار بي سيز، صح كده؟ تمام، حلو خالص.
بس فين؟ in millions، يعني اللي هو الار بي سي، يعني اللي هو 5 مليون يعني. تمام، طيب تمام، تعالى كده انت خلاص القانون ده فهمته، فهمته جه منين؟ تعالى بس نرجع للصفحه بتاعت الفهم فقط دي تاني. تمام، طيب للفهم فقط دي انا هضيف فيها، او تعالى بس يعني انت القانون اللي فات ده معانا طبعا مش للفهم، تمام، اللي هو اسمه ايه، مين كورباسكولار هيموجلوبين، صح كده. القانون ده بيتكلم عن ايه؟ بيقول لك القانون ده بيساوي عدد او كميه الهيموجلوبين، صح كده، اللي هي في كل في الار بي سي هات، يعني عندي مثلا عدد اللي هو الار بي سيز، صح كده، تمام، سهله سهله. بمعنى مثلا انت عندك مثلا 10 موزات، تمام، سيبك من الموز، خليها تفاح، ماشي، عندك مين 10 تفاحات وعندك 20 واحد، صح كده، فانت تقول عايز اعرف عدد التفاح لكل واحد، فتقول بيساوي بيساوي مين، مين على مين على مين يا شباب، انت عايز تعرف عدد التفاح لكل واحد، فهتقول 10 على 20، يبقى كل واحد ياخد نص تفاحة، صح كده، يبقى انت وزعته. طب نفس الفكرة، عايز تعرف الهيموجلوبين في كل ار بي سي هيا، تمام. طب اسلام انت مش قلت لنا الارقام من شوية، فكرتنا بيها، يبقى المين كورباسكولار هيموجلوبين بيساوي مين، الهيموجلوبين على الار بي سيز. طب انا كتبتها، طب تعمل حاجه جديده، غير بقى يا تغير، غير، ماشي. ايه هو بقى الهيموجلوبين نسبته كام؟ 15 جرام، صح كده، 15 جرام. طب والار بي سي عددهم كام؟ 5 مليون، اللي هي 5 في 10 اس 6، مش صح كده، تمام، تمام جدا، تمام. بس في ملحوظه، الارقام دي يا شباب ان ملي متر، تمام، الرقم ده ان ملي متر، ان ملي متر ايه؟ ان ملي متر مكعب يعني، صح كده، تمام. بس احنا خدنا زمان عشان نحول، معلش مش انا قلتها بدري، ان 100 سنتي، لا هي ان ملي، ان ملي متر، دي غلطه مني انا اسف، تمام، في الملي يعني، دي نقطه دم ملي. طب انا عايز اعمل قياسات على السنتيمتر المكعب، قال لك والله الكلام ده، الكلام اللي جاي ده مش عليكم، انا بنبه، القانون اللي عليكم والارقام دي عليكم، لكن الكلام اللي هقوله دلوقتي مش مقرر، تمام. طيب ايه هو؟ قال لك والله ببساطة، انا عندك زمان قال لك لو عايز تحول من ملي لسنتيمتر مكعب، تمام، او الملي عاوز تحوله لسنتيمتر مكعب، ببساطة شديدة السنتيمتر، تمام، بيساوي 10 مليمتر، طيب تمام، بس انا بقول مكعب، صح كده، طب اعمل تكعيب للطرفين، يبقى السنتيمتر المكعب بيساوي 10 مليمتر مكعب، بس 10 مليمتر هكعبها تبقى 10 تكعيب، صح كده، لو مش فاهم عادي جدا، الكلام ده مش علينا. يبقى السنتيمتر مكعب بيساوي 10 في 10 اس 3، صح كده، او 10 اس 3، ما هي 10 اس 3، 10 تكعيب يعني، ملي متر مكعب، صح كده، مش فاهم دي ولا يهمك، انسى خالص، طز عادي جدا. طب انت عايز تعرف ايه؟ عاوز تعرف بس ان انا عشان احول من السنتي المكعب واخليها ملي مكعب هضرب في 10 اس 3، صح كده، تمام جدا، حلو جدا. يبقى تعالى قال لك كده ببساطه، والله ادي الام سي اتش بيساوي ال 15 جرام بتاعتنا، هي ما اتغيرتش، 5 في كام يا شباب؟ في 10 اس كام؟ اس 6 في كام؟ في 10 اس 3، صح كده، تمام، في 10 اس 3، اللي هي ايه، هي ال 10 اس 3 دي اللي هي بتاعه التحويله. طب هل مطالب بيها؟ مش مطالب بيها ابدا، تمام. طيب يبقى ال 10 اس 3 دي بتاعه التحويله من ملي لسنتي او من سنتي لملي، مش مهم بقى التفاصيل، تمام. طيب بس خلي بالك، انا قلت لك انا عايز احسبها مش في السنتيمتر المكعب، في ال 100 سنتيمتر مكعب، يبقى هضرب في 100. طب ما ال 100 دي اللي هي 10 اس 2، صح كده، في قانون زمان قال لك لما يكون الاسس لما يكون الاساس متساوي وبتضربهم في بعض تجمع الاسس، مش فاكر الكلام ده، طز عادي جدا، مش مهم والله العظيم، تمام. طيب يبقى يساوي ال 15 هي عدد الار بي سي على 5 في 10 اس 6 في 10 اس 3 في 10 اس 2 بيساوي 6 زائد 3 9 زائد 2 11، يبقى 10 اس 11. طب ايه ده يا اسلام؟ بص بص والله الكلام ده، ولا عشان كده انا كاتب فوق للفهم فقط. بص ببساطه جدا، الام سي اتش دي انت عباره عن الهيموجلوبين على الار بي سيز، صح كده، طيب تمام. الهيموجلوبين بكام؟ ب 15 جرام، والار بي سي 5 مليون، صح كده. طب انا عايز احول 5 مليون في مين؟ في الملي متر، عاوز احول من 5 مليون ملي متر لسنتيمتر، ضربت في 10 اس 3 بس عشان تكعيب، هي المفروض في 10 بس عشان تكعيب، و10 اس 3 ضربتها بعد كده في مين؟ في 100 عشان عايزها في ال 100 سنتيمتر مكعب، صح كده، يبقى في 10 اس 2، جمعت الارقام دي طلعوا 10 اس 11. طيب بس بالله عليك، يعني عارف انت 10 اس 11 يعني ايه؟ يعني واحد جنبه 11 صفر، يعني
هل ينفع تقسم 15 على 1 جنبه 11 صفر هيطلع لك رقم صغير جدا جدا جدا، صح كده؟ قال لك في ال 15 جرام اللي هي بتاعت مين ده، ال 15 جرام بتوع الهيموجلوبين هحولها بس البيكو جرام عشان يعني يبقوا قريبين الارقام من بعض. هل مطالب بالتحويله؟ ابدا، ماشي، مش مطالب بيها. فانت ال 15 جرام دي هتحولها بس لمين؟ ل 15 بيكو. طب هو البيكو ده يا اسلام كام جرام؟ 10 اس 12 اللي هو تريليون جرام، تمام؟ يبقى 15 في 10 اس 12، 12 ايه؟ بيكو جرام اللي هي بي جي، صح كده؟ تمام خالص، حلو خالص، بيكو جرام. طب يعني ايه اللي هعمل ايه على كده؟ هقول يبقى الام سي اتش بيساوي 15 في كام؟ في 10 اس 12 جرام، لا بيكو جرام، صح كده؟ على 5 في 10 اس 11 اللي جبناها فوق، صح كده؟ طيب تمام، دول على الاله الحاسبه يطلعوا ايه؟ قال لك والله بص كده ببساطه شديده، ال 10 اس 12 على ال 10 اس 11 دول مقسومين، صح كده؟ كان في قانون زمان في الرياضه يقول لك ايه؟ لما يكون الاسس متساويه وبتقسم تطرح الاسس، يبقى 12 ناقص 11 اللي هي 1، يعني 10 اس 1 اللي هي 10 يعني، صح كده؟ يبقى 15 على 5، ودول الارقام الاساسيه بتاعتنا اللي هي 15 جرام وال 5 مليون، ضربتها في كام؟ في 10، بس كده. من اول هنا انت مطالب، اللي فات ده كله مش مطالب بيه. يعني ايه؟ يعني انت بس مطالب تعرف انك ضربت في 10. طب وجت منين العشرة دي؟ قال لك والله الكتاب ما شرحهاش. ايه امال ايه يا عم؟ ازاي؟ قال لك انت بس قال لك ان 15 اللي هو مين ده؟ اللي هو الهيموجلوبين، وخمسة اللي هو المليون. طب وفين ده؟ قال لك ما كتب خمسة وخلاص. طب وبعدين ضرب كتب فيه 10، ازاي جت منين؟ ما اعرفش، روح اتخانق مع كتاب القسم، انا مالي، تمام؟ طيب يبقى 15 على 5 في 10 بيساوي كام؟ بيساوي 15 على 5 طبعا فيها 3 في 10، تمام؟ بيساوي 30. 30 ايه يا شباب؟ 30 جرام؟ لا 30 بيكو جرام، صح كده؟ عشان انا ضربت في 10 اس 12 فوق، صح كده؟ بيكو جرام. ما فهمتش التحويله دي؟ مش مهم، كل اللي تعرفه بس انك ضربت بكام؟ حولت الجرام للبيكو جرام، بس كده، تمام؟ وبقيت في مين يا شباب؟ في الام سي اتش بقى بقت عباره عن كام؟ 30 بيكو جرام. استنى استنى، انت نسيتنا، هو ال 30 بيكو جرام ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الام سي اتش، لا ما انا كاتبها قدامك، هو بيعبر عن ايه؟ يعني فهمني، بيعبر عن كميه الهيموجلوبين في كل واحده، صح كده؟ كمية الهيموجلوبين في كل ار بي سي هاية عبارة عن 30 بيكوجرام. حد فاهم حاجة يا شباب؟ يبقى ال 30 بيكوجرام دي عبارة عن مين؟ عبارة عن اللي هي الام سي اتش دي، او عبارة عن كمية الهيموجلوبين في كل ار بي سي هاية، تمام؟ التحويلات دي كلها مش عليك، تمام؟ لكن نيجي هنا بقى، المين كورباسكولار هيموجلوبين بقى بيساوي ايه بقى؟ القانون بتاعه لازم تعرفه، عباره عن هيموجلوبين على عدد الار بي سيز، صح كده؟ اللي هو بيساوي طبعا في 10، ما تنساش في 10. طب منين جت في 10؟ ما كتبش في الكتاب، كتبها وخلاص، تمام؟ طيب اللي هي بتساوي كام على كام؟ في الطبيعي، ده في الطبيعي بتساوي كام؟ بتساوي الهيموجلوبين ب 15 جرام، بس حولناها البيكو بقى، والار بي سيز ب 5 مليون، والتحويله اللي في الاخر طلعت اننا هنضرب في 10، تمام؟ طيب يبقى بيساوي 30 بيكو جرام. حد فاهم يا شباب؟ اظن سهله، صح كده؟ 30 بيكو جرام. طيب السؤال هنا، هو الهيموجلوبين ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الصبغه، صح كده؟ طيب لو ال 30 بيكو جرام دي قلت، او ال 30 بيكو جرام دي زادت، ايه اللي يحصل؟ قال لك والله ال 30 بيكو جرام دي لو قلت فالكرة الدم الحمراء هتبهت. طب لو النسبه دي ال 30 دي زادت، معناها ان في هيموجلوبين كتير، صح؟ ما تتكلم معايا انا سايب، ماشي، في هيموجلوبين كتير، فلو قلت بيسموها هايبو كروميك. يعني ايه هايبو كروميك؟ يعني اللون غامق قليل، صح كده؟ طيب لو زادت بيسموها هايبر كروميك، تمام؟ يعني اللون غامق عشان فيه هيموجلوبين كتير. هو مش ال 30 دي بتعبر عن نسبة الهيموجلوبين في كل خلية؟ بس في الحقيقة النسبة دي مش هينفع أحدد منها إذا كانت هايبوكروميك أو هايبركروميك. ليه؟ الحتة دي تقيلة شوية، تمام؟ وعشان تقيلة شوية لازم تفهمها بالراحة معايا، تعالى كده نفهمها بالراحة. قال لك بص، هو ال 30 دول بيعبروا عن مين؟ عن نسبة الهيموجلوبين في كل خلية. يعني إيه؟ يعني مثلا لو عندك خلية أر بي سيز بالشكل ده، تمام؟ المفروض إن في الطبيعي تتوقع يكون فيها مين؟ 30 بيكو جرام هيموجلوبين، صح كده؟ صح؟ لا غلط. ازاي؟
اصل دي عباره عن نسبه الهيموجلوبين بالنسبه للار بي سي. يعني ايه بالنسبه؟ يعني نسبه وتناسب، يعني 30 بيكو جرام بالنسبه لحجم الار بي سي اللي هم او عددهم اللي هم 5 مليون. يعني ايه؟ بص كده، طب ما تيجي نعمل حركه كده، بص كده، لو خليت الهيموجلوبين 30 والار بي سيز خليتهم 10، يبقى ايه اللي حصل على كده؟ طلعت نفس النسبه 30 بيكو جرام، صح كده؟ طيب بص كده، لو الهيموجلوبين ماله خليته 30 زي ما هو، بس الار بي سي كان عددها الطبيعي 5 مليون، طب الرقم ده يطلع على كام؟ 30 على 5 ب 15، 15 في 10 ب 150. ايه ده 150؟ طب هل ينفع اقول في الحاله دي ان حصل زياده في الهيموجلوبين؟ لا. ليه؟ لان هنا بالنسبه للار بي سي المفروض ان انت ما حصلش زياده او نقص، لان دي عباره عن نسبه. مش فاهم حاجه؟ بسيطه جدا، تعال نعيدها تاني. ماشي، هو ببساطه كلها، ببساطه شديده، ان انت مش هتقدر تحدد بس اذا كان ده هايبر كروميك ولا ماكروسيتيك ولا مايكروسيتيك ولا كل الحاجات دي، تمام؟ ليه؟ لان دي عباره عن نسبتها بالنسبه للهيموجلوبين. يعني ايه؟ هو مين اللي بيحدد اللون يا شباب؟ تاني من الاول، تمام؟ اعاده مش اكتر، مين بيحدد اللون؟ الهيموجلوبين اللي هو ال 15. طيب تعال نفترض مع انا وانت كده ال 15 دي ثابته، هل اللون زاد او نقص؟ هتقول لي اه او لا. على اي اساس؟ مش عارف احدد. ليه؟ قال لك بص كده، خلي ال 15 ثابته وخلي عدد الار بي سي خليهم مثلا 3. طب لما خليتهم 3 ايه اللي حصل؟ 15 على 3 فيهم كام يا شباب؟ 15 على 3 فيها ال 5 في 10 بتاعت القانون ب 50. طب هل هنا 50 معناها ايه؟ معناها الصبغه زايده، صح كده؟ لا. ليه؟ اصل الهيموجلوبين هو هو، بس الار بي سي هي اللي قلت. يبقى انت مش هتعرف تحدد اذا كان النوع ده هايبر كروميك ولا هايبو كروميك من مجرد هيموجلوبين. حد فاهم اللعبه يا شباب؟ لان الهيموجلوبين ده عباره بالنسبه للار بي سي، فانت لازم تعمل قانون بيجيب لك المقارنه بين الاثنين. طب امال ايه فايده القانون ده يا اسلام لما هو مش هيحدد لي اذا كان ده هايبر كروميك ولا هايبو كروميك؟ قال لك والله ببساطه شديده، انت ايه اللي عملته ده؟ عرفت نسبه الهيموجلوبين بالنسبه للار بي سي، صح كده؟ فيقول لك ان القانون ده اتس افريج اللي هو المتوسط. ما هو كلمه مين معناها افريج؟ اتس افريج، صح كده؟ المتوسط، تمام؟ بتاع مين؟ اتس افريج بتاع ال amount of hemoglobin، صح كده؟ بالنسبه لمين؟ in one RBC، في كل خليه RBC، صح كده؟ من قسمتهم على عددهم، يبقى في كل واحده in one RBC. طيب اسلام، هو ده الفايده؟ اه. لو قال لك ايه هي الريليفانس بتاعت المين كورباسكولار اتش بي، او ممكن يقول لك ايه الامبورتانس بتاعت الام سي اتش، او ديفاين او ايه الديفينيشن بتاعت الام سي اتش، صح كده؟ يبقى اتس افريج اوف هيموجلوبين ان 1 ار بي سي. طب اسلام، انا افرض جاي في الامتحان وانت عارف بقى لخمه الامتحان وبتاع ببساطه جدا، انت لو جيت في الامتحان ترجم. ازاي ترجم؟ اكتبها بالعربي؟ لا لا، ما اقولش كده، هتسقط نفسك وهتجيبها فيا. ماشي، لا ترجم. هو مش كلمه مين معناها متوسط؟ اه، يبقى ترجم اتس افريج. ايه ده، سهله جدا، صح كده؟ هو متوسط مين؟ الهيموجلوبين في الكورباسل. طب مش قلت لك الكورباسل دي اللي هي الار بي سي؟ اه. يبقى انت ترجم، يبقى اتس افريج هيموجلوبين ان 1 ار بي سي، صح كده؟ يبقى انت ترجمت الكلمه فرحت عرفت القانون. ايه ده، سهله جدا، صح كده؟ ببساطه شديده، سهله جدا، صح كده؟ طيب عباره عن ايه النسبه دي؟ عباره عن نسبه الهيموجلوبين زي ما قلنا بالنسبه للار بي سي. طلعناها بقى ب 15 اللي هو الهيموجلوبين على 5، وبشويه تحويلات كده جبنا رقم 10 شرحتها من شويه، طلعت ب 30 بيكو جرام. طيب هل لو واحد كان 29 يبقى ده نسبه الام سي اتش دي يعني نسبتها اقل من الطبيعي؟ لا. قال لك مثلا يبقى في مثلا افريج. ايه الافريج ده؟ من 27 ل 32 بيكو جرام. ولازم بعد ما تكتب القانون، لو قال لك مثلا وات اتس نورمال فاليو، يعني مثلا ممكن يجيب لك كده في الامتحان وات از ذا ديفينيشن اوف ام سي اتش او اوف مين كورباسكولار هيموجلوبين اند اتس نورمال فاليو، ما تكتبلوش 30 هتاخد صفر. النورمال فاليو دي من 27 ل 32 بيكو جرام. حابب تكتب الاثنين ماشي، بس لازم تكتب القوس ده اللي هو من 27 ل 32 بيكو جرام، دي النسبه الطبيعيه. طيب ماشي، تعال كده اكتب لك سؤال امتحان. تعالى واحد، وات از ذا ديفينيشن اوف ام سي اتش؟ اسلام قال لنا الام سي اتش ترجمها مين كورباسكولار هيموجلوبين، يبقى اتس افريج اللي هو كلمه مين، وهيموجلوبين يبقى اكتبها هيموجلوبين ان 1 ار بي سي اللي هي الكروباسيل، صح كده؟ ده انا ترجمتها سهله جدا. ماشي، اند وات از ذا فورمولا، ايه هي القانون؟ اكتبها له ببساطه، ام سي اتش بتساوي اتش بي اوفر نمبر اوف ار بي سيز في 10، ما تنساش في 10 عشان جبتها من القانون، صح؟ من التحويله، صح كده؟ طيب اند واتس نورمال فاليو، اكتب له 15 على 5 في 10 بيساوي 30 بيكو جرام، بس كده تاخد صفر.
ماشي بين قوسين 27 32 بيكوغرام، دي اللي على الدرجه بتاعت النورمال فاليو. ممكن يرخم شويه يقول لك السؤال الثالث can we use this test، يعني نقدر نستخدم الاختبار ده او التجربه دي to determine، عشان نحدد the type of anemia. لا ليه؟ لان ده مش هيقدر يحدد. تكتب له ايه الاجابه؟ نو بس كده نو ماشي، مش اكتر من كده. لا ليه؟ لان ده مش هيقدر يحدد لي. امال مين هيقدر يحدد لي؟ التالت. هناخده شويه سهله يا شباب، سهله. ده اول قانون، ندخل على تاني قانون. يلا بينا. طيب حد حد فيكم فاكر يا شباب ايه هي الاجهزه اللي بنستخدمها في الـ في الـ في البلاد انديسز؟ قال لك الاجهزه اللي بنستخدمها، واحد بنميجر الاتش بي ليفل، خلاص اللي هو الهيموجلوبين، وده احنا قلت لك القياس بتاعه بكام؟ ب 15 صح كده. وبنميجر الاتش في اللي هو الهيماتوكريت فاليو، ماشي. والثالث كان اسمه هيموسايتومتر صح كده، ما تنساهم، ما حدش ينساهم احتياطي لعل وعسى يعني، ماشي. تعال بس رقم اتنين دي، هو ايه الهيماتوكريت فاليو دي يا اسلام اللي قالك عليها ايه ذكر سابقا او ديسكاس دي ماشي، هو عباره عن ايه؟ قالك والله مش عباره عن حاجه. يعني انت مثلا دلوقتي لو اخدت عين الدم في انبوبه بالشكل ده وعملت لها اللي هو سيدمنتيشن ماشي، او مثلا رحت فصلت البلد عن البلازما، احنا عارفين ان الدم عباره عن مين؟ عباره عن بلد وعباره عن بلازما صح كده؟ تمام. لو عملت فصل كده للدم وجبت من تحت كده خالص، لقيت ان الدم كده اللي هو البلد اترسب من تحت. ماشي؟ والنص التاني اللي من فوق ده عبارة عن الكرايوبريسيتات، او يعني اللي بيسموه البلازما. ماشي يا شباب؟ طيب لو جيت كده قسمت ماشي، فايه ده؟ ده المفروض الدم، المفروض هي كانت عباره عن دم كده بس اتفصل. لما اتفصل قال لك والله جه في ناحيه الدم اللي هو من تحت كده ماشي، ودي لها اصلا درس لوحده اسمه الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت، هنشرحه بعدين ماشي. ده اللي هو مين؟ نسبه البلد، ده البلد صح كده، وده البلازما صح كده. طيب على بعضهم بيساوي كام؟ ما بيساوي 100%. في حاجه تاني؟ لا، في حاجه اسمها بافي كوت او بافر كوت، مش مهم دي يعني اللي هو 1%، مش هشرح التفاصيل اللي مالهاش لازمه دي دلوقتي تمام. طيب فتعال نعتبر كده ان البلازما دي بتمثل اكتر من نص شويه 55%، والبلد ده بيمثل كام؟ 45%. تمام. ال 45% دول هم الهيماتوكريت فاليو. هم دول اسمهم الهيماتوكريت. اللي هي ايه الهيماتوكريت فاليو؟ اللي هي نسبه الدم، اللي هي لو حد فاكر قانونها في سنه اولى اللي هو الباكد ار بي سيز ماشي، اللي هو مين؟ اللي هي كرات الدم الحمراء الباكد. باكد يعني مكدسه مع بعض ماشي، اللي هي يعني ايه متجمعه من تحت. اوفر ذا توتال بلاد، اوفر ذا توتال فوليوم اوف مش عارف بلاد ولا ايه ماشي، مش مهم القانون الاساسي والله مش هسالك عنه خالص تمام، بس على التوتال بلاد فوليوم. ايوه على التوتال بلاد فوليوم تمام، على التوتال بلاد فوليوم تمام، اللي هو كام هنا؟ 45 على 100 صح كده، مع الاعتبار ان ال 100 دي عباره عن 55% بلازما و45% بلاد صح كده، يبقى بيساوي 45% على اساس انها نسبه مئويه ماشي. طيب هل مش مطالب بحاجه غير حاجه واحده بس، انك تفهم يعني ايه هيماتوكريت فاليو اللي هي نسبه اللي هي كميه الدم اللي انت فصلتها دي، وان نسبتها عباره عن كام؟ 45% ماشي يا شباب. طيب ليه يا اسلام المقدمه الرخمه دي؟ ليه رخمه لحال؟ بس فكرك بحاجه بس قال لك ايه ديسكاست سابقا يعني ماشي. طيب فلازم تعرف نسبتها. يبقى احنا خدنا كام نسبه دلوقتي؟ خدنا اللي هو الهيموجلوبين بخمسه، والار بي سيز كاونت ب 15 مليون، ومين مش عارف اللي هو الهيماتوكريت فاليو ب 45% ماشي. معلش بس عندي انا حاسس ان دخل على اعراض اي دي اتش دي حقيقي والله، بس ما علينا. فنيجي بقى بعد كده ايه اللي هنتكلم عنه دلوقتي؟ اللي هتكلم عن تاني قانون. بيتكلم عن ايه تاني قانون ده يا اسلام؟ الاول فهمه لنا بس بالله عليك عشان نفهمه زي اللي فات، وبعد كده اشرح لنا ايه الحوار. ماشي سهله جدا. قال لك والله تاني قانون اسمه ايه؟ او تعال نفهم يعني ايه بالظبط. قال لك شايف عينه الدم دي؟ مالها عينه الدم دي؟ يعني مثلا الهيماتوكريت فاليو، تعال نرجع للرسمه اللي كنت عاملها بدل ما اشخبط تاني تمام. شايف الهيماتوكريت فاليو دي؟ هو البلد ده هو كله دم؟ لا. قال لك في مثلا منه مين؟ نسبه الكترولايتس 19% الكترولايتس، الار بي سيز عددها كذا او نسبتها كذا، ليهم نسب معينه كده صح؟ الار بي سي 90% تقريبا تمام. طيب تمام يعني ايه؟ يعني لو جيت عملت زوم كده على الحته دي، البلد ده جواه ار بي سيز بس، لا مش بس ده جواه حاجات تاني صح كده. يعني هنا في مين كده؟ تعال ركز معايا، هنا في مين؟ هنا كده في مين؟ ار بي سيز صح كده، هنا في ار بي سيز صح كده، هنا في ار بي سيز. وبعدين
الار بي سيز دي مش معاها ار بي سيز بس، ده معاها حاجات تاني. ايه هي؟ مش موضوعنا، بس انت تعرف ان معاها حاجات تانية. تمام. طيب الار بي سيز دي بتمثل كام من البلد؟ طب ما نقولها بطريقة احسن، الار بي سيز دي بتمثل كام من الهيماتوكريت فاليو؟ اه طب ما نفس الفكرة بتاعت بدري بس باختلاف الحاجات المعطاية، صح كده؟ يبقى في الحالة دي هقول ان عايز اعرف مين هنا يا شباب، عايز اعرف مين الار بي سيز من الهيماتوكريت فاليو، صح كده؟ يبقى القانون بيساوي مين؟ اللي هو يعني انا عايز اعرف بس ان الهيماتوكريت فاليو بيشكل كم من الار بي سيز. يعني مثلا لو الجزء ده من الهيماتوكريت فاليو بيشكل مثلا 90% مثلا يعني، تمام، فانا هقول مثلا ان الهيماتوكريت فاليو على عدد الار بي سيز، صح كده؟ حد فاهم يا شباب؟ اه. يبقى انا بعرف ايه كده؟ بعرف حجم الار بي سي، صح كده؟ انا بعرف حجم العدد بتاع الار بي سيز، يعني الار بي سيز دول واخدين حجم قد ايه. حد فاهمها؟ تاني تاني عشان حاسس الناس مش فاهمها. انا عندي هنا مين؟ الهيماتوكريت فاليو دي ما فيهاش ار بي سيز بس، فيها ار بي سي مع حاجات تانية. طيب الار بي سي دي واخده قد ايه من الهيماتوكريت فاليو؟ قال لك خلاص هات الهيماتوكريت فاليو ده وقسمه على عدد الار بي سي وشوف واخد قد ايه بقى من الار بي سيز. حد فاهم يا شباب؟ اه. يبقى في الحاله دي قال لك والله الهيماتوكريت فاليو نفس الفكره بس بدل ما هيموجلوبين يبقى هيماتوكريت فاليو، صح كده؟ على عدد الار بي سيز. حد فاهم حاجه يا شباب؟ طيب تمام. يبقى القانون ده اسمه ايه؟ برضه متوسط، برضه افريج، صح كده؟ فين القانون الاول اهو؟ تمام. مش القانون الاول كان اسمه مين؟ كورباسكولار هيموجلوبين. طب القانون الثاني اسمه ايه بقى؟ تعالى كده معايا، معلش. ماشي، اسم القانون التاني برضه متوسط، صح كده؟ مين؟ صح كده؟ متوسط مين بقى يا شباب؟ مين متوسط مين؟ ماشي ماشي، متوسط مين بقى؟ متوسط الفوليوم، الحجم. ايوه بقى، غير غير بقى، ماشي. متوسط الفوليوم بالنسبة لمين؟ للكورباسل. اه يعني كلمة الفوليوم دي اللي هي بتحل محل مين؟ الهيماتوكريت فاليو، والكورباسل دي اللي هي عدد الار بي سيز، صح كده؟ طب ما هو فعلا القانون كان مشترك في المقام، يبقى نقول مثلا مجازا ام سي في، ينفع؟ ينفع، شغال. تمام. يبقى الام سي في ده اللي هو ايه يا شباب؟ هو هو المقام اللي هو مين بقى؟ نمبر اوف ار بي سيز، صح كده؟ ان مليون برضو. تمام. طيب وهنا الهيماتوكريت وفوق بقى بدل فوليوم، بدل كان هناك الهيموجلوبين فغيرناها خليناها مين؟ الفوليوم. يبقى فوليوم مع هيماتوكريت فاليو. تمام. يبقى فوليوم ام سي في مع هيماتوكريت فاليو، يبقى القانون مين؟ كورباسكولار فوليوم. تمام يا شباب. يبقى البسط اللي هو مين؟ هيماتوكريت فاليو. تمام. يبقى بيساوي اه بس برضه نفس التحويله بتاعت هناك، يبقى اضرب في 10. تمام. طيب يبقى هيساوي كام يا شباب؟ هيساوي لما طلعت كده، طلعت يعني طلعنا النتيجه كده اللي هو طلعت بكام؟ 90% مش عارف على كام، على عدد الار بي سي، ماشي، طلعت كده برقم ضربناها في الاخر طلعت ب 90 مايكرو جرام او مايكرو جرام تكعيب يعني، ماشي. بس خلي بالك ده مايكرو مش بيكو، ماشي. الام سي اتش كانت بالبيكو اللي هو نسبه الهيموجلوبين، لكن هنا المين كورباسكولار فوليوم بمين يا شباب؟ بالمايكرو جرام، ماشي يا شباب، سهله. طيب تمام. يبقى هنا ال 90 مايكرو جرام ده اللي هو مين؟ المين كورباسكولار فوليوم او ام سي في. تمام. طيب هل لي رينج برضو؟ اه لي رينج من 74 ل 95 مايكرو جرام. تمام. او احيانا تكتب كده مايكرو ام سي جي، ما حدش كتبها لي مين؟ ام جي، دي معناها ملي جرام، لكن ام سي جي معناها مايكرو جرام، ماشي. ما تكتبهاش ام خالص، اكتبها مين؟ بالعلامه اللي هي المايكرو، يو حرف اليو وشد منه خطين كده، خط رفيع، ماشي، خط رفيع، خط تقيل، ماشي. طيب تمام. يبقى ده اسمه ايه يا شباب؟ اسمه المين كورباسكولار فوليوم. طيب يسأل عنه ازاي يا اسلام؟ نفس الاسئله اللي فاتت. ايه هو التعريف؟ اه في ناس من غير ما اقرا التعريف عرفته، صح كده؟ ايه هو؟ اتس افريج. الله، افريج مين؟ الفوليوم، صح كده؟ اوف سنجل ار بي سي. الله، سهل خالص حوار الترجمه ده، صح كده؟ الافريج اللي هو المين، الفوليوم اللي هو الهيماتوكريت فاليو، صح كده؟ اوف اوف مين برضه؟ سنجل ار بي سيز، صح، او ار بي سي، ماشي. طيب تمام. ايه القانون بتاعه؟ هيماتوكريت فاليو عشان هو الفوليوم على الار بي سيز، صح كده؟ بيساوي، فاضرب برضه، اضرب في 10، ما تنساش ال 10 بتاعت القانون، ماشي. 90 مايكرو تكعيب طبعا عشان ده حجم، تمام. والنسبه الطبيعيه دي النورمال فاليو، اند وات اتس نورمال فاليو، اللي هي من 74 ل 95 مايكرو تكعيب. اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا، ماشي. هل برضو القانون ده ينفع اقيس بيه وما اقيسش؟ لا. امال ايه يا عم القانون هنقيس بيه؟ اه القانون التالت بقى. ايه القانون التالت؟ تعال نشوف. طيب اخذنا حتى الان، المفروض ان احنا اخذنا المين كورباسكولار هيموجلوبين او ام سي اتش وعرفنا التعريف بتاعه، واخذنا بعد كده المين كورباسكولار فوليوم. تمام. طيب تمام. المفروض تالت حاجه بقى ايه بقى القانون التالت؟
لو جينا بصيت في لو جيت بصيت في الكتاب، ممكن على كده تفتح الكتاب معايا، او يعني ممكن تبص في الكتاب هتلاقي ان كاتب لك في تحت المين كورباسكولار هيموجلوبين، قال لك ان احنا خلاص عرفنا ان النسبه الطبيعيه بتاعت المين كورباسكولار هيموجلوبين كانت 30، صح كده؟ 30 بيكوجرام، تمام. وعرفنا ان المين كورباسكولار فوليوم بتكون 90 مايكروجرام، صح كده؟ تمام. وعرفنا التعريف بتاع كل واحده، تمام. وعرفنا القانون، تمام. وعرفنا الوحدة، تمام. كل ده المفروض ندخل الامتحان احنا عارفينه صم يعني، تمام. طيب تمام، لو بصينا في الكتاب دلوقتي بتاع القسم وجينا نقرأ مثلا، طبعا مش هتلاقوا حاجة ناقصة يعني عن الكلام اللي قلته، بالعكس انا شرحت حاجات كتير زيادة. هتلاقوا مكتوب في كتاب القسم تحت الميجرين مين كورباسكولار هيموجلوبين، بيقول لك ان ماكروسيتيك انيميا، يعني في انيميه الماكروسيتيك، يعني ايه ماكروسيتيك؟ يعني الخليه حجمها كبير، صح كده؟ بيقول لك الام سي اتش او المين كورباسكولار هيموجلوبين، يعني كميه الهيموجلوبين ممكن تكون عاليه، صح كده؟ ممكن يكون فيها 39. طيب هل ده معناه ان عنده حاجه؟ قال لك لا، ده مش بقى معناه حاجه. يعني ايه؟ يعني الام سي في والام سي اتش ما اقدرش اشخص بيهم، ما اقدرش احدد اذا كانت دي ماكروسيتيك انيميا مايكروسيتيك، حد فاهم؟ ما اقدرش احدد بيهم. طب ليه يا عم؟ قال لك لان ممكن يكون عنده ماكروسيتيك انيميا، ماشي، والام سي اتش may be as high as 39 بيكوجرام، تمام، ولكن الام سي اتش سي would be within normal، يعني الام سي اتش سي دي ممكن تكون في النورمال رينج. طيب يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف. الام سي اتش سي دي هي اللي بتمثل زي ما قلنا من شويه، انا ما قلتش ما ينفعش الام سي اتش سي، ولكن تعال نشرحها، تمام. طيب بيقول لك الام سي اتش سي دي ببساطه شديده، ركز معايا كده وهعمل كده زي ملخص في الاخر خالص للسكشن كله، تمام. طيب نيجي بعد كده الام سي الام مش بكتب ليه مش بكتب ليه مش بكتب ليه تمام، معلش هو عمل لاج شويه معرفش ليه، ما علينا. المهم الام سي اتش سي عباره عن ايه؟ قال لك الام سي اتش سي ده عباره عن، هو احنا خدنا ام سي اتش، حد فاكر ايه هي الام سي اتش؟ ايوه، دي كانت المين كورباسكولار هيموجلوبين اللي كانت بكام؟ ب 30 بيكوجرام. طب ما الام سي اتش دي نفس الاختصار، اللي هو ايه الاختصار ده؟ اللي هو الاختصار عباره عن مين متوسط، صح كده؟ كورباسكولار، تمام، هيموجلوبين، تمام. امال ايه السي دي اللي في الاخر يا اسلام؟ السي اللي في الاخر دي معناها كونسنتريشن. يعني ايه كونسنتريشن؟ كونسنتريشن معناها التركيز، صح كده؟ كلمة كونسنتريشن معناها التركيز. يعني الام سي اتش سي ده هو نفسه المين كورباسكولار هيموجلوبين، ولكن هجيبه بالتركيز. يعني ايه هجيبه بالتركيز؟ اسلام نعم، هو ايه قانون التركيز اصلا؟ ازاي؟ احنا اخدنا اصلا زمان ان القانون بيقول ايه؟ ان التركيز، تمام يا شباب، او الكونسنتريشن التركيز بيساوي ايه على ايه؟ طيب بفرض ان انت ناسي اصلا، تعال اديك مثال طفولي، ماشي. طيب لو انت مثلا معاك ازازه ميه، اتفقنا؟ اتفقنا. ازازه الميه دي المفروض ان فيها ايه؟ فيها ميه، ماشي. تعال نفترض ان فيها لتر ميه، حلو، وفيها 1 لتر. ازازه الميه دي لو حطيت فيها معلقه ملح، تمام، معلقه الملح اللي انت حطيتها دي فيها كام جرام؟ 10 جرام مثلا، تمام. طيب تمام، وبعدين انت عاوز تعرف تركيز الملح، هتقول ايه؟ تركيز الملح عبارة عن 10 جرام على 1 لتر، يبقى بيساوي 10 جرام لكل لتر، مش صح كده؟ ده التركيز. يبقى التركيز بيساوي الكتلة اللي هو بالجرام على الحجم اللي هو اللتر، بغض النظر عن كتلة وحجم وقوانين الفيزياء دي. المهم ببساطة انت فهمت بس مبدأ التركيز، تمام، فهمناه. طيب تمام، تعال ناخد نفس الفكرة. لو بفترض معاك ان معايا هيموجلوبين جوه ار بي سي، زي ما قلنا بدري، زي ما قلنا بالظبط، ولكن في الحاله دي انا مش هقيسها على الواحده. عارف لو قستها على الواحده، يعني على واحده بس، يبقى ده اللي هو المين كورباسكولار هيموجلوبين اللي احنا شرحناه بدري. امال انا هقيسه على فين في الحاله دي يا اسلام؟ ما هو نفس حوار الازازه، انا هقيسه على الهيماتوكريت فاليو. حد فاكر ايه الهيماتوكريت فاليو دي يا شباب؟ الهيماتوكريت فاليو دي اللي هي نسبه الدم اللي هم كانوا كام؟ 45%، انا اسف، تمام، اللي هما كانوا كام؟ 45%، صح كده؟ مش دي اسمها الهيماتوكريت فاليو؟ طب ما نفس الفكره. طب ايه رايك تعال نطبق نفس مثال الملح وازازه الميه، تعالى. طب ما تيجي نعتبر انا وانت ان ال 45% دي اللي هما الهيماتوكريت فاليو هم الواحد لتر اللي هما الحجم، صح كده؟ انا عايز اعرف نسبه الهيموجلوبين جوه ال 45% دول.
طب ما بنتيجي نعتبر انا وانت ان الهيموجلوبين ده عباره عن مين؟ عباره عن الملح، صح كده؟ انت مش قسمت ال 10 جرام ملح على 1 لتر ميه؟ طب ما نفس الفكره، انا هقسم الهيموجلوبين على كام؟ على الهيماتوكريت فاليو، صح كده؟ يبقى ده القانون بس كده. ايه ده، احنا طلعنا القانون بالملح بالظبط كده، صح كده؟ طيب ايه رايك؟ يبقى الام سي اتش سي او المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن، يبقى لما تلاقي كلمه كونسنتريشن او تلاقي سي زياده على القانون، افتكر على طول دايما ان دي كونسنتريشن، على طول مخك يجيبك لمين؟ للملح والميه، تمام؟ طيب تمام. وعشان ما تنساش القانون، زي ما قلت لك اعتبر ان الواحد لتر ميه دول اللي هم الهيماتوكريت فاليو اللي هم نسبه الدم، واعتبر ان الملح اللي دايب فيها اللي هو الهيموجلوبين. طب انت عشان تجيب تركيز الملح عملت ايه؟ 10 جرام ملح في اللتر، يبقى كام هيموجلوبين في الهيماتوكريت فاليو؟ صح كده؟ ببساطه شديده جدا، يبقى الام سي اتش سي بيعمل ايه ده يا شباب؟ بيقول لك ده بيقيس الافريج اماونت اوف هيموجلوبين في كام ملي دم؟ في ال 100 ملي، تمام؟ يعني المفروض ان انت بتاخد العينه دي بتاعت الدم بتكون 100 مللي، تمام؟ يبقى تمام. يبقى الام سي اتش سي ده عباره عن ايه يا شباب؟ ببساطه شديده جدا عباره عن الهيموجلوبين، صح كده؟ على الهيماتوكريت فاليو اللي هو ببساطه شديده زي ما كان 10 جرام ملح اللي هو الهيموجلوبين، يعني على نسبه المحتوى اللي هو اللي هو مين؟ الهيماتوكريت فاليو، تمام؟ طيب تمام. بس خلي بالك الكونسنتريشن ده نسبه، فانا هضرب في 100 مش هضرب في 10 زي اللي فاتوا، ده هضرب في 100 عشان ده نسبه، تمام؟ دي نسبه، تطلع نسبة مئوية. طيب تمام، النسبة دي هتطلع بكام في الآخر؟ قال لك الأفريج بتاعها من 30 ل 36 جرام في المية، تمام؟ طب ليه في المية؟ ما اللي هو اعتبرها 100 لتر، يعني 100 مللي، يعني ال 100 مللي دول اعتبرهم 100، صح كده؟ فأنت كأنك ضربت في 100، احنا مش قلنا هنقيس في ال 100 مللي. طيب تمام. طيب يبقى ببساطة شديدة ايه هو تعريف الام سي اتش سي ده؟ ده عبارة عن الأفريج أماونت أوف هيموجلوبين إن 100 ملي اوف ار بي سيز. طب اسلام اتعودتنا تحفظنا، بس ناخد بالنا، انا هحفظكم التعريف بس مش من الاسم، يعني في القانون الاول والثاني حفظتك التعريف من الاسم، صح كده؟ لا، في الحاله دي انا هحفظك التعريف من القانون، تمام؟ طيب تمام. بص كده، هو خلاص احنا عرفنا ان كلمه مين اللي هي افريج، الزقها لما تلاقي، خلاص لو قال لك عرف الزق كلمه مين اللي هو الافريج، يبقى ده الافريج. افريج مين؟ بص كده، افريج هيموجلوبين في الهيماتوكريت فاليو، بس ترجم هيماتوكريت فاليو اللي هي ايه؟ الهيماتوكريت فاليو دي اللي هي 100 ملي ار بي سيز، ده التعريف، سهله سهله جدا. يبقى انت هتترجم الهيماتوكريت فاليو اللي هي عباره عن كام؟ 100 ملي ار بي سيز. يبقى ايه هو الام سي اتش سي ده؟ عباره عن الافريج اماونت ان 100 ملي ار بي سيز، تمام يا شباب؟ تاني، الافريج مين؟ هيموجلوبين، تمام، في ال 100 ملي ار بي سيز، تمام يا شباب، اللي هو الهيماتوكريت فاليو، يعني ما هي دي عباره عن 100 مللي، تمام، والبلد كان بيشكل 45% منها. طيب تمام. ببساطه لو قال لك وات از، يعني بيمثل ايه في الامتحان؟ قال لك ات ريبريزنت نقط، يعني بيمثل ايه القانون ده؟ ببساطه شديده جدا هتقول له برضه القانون بيمثل العلاقه ما بين الريد سيل فوليوم ودرجه تشبعه بالهيموجلوبين، صح كده؟ ما هو بيمثل العلاقه ما بين الار بي سي فوليوم ودرجه التشبع بالهيموجلوبين. انت بتشوف يعني نفس الفكره، انت لو حابب تشوف ايه فائده التركيز، بيقول لك ايه درجه تشبع الميه بالملح، صح كده؟ يبقى طب ما تاخد نفس الفكره، ايه درجه تشبع ال 100 مللي ار بي سيز بالهيموجلوبين، صح كده؟ ما انا اقول لك خد مثال بسيط وغير بقى المصطلحات، تمام؟ يعني فاكر في السنه في الاعدادي لما كان يجيب لك مثلث الف ب ج ويجيب لك نفس المسألة سين صاد عين، فالناس بتغلط فيها. طب ايه ده؟ هي مش يعني، بس دي الف بها جيم ودي سين صاد عين. طب نفس الفكرة يا شباب، يعني انا لما اقول لك ايه فايدة التركيز بتاع الملح، هتقول لي ان هو بيقيس درجة تشبع المية بال10 جرام ملح او بالملح، مش بال10 جرام ملح، انا مش هحط رقم، تمام؟ طب نفس الفكرة، ايه فايدة الام سي اتش سي اللي هو مين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن؟ ببساطة بيقيس درجة تشبع مين؟ الهيموجلوبين. غلط، مش تشبع الهيموجلوبين، يعني انت فوق بتقول بيقيس درجة تشبع الملح بالمية ولا المية بالملح؟ لا، انت بتشوف درجة تشبع المية بالملح، صح كده؟ المية دي فيها قد ايه ملح؟ طب نفس الفكرة، انت بتشوف درجة تشبع مين في الحالة دي؟ درجة تشبع الريد بلاد سيل فوليوم، صح كده؟ اللي هو الار بي سيز فوليوم، بمين؟ بالهيموجلوبين. فبالله عليك لما ايه، يعني لما اشرح لك بطريقه ايه الف ب ج، ما تعكش لما يكون السؤال بسين صاد عين وانا بقول لك الاثنين اهو، تمام؟ طيب يبقى ما تعكسهمش، تمام؟ يبقى ات ريبريزنت، تمام، اللي هو الريليشن شيب او العلاقه بين الريد سيل فوليوم اند ذا ديجري اوف ساتوريشن، اللي هو التشبع، تشبعه بمين؟ بالهيموجلوبين. ماشي يا شباب، سهله يعني، اظن مفيش اسهل من كده والله.
تمام. بس قالك في الحالة دي خلي بالك it represents the actual hemoglobin content in red cell only not the whole blood. يعني ايه؟ انت بتقول على 100 مللي صح كده؟ طيب ما احنا اتفقنا ان ال 100 مللي دول عبارة عن 45% blood وعبارة عن 55% بلازما. طب السؤال هنا انت بتقيس على اساس اللي هو مين؟ على اساس اللي هو الريد بلاد سيل ولا على اساس اللي هو البلازما ولا على اساس الكل؟ لا، على اساس الدم بس صح كده. انت بتشوف درجة تشبع الهيموجلوبين في الدم بس. يبقى بيقول لك ات ريبريزنت ذا اكتشوال اللي هو الفعلي او الواقعي اكتشوال هيموجلوبين كونتنت، تمام، اللي هو الهيموجلوبين المحتوى بتاع الدم بس البلاد بس، مش الهول بلاد، مش الدم كله، تمام. يعني هو ايوه ال 100 مللي دول اللي هم بيمثلوا 45% يعني، تمام. طيب تمام، فناخد بالنا it represent بيمثل مين يا شباب؟ ال actual hemoglobin content in red cells only only not whole blood. سهلة ولا ايه يا شباب؟ سهلة. طيب ناخد بالنا من حاجة، ايه هي الحاجة دي؟ بيقول لك في كتاب القسم ان ال upper limit of hemoglobin concentration capacity inside the RBCs is 36%. يعني ايه؟ بيقول لك هو المفروض المعدل الطبيعي بكام بتاعنا كام، من كام لكام يا شباب؟ من 30 في من 30 ل 36% صح كده؟ قال لك طب اكتر من 36% المفروض ان لو اكتر من 36% يعتبر حاجه اسمها هايبر كروميك صح كده؟ هايبر كروميك يعني في صبغه زياده. طب هل في صبغه زياده في الحاله دي؟ لا، قال لك مفيش في العادي it can't be hyper chromic. ليه؟ قال لك لأن درجة التشبع القصوى 36% ودرجة التشبع القصوى دي تعتبر في الرينج. يعني لو حد درجة تشبع دمه بالهيموجلوبين 36% ده طبيعي. طب في حد مثلا 37%؟ لا. ليه؟ لأن قال لك the upper limit اللي هو الحد الأقصى من الهيموجلوبين concentration capacity اللي هو قدرة تشبع الهيموجلوبين بمين؟ بقدرة تشبع الدم بالهيموجلوبين اللي هو الهيموجلوبين كونسنتريشن كاباسيتي جوه الار بي سي هو 36%. طب ما هو النورمال رينج اصلا من 30 ل 36، وبالتالي ما فيش اكبر من 36 صح كده، وبالتالي ما فيش هايبر كروميك. حد فاهم حاجه يا شباب؟ طيب يبقى بالتالي يعني درجه التشبع القصوى 36%. ليه؟ لان هو اصلا النورمال رينج بتاعه من 30 ل 36 ماشي، فهو مش هيتشبع باكتر من 36. سهله سهله، تعال نقراهم من الكتاب نشوف في ايه بقى ما قلناهوش، ايه اللي قلناه تمام. وتعال طيب تعال نقرا كده كتاب القسم يا شباب، ادي كتاب القسم قدامي، تعال نقرا. طيب خلاص اظن دول يعني قلناهم باستفاضه شديده جدا ايه هو اهميه الاختبار ده وايه هو الاجهزه او الاباريتس ده، قلناها مفيش حاجه زياده اقولها يعني، تضييع وقت وخلاص اقراوهم تمام. بعد كده ايه هو الام سي في وايه هو الام سي اتش، ودي خلاص قلناهم بالتفصيل، وقلنا ايه هو اهميه القانون وايه القانون وايه هو النورمال رينج وجت منين في 10، قلنا كل الحاجات دي كلها صح كده ماشي. تعالى بقى لدي اللي هي لسه شارحينها دلوقتي اللي هو مين كورباسكولار هيموجلوبين، بس هزود في الاخر كلمه كونسنتريشن. فقلنا خلاص كونسنتريشن يبقى عباره عن مين على مين؟ اللي هو الهيموجلوبين عن هيماتوكريت فاليو تمام. طيب يبقى بيقول لك الافريج اماونت، تعريفه ده التعريف، لو قال لك ايه هو التعريف اكتب له الثلاثه، معلش معلش اكتب له الثلاثه تمام. يبقى لو قال لك ايه هو التعريف او الاهميه او ماشي اكتب له الثلاثه ماشي. طيب تعال نشوف الثلاثه، سهلين جدا سهلين جدا، تعال نشوفهم. واحد عباره عن الافريج اماونت اوف هيموجلوبين، اللي هو مين؟ الهيموجلوبين صح كده، على الهيماتوكريت فاليو يبقى على اوف اتش بي ان 100 مللي اوف ار بي سيز صح كده. طيب بيمثل العلاقه بين مين ومين؟ بين الريد سيل فوليوم ودرجه التشبع بالهيموجلوبين صح كده، زي قلت الميه ودرجه تشبعها بالملح تمام. طيب نيجي بعد كده ات ريبريزنت ذا اكشوال هيموجلوبين ان كونتنت ان اي ريد سيل اونلي اونلي نوت ان ذا هول بلاد، مش في الدم كله تمام. طيب نيجي بعد كده هنا معلومة بيقول لك ان ايه الابر ليميت اللي هو التشبع او الحد الاقصى من التشبع بتاع الهيموجلوبين كاباسيتي جوه الار بي سي هو عبارة عن كام؟ 36% اونلي تمام. طيب ده معناه ان الماكسيمم ماكسيمم 36% ار بي سي كاباسيتي كان بي اوكيوبايد باي هيموجلوبين. طب هل 36% دي طبيعي؟ طبيعي، ما هو ده في النورمال رينج اللي هو من 30 ل 36% صح كده. لكن ما فيش حاجه اسمها 37% لان دي درجه التشبع القصوى صح كده. يعني العربيه مثلا خمسه راكب ينفع تركب 10؟ لا تمام. طيب فبيقول لك هنا ايه تحت اهو، لو الام سي اتش سي ده اللي بقى يحدد لك نورموكروميك هايبوكروميك وهكذا، لو الام سي اتش سي ده within normal range يعني يعني في الرينج العادي فيبقى اسمه نورموكروميك. نورموكروميك يعني ده يعني اللي هو مين نورموكروميك؟ اللي هو اللون طبيعي تمام. طيب والنورمال رينج ده من كام لكام؟ قال لك النورمال رينج ده من 30 ل 36 جرام في المية صح كده. طيب لو الام سي اتش سي اللي هو تشبع بالهيموجلوبين
اقل من الطبيعي اللي هو اقل من 30، صح كده؟ يبقى اقل من 30 جرام في المية، فده يعتبر هايبوكروميك. طيب هل ينفع يبقى اكتر من 36؟ لا، it can't be hyperchromic. ليه؟ عشان الماكسيمم، ممكن يجيب لك ده سؤال علل why why it can't be hyperchromic. الاجابه because the maximum capacity اللي هي السعه القصوى لمين؟ للهيموجلوبين، تمام، is 36% which is the upper limit اللي هو 36%، وده الحد الاقصى للتشبع الطبيعي. حد فاهم حاجه يا شباب؟ طيب تمام، تعالى كده في الاخر يعني هعمل معاك كده زي تجميع حلو خالص. احنا كده اخدنا كام قانون؟ تعال نلم القوانين الثلاثه دول مع بعض، تمام. القانون الاول كان مين؟ ام سي اتش. القانون الثاني ام سي في. القانون الثالث ام سي اتش برضه، بس هزود مين في الاخر؟ سي اللي هو الكونسنتريشن، صح كده؟ تمام، تعالى بقى نشوف ايه التجميعه دي. هنجمع القوانين، تمام. الام سي اتش والام سي في كم حرف؟ ثلاثة، صح كده؟ ثلاثة. طب الام سي اتش سي أربعة، خلاص دي مش تبعنا. القوانين اللي من ثلاث حروف نفس المقام، اللي هو ايه المقام؟ اللي هو عبارة، أو تعالى كده نكتبها في البينتر بدل هنا، عشان مش باخد راحتي هنا بصراحة. أيوه، هات البرنامج ده بتاعنا، بسم الله، بس زي الفل كده، تمام. تاني احنا عندنا مين؟ ام سي اتش، صح كده؟ وام سي في، وعندنا ام سي اتش سي، صح كده؟ دول ثلاث قوانين. طيب تمام، مين القوانين اللي شبه بعض؟ ام سي اتش وام سي في، مش اصلا شبه بعض لا شبه بعض يعني ثلاث حروف، تمام. طيب بص كده، القوانين دول ايه قوانينهم ببساطه شديده جدا، تمام. هما الاثنين هتحط في المقام number of ايه؟ number of RBCs، تمام، number of RBCs. ده ايه؟ حته بصمجه على السريع كده، مش بصمجه يعني، احنا اخدنا اكتر من ساعه بنشرح في حاجات المفروض بديهيه وسهله. يعني المقام في الاثنين number of RBCs، صح كده؟ طيب هل هنا المقام number of، لا، لان الام سي اتش سي ده مش تبعنا، ماشي، مش تبعنا، مش تبع السكيما بتاعتنا. طيب تمام، وبعدين بص كده ببساطه شديده جدا، انا عندي احتمالين، خلينا دول في القانونين دول، تمام. دي تفرق ايه عندي؟ دي اخرها في ودي اخرها اتش، صح كده؟ حط في الاثنين اتش في البسط، تمام. اللي فيها في حط في، واللي فيها اتش هيموجلوبين يبقى اتش بي، صح كده؟ يعني الاتش دي اللي هي الهيموجلوبين يبقى البسط اتش بي. طب والفي دي اللي هي الهيماتوكريت فاليو يبقى اتش في، صح كده؟ ايه رايك في السكيما دي؟ تمام، يبقى هنا في معاها مين؟ الفي. طب وهنا الاتش اللي هو الهيموجلوبين يبقى اتش بي، تمام. يبقى هنا الاختلاف في مين؟ في الحرف ده بس، تمام، ده بس المختلف. هنا اتش بي، هنا اتش في. بعد كده نمبر اوف ار بي سيز، طبعا دي الار بي سيز مش الهيموجلوبين، تمام، دي الار بي سيز، تمام، ودي الار بي سيز. يبقى انت كده حفظت القانونين ببصمجه، صح كده؟ اللي هو تشوف الامتحان، افرض عايز مثلا مساله فانت نسيت القانون، شوف القانون ده هل مكون من ثلاث حروف ولا من اربع حروف. من ثلاث حروف، يبقى ارزع المقام نمبر اوف ار بي سيز، نمبر اوف ار بي سيز. بص على اخر حرف، هل في ولا اتش؟ لو اتش يبقى البسط هيموجلوبين، لو في يبقى البسط اتش في هيماتوكريت فاليو، صح كده؟ طيب تمام، نيجي للقانون الثالث ده لسه قايله، افتكرها بازازه الميه بالملح يا عم، تمام، اللي هو الميه بتمثل مين؟ الميه بتمثل، الميه ببساطه شديده بتمثل الهيموجلوبين، صح كده؟ ماشي، اللي بتمثل الهيماتوكريت فاليو، معلش انا اسف، الميه بتمثل مين؟ الهيماتوكريت فاليو. طيب والدم والملح بيمثل مين؟ الهيموجلوبين. طب التركيز بيساوي مين؟ الملح على الميه، يبقى اللي هو الملح اللي هو الهيموجلوبين على مين؟ على الهيماتوكريت فاليو، صح كده؟ بس ناخد بالنا في مين؟ في 100، صح كده؟ طب مش دول اخوات؟ يبقى نضرب في 10، ما تنساش في 10 دي، صح كده؟ وعرفنا جت منين 10؟ تمام، يبقى هنا نضرب في 10 وهنا نضرب في مين؟ في 10، تمام؟ طيب يبقى الام سي اتش سي دي اللي هو مين؟ تفتكرها ببساطه شديده بالملح، بصمجها اي حاجه. طيب حته كده رياضيه شويه، حته رياضيه شويه، انا لو قسمت القانون الاول على الثاني اللي هو ام سي اتش على ام سي في، صح كده؟ هو الام سي اتش بيساوي مين؟ اللي هو الهيموجلوبين على نمبر اوف ار بي سيز، صح كده؟ على، طب ما تيجي نعمل كده ايه؟ كان في حركة زمان بيقولها لنا مدرسين الرياضة، بيقول لك ممكن تقلب اللي على في وتعكس البسط مقام والمقام بسط، صح كده؟ تمام، يبقى number of RBCs على مين؟ على الهيماتوكريت فاليو، صح كده؟ مش ده اللي هو قانون مين؟ ال MCH، وده ال MCV. طيب ما بص ده، طب ما دي مش تصير مع دي؟ بيساوي مين؟ بيساوي الهيموجلوبين على الهيماتوكريت فاليو. ايه ده القانون بتاع مين؟ ام سي اتش سي، صح كده؟ الله ينور عليك. يبقى ممكن الام سي اتش سي ده اكتب له يساوي
هيموجلوبين على هيماتوكريت فاليو ينفع صح كده؟ يبقى الام سي اتش في ده ممكن يساوي برضو مين؟ هيموجلوبين على هيماتوكريت فاليو، تمام. طب ايه ده؟ او بتساوي، طب ما هي نفس القانون بتاعنا صح كده؟ طب ايه ده؟ ايه الاستنتاج العبيط ده؟ لا مش استنتاج عبيط حاجه، ممكن اقول لك ان الهيموجلوبين على هيماتوكريت فاليو بتساوي ام سي اتش على ام سي في. يبقى ببساطه لو عندك مساله طلب الام سي اتش وبعدين طلب الام سي في، تمام، ممكن تقسمهم على بعض ويجيب لك مين؟ الام سي اتش سي. حد فاهم حاجه يا شباب؟ يبقى الهيموجلوبين على هيماتوكريت فاليو هي نفسها الام سي اتش سي، ام سي اتش على ام سي في صح كده؟ جبناها منين؟ قسمناهم على بعض وطيرنا الار بي سي مع الار بي سي، طلع هيموجلوبين على هيماتوكريت فاليو صح كده؟ بس كده كده اظن خلصنا الدرس الاول الحمد لله. تمام، طيب تعالى بس ناخد دقيقتين مش هنطول، يعني شويه حبشتكنات كده ماشي، السؤالين كده مثلا على شويه تريكات على شويه حاجات كده زياده، مش هتضيع، مش هتضيع وقت يعني. تمام، طيب تعالى كده نفرض مثلا، تعالى كده هقول مثلا سؤال اختياري، تمام، سؤال اختياري زي اللي بيجي في الامتحانات بالظبط، تمام، او سؤال اكمل يعني مش بيجي في الامتحان فيسيو اكمل، تمام. بيقول لك ايه السؤال؟ اتس افريج او اتس ذا افريج، تمام، الافريج ماشي هيموجلوبين كونسنتريشن، تمام، اتس افريج هيموجلوبين كونسنتريشن، تمام، بير او لكل، تمام، 100 ملي اوف باكد ار بي سيز، تمام يا شباب، ان اند ميجرد. هو كمان سهلها عليك، قال لك ميجرد يعني بيتم قياس الحاجه دي ان 100% في المية. ببساطة شديدة سيبك من حتى الأخيرة دلوقتي، هو بيقول لك عبارة عن افريج هيموجلوبين بالنسبة لحاجة. طب قبل ما تكمل، الهيموجلوبين ده كان داخل معانا في كام قانون؟ في قانونين صح كده، القانون الأول بتاع الام سي اتش، القانون الثاني ام سي اتش سي صح كده. طب ايه الفرق؟ ده كان عبارة عن هيموجلوبين على مين؟ انا قلت لك خلاص السكيما على نمبر اوف ار بي سيز صح كده. طيب لكن ده كان عبارة عن الهيموجلوبين اللي هو الام سي اتش، كان عبارة عن الهيموجلوبين على الهيماتوكريت فاليو صح كده. طب انت تعرف ازاي الفرق؟ كمل السؤال. هو بيقول لك افريج هيموجلوبين، طب بالنسبة لمين؟ 100 ملي اوف باكد ار بي سيز. قال لك ايه؟ 100 ملي اوف باكد ار بي سيز ميجرد ان 100% وبتقاس في المية. طب مين بيضرب في المية؟ الام سي اتش سي ولا الام سي اتش؟ ام سي اتش سي دي في 100 صح كده، لكن الام سي اتش في 10 صح كده. عارف لو قال لك اوف سنجل ار بي سي، سنجل مش باكد، عارف هو انت عارف يعني ايه باكد ار بي سي؟ انا قلتها في اول الفيديو. ده الهيماتوكريت فاليو صح كده، الهيماتوكريت فاليو اصلا ما انا قلتها في اول الفيديو ان الهيماتوكريت فاليو دي عباره عن الباكد ار بي سي. يعني انت ممكن تحلها بطريقتين، ان كلمه باكد ار بي سي دي اللي هي الهيماتوكريت فاليو ويبقى الاجابه ام سي اتش سي صح كده، او الطريقه الثانيه ان في المية، طالما في المية يبقى هو غششها لك، قال لك ان ده الام سي اتش سي مش الام سي اتش. سهله يا شباب؟ طيب تمام سهله، ناخد سؤال تاني. تعالى في حاجه تانية عايزين نعرفها، احنا عندنا كام قانون زي ما قلنا؟ عندنا 3 صح كده، القانون الاول ام سي اتش سي، ام سي اتش، القانون الثاني ام سي في، القانون الثالث ام سي اتش سي صح كده. طيب المفروض ان احنا عندنا اي مرض في الدم او يعني امراض الانيميا عموما بتنقسم لشقين، تمام، الشق الاول عن الحجم، الشق الثاني عن اللون. يعني ايه المفروض اللون ده؟ اللي هو معناه كروما صح كده، في كلمة لون معناها كروما. فاللون يا هايبو كروميك يا هايبر كروميك، بس مفيش هايبر كروميك، وهقول لك ليه، يا نورمو كروميك، تمام. طيب تمام، يعني اللون يا هايبو كروميك يا هايبر كروميك يا نورمو كروميك. حلو خالص، حلو. طيب اللون ده مين بيحدد اللون؟ القانون الثالث اللي هو الام سي اتش سي، تمام. يبقى لو الام سي هو كان هو يبقى لازم كده تحفظ الرينج الطبيعي بتاعها صح كده، بتاع كل واحده. هو الرينج الطبيعي بتاع ام سي اتش سي من كام لكام؟ من 30 ل 36 جرام في المية صح كده، ده الرينج الطبيعي بتاع مين؟ الام سي اتش سي. يعني ده معناه لو اقل من 30 يعني مثلا كان 28 يبقى ده اسمه هايبوكروميك انيميا صح كده، تمام. طيب لو كان مثلا 35 يبقى ده نورموكروميك عشان ده في الرينج. طب في ست... طب في 37؟ لا مفيش، زي ما قلنا عشان الماكسيمم يعني ايه ليه التعليل؟ عشان it can't be hyper chromic because the maximum capacity of hemoglobin is 36% which is the upper limit of normal range، تمام. طيب خلصنا كده، خلصنا نيجي للحجم.
الحجم ده مين بيتحكم في الحجم؟ قال لك اللي بيتحكم في الحجم المين، المفروض هما الاثنين دول بيتحكموا في الحجم، اللي هو المين كورباسكولار فوليوم والمين كورباسكولار هيموجلوبين. ولكن المفروض ولكن ماشي، المين كورباسكولار فوليوم هو المتحكم الرئيسي في الحجم، تمام؟ بمعنى انت عندك حجم كرة الدم الحمراء يا ماكروسيتك يا مايكروسيتك يا نورموسيتك، صح كده؟ يعني ايه ماكروسيتك؟ يعني حجمها كبير. طب هو يعني ايه الام سي في او المين كورباسكولار فوليوم؟ الرينج بتاعه الطبيعي من كام لكام؟ من 74 ل 95. مايكرو ولا بيكو؟ مايكرو، ما تلخبطش في الوحدات، تمام؟ طيب جرام طبعا، لكن الام سي اتش كان كان اللي هو ال 30، حد فاكرها؟ قلنا طب كام الرينج الطبيعي؟ من 27 ل 32، صح كده؟ من 27 ل 32 بيكو جرام. طيب تمام، لو الام سي في اللي هو المين كروباسكولار فوليوم طلع مثلا يعني ب 100، يبقى ده اسمه ماكروسيتيك انيميا. طب والام سي اتش سي طلعت ب 35، يبقى اسمه ماكروسيتيك نورموكروميك. حد فاهم؟ طيب تعالى ناخد مثال تاني، لو الام سي في طلعت ب 70، يبقى اسمها مايكروسيتيك انيميا، عشان احنا قلنا الحجم بيتحكم في مين دول، صح كده؟ لكن اللون بيتحكم في القانون الثالث، صح كده؟ طيب يبقى اسمه، طب هو كام الام سي في طلع ب 70، يبقى ده كام اقل من مين؟ من 74، يبقى اسمه مايكروسيتيك. والام سي اتش سي طلع ب 30، يبقى اسمه مايكروسيتيك نورموكروميك. طب لو الام سي في طلع ب 50 والام سي اتش سي طلع ب 25، يبقى اسمه مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. يعني فهمتوها؟ طيب تمام، تعال ناخد مثال تاني، تعال اصعب شويه. طيب ده سؤال جه في امتحان، تمام؟ بس مش سوهاج، يعني انا في امتحان عندي، مش فاكر، مش عارف تعميمه بصراحه، بس كاتبه فرقه خارجيه. بيقول لك ايه؟ لو ماشي if the value، لو القيمه، ده سؤال امتحانات والله العظيم، تمام؟ if the value، القيمه of MHC، طب ام اتش سي يبقى ده بتاع مين، اللون ولا الحجم؟ اللون، الحجم يبقى ام سي اتش سي، تمام؟ طيب لو الام اتش، وافتكرهم برضو ان الام اتش سي والام اتش في اخوات، فهم الاثنين بيتحكموا في اللون. ام اتش سي از ماشي اكبر من 32. الله، اكبر من 32؟ طب هو النسبه الطبيعيه من كام؟ 32 ل 27، صح كده؟ بيكو ولا مايكرو؟ بيكو جرام، صح كده؟ تمام. طيب اخر 32، تمام؟ فذس انديكيت بريزنس اوف، يعني ده بيدل على وجود ايه؟ واحد هايبوكروميك انيميا، اثنين نورموكروميك انيميا، ثلاثة هايبر كروميك انيميا. يبقى الاجابه هايبر كروميك، لان اكبر من 32 يبقى ده اكبر من الرينج. وانا قلت لك ان الام اتش سي والام اتش والام سي في، الام سي دول هما الاثنين، واحد واثنين دول بيتحكموا في اللون، اللهم اني بلغت. اما الام سي اتش سي ده بيتحكم في مين؟ في ال ال معلش انا اسف، معلش. هو ايوه تمام، بيتحكموا في اللون، دول بيتحكموا في اللون، وده بيتحكم وده برضو بيتحكم في اللون، تمام؟ طيب هو المفروض، هو يعني المفروض، بس انا ككتاب القسم انا حاسه عاكك في الحتة دي، تمام؟ المفروض يعني ان الام سي اتش، عشان فهمكم، طيب هو اتبنت على اي اساس، تمام؟ انا هقول لكم يعني كل التفصيل عشان يعني ما اكونش قلت خبيت حاجه وما خبيتش حاجه، تمام؟ المفروض كده بيني ما بينكم ان مش بيني ما بينكم، دي حاجه سهله، ان الهيموجلوبين هو اللي بيتحكم في اللون، صح كده؟ الهيموجلوبين هو اللي بيتحكم في اللون. طيب ومين القوانين اللي فيها الهيموجلوبين؟ الام سي اتش، مش ده اللي هو مين كورباسكولار هيموجلوبين؟ طيب هل ده فيه هيموجلوبين؟ لا. طب وده ام سي اتش سي، مش ده القانون اللي فيه هيموجلوبين؟ صح كده؟ تمام. يبقى المفروض ان قانون الام سي اتش والام سي اتش سي دول هما بتوع اللون، لكن الام سي في ده بتاع الحجم، صح كده؟ يعني دول اللي بيتحكموا في نورموكروميك او هايبوكروميك او نورموكروميك او هايبر كروميك، لكن الام سي في اللي بيتحكم في مين؟ المفروض الام سي في بيتحكم في الحجم. طيب يبقى الام سي في ده يتحكم في الحجم، لكن دول بيتحكموا في اللون، ليه؟ عشان هما الاثنين فيهم اتش ففيهم هيموجلوبين، صح كده؟ ولكن كتاب القسم كاتب جمله غريبه، كاتب ايه؟ كاتب ان ماكروسيتيك انيميا ذا ام سي اتش مي بي هاي بات ام سي اتش سي وود بي وذ النورمال. يعني ايه؟ في الماكروسيتيك انيميا، يعني ايه الماكروسيتيك انيميا؟ ماكروسيتيك يعني الحجم كبير. طب حجم، يبقى احنا بنتكلم على مين؟ على الفوليوم. طب ايه علاقه الام سي اتش سي، ايه علاقه الام سي اتش يعني
بالماكروسيتيك انيميا، ما اعرفش تمام. ولكن قال لك ان ماكروسيتيك انيميا الام سي في دي بتكون عاليه تمام. يعني ده معناه ايه؟ ده معناه ان الام سي في الام سي اتش بتكون عاليه تمام، ولكن الام سي اتش سي بتكون نورمال. فما اعرفش، هنا حاجه غريبه بصراحه تمام. ولكن زي ما قلت لك اي حاجه فيها هيموجلوبين سواء ام سي اتش او ام سي اتش سي هما اللي بيتحكموا في مين، في اللون، لكن الفوليوم بتاع الحجم تمام. الخلاصه عشان حاسس الناس بدات تتلخبط وتزهق من الدرس ده، خلاص الخلاصه ان كتاب القسم معاك جدا في الحته دي تمام. والمشكله انه جايب عليها اسئله بعدين، فانا ما اعرفش ايه. طيب يعني اتمنى ما يجيبش حاجه اكتر من ان هو يسال في القانون مثلا او التعريف يعني ان شاء الله. ولكن برضه عشان يعني نقطع شك باليقين كده زي ما بيقولوا، ممكن كده توقف الفيديو وتاخد سكرين شوت كده للبورد دي تمام. طيب بص كده، ماكروسيتيك نورموكروميك تمام. بص كده بيقول لك ان المفروض هنا ماكروسيتيك يا شباب مين اللي زايد؟ الفوليوم صح كده. طب نورموكروميك مين الطبيعي؟ الهيموجلوبين. فبص الراجل بيقول لك ايه، ان الام سي في اللي هو الفوليوم انكريزد. يبقى احنا زي ما اتفقنا صح كده. اما الام سي اتش سي اللي هو مين؟ الام سي اتش سي ده بتاع الهيموجلوبين صح كده، نورمال، عشان كده هو نورموكروميك. لكن ام سي في يبقى احنا خلاص اللي اتفقنا عليه ده صح. انا بس حب يعني اللخبطه اللي حصلت مش خبطه ولا حاجه ان شاء الله، لكن بس اللبس اللي حصل بسبب كتاب القسم مش بسببي يعني تمام. لكن انا قلت لكم المبدا اللي انا بمشي عليه اصلا وهو الصح، مش أنا يعني مش مؤلفه طبعا. الهيموجلوبين مسؤول عن اللون، اما الام سي في مسؤول عن الفوليوم. ما هي اسمها فوليوم يا ابن الحلال تمام. طيب نيجي بعد كده، بص كده بيقول لك ايه، هنا الام سي اتش سي 34 ده الطبيعي صح كده، هي كانت من 30 ل 36 صح. طب ما دي نورمال عشان كده هي اسمه نورموكروميك. لكن الام سي في تمام اكتر من 100. طيب يبقى عشان كده ده ماكروسيتيك. بص كده اللي بعده، مايكروسيتيك هايبوكروميك. طب مايكروسيتيك يعني مين القليل؟ اللي هو الفوليوم حجم الخليه صح كده. الفوليوم قليل يعني الام سي في قليله تمام. طب وهايبوكروميك يعني مين قليل؟ الهيموجلوبين صح كده. طب الهيموجلوبين قليل يعني الام سي اتش سي قليل. طب تعال نشوف هل الكلام ده صح كده على اساس الكلام اللي قلته ولا لا. لو ام سي اتش سي ولو ام سي في يبقى كلامنا صح. اللي بعدها تعال نشوف كده، نورموسيتيك يعني السيتيك ده اللي هو الحجم صح كده، يبقى الفوليوم نورمال تمام. يبقى النورمال مين؟ الام سي في صح كده. ونورموكروميك يبقى اللون اللي هو مين؟ ام سي اتش سي صح كده. يبقى هو نورموسيتيك نورموكروميك يعني الاثنين نورمال. تعال نشوف كده صح ولا غلط كلامنا. نورمال ام سي اتش سي اها، الام سي اتش سي 34 وده نورمال، ونورمال ام سي في من 8 من 8 ل 99 ماشي نورمال برضو تمام. يبقى احنا كلامنا صح الحمد لله، ان الهيموجلوبين ده عباره عن بيمثل اللون، لكن الفوليوم بيمثل مين؟ الحجم. يبقى لو جه سؤال في الامتحان قال لك ايه نوع الانيميا دي، نورموسيتيك هايبوكروميك هايبوكروميك نورموسيتيك، احسب الارقام بقى بالقوانين اللي انت حفظتها وشوف. الام سي اتش سي ناقصه يبقى هايبوكروميك، متوسطه يبقى نورموكروميك، بعد كده بص على الام سي في زايده ماكروسيتيك، عاديه نورموسيتيك، قليله مايكروسيتيك صح كده. وبعدين قول ركب الاثنين على بعض، يبقى مايكروسيتيك نورموكروميك او مايكروسيتيك هايبوكروميك، نورموسيتيك نورموكروميك او نورموسيتيك هايبوكروميك، ماكروسيتيك هايبوكروميك او ماكروسيتيك هايبركروميك تمام يا شباب تمام كده. اظن ايه قطعنا الشك باليقين خلاص بالبورد دي، ده تحليل اصلا يعني ما اظنش فيه غلط مني ولا من حد يعني كده. الحمد لله السكشن الثاني، السكشن الاول بالنسبه شرحنا خلص بسلام، اللي هو بيمثل السكشن الثاني في الكتاب. اتمنى تكونوا استفدتوا منه. خدوا نفسكم، اشربوا حاجه، في الفيديو كده تعالوا في وقت تاني عشان ما تهنجوش. وندخل على السكشن اللي بعده ان شاء الله تمام. انا بدأ حبيت ابدا بده بس عشان يكون ارخم واحد، اللي جايين ما اظن يعني هم طوال شويه ولكن برضه مش ارخم يعني مش في رخامه ده يعني تمام. طيب نبدا السكشن اللي بعده. طيب السلام عليكم شباب. ندخل في السكشن الثاني. السكشن الثاني ان شاء الله اسهل حلو يعني تمام. يعني انا ماشي بريتم معين زي ما قلت لكم، امشوا بس معايا على الريتم ده يعني محدش يقلق تمام، ان شاء الله كله خير يعني ماشي. طيب انت بس ليك انك بعد ما تخلص الفيديو كله، بعد ما تخلص الفيديو تكون خلصت مين المنهج بتاع الفسيولوجي عملي تمام. فانت مالكش دعوه بقى اشرح الثالث قبل الرابع الخامس، مش هسألك بالترتيب في الامتحان يعني تمام. طيب تعالى ندخل بقى على السكشن، انا هشرح السكشن اللي هو الثاني في الفيديو او اللي هو بترتيب رقم 3 في كتاب القسم تمام. طيب اسمه ايه السكشن ده؟ اسمه اريثروسايت سيدمنتيشن ريت. تاني اريثروسايت، اريثروسايت هو الاسم القديم للار بي سيز. سيدمنتيشن معناها ترسيب، ريت يعني معدل، اللي هو بالعربي معدل ترسيب كريات الدم الحمراء
تمام، او يعني وقت ترسيب كرات ماشي، زي ما تحب تقولها حب يعني، او زي ما تقولها قولها يعني. تمام طيب تمام، هو ايه اسلام الاختبار ده؟ والله الاختبار ده ببساطة شديدة جدا، ببساطة شديدة عبارة عن ان انت بتجيب بلد يعني ماشي، بتجيب عينة دم تمام، وبعدين عينة الدم دي بتروح تحطها في جهاز، او بتحطها الاول في انبوبة بالشكل ده تمام، بتحط عينة الدم في انبوبة بالشكل ده. المفروض في الاول عينة الدم مالها بتكون عبارة عن خليط ما بين مين ومين؟ ما بين البلازما وما بين البلد، صح كده؟ عينة الدم في الأول اللي هي البلد سامبل بتكون عبارة عن خليط ما بين حاجتين احنا عرفناهم من الفيديو اللي فات، صح كده؟ ما بين مين ومين؟ ما بين البلازما تمام؟ ما بين البلازما وما بين البلد. حد فاهم حاجة شباب؟ طيب تمام. فالمفروض ان عينة الدم دي اللي هي عبارة عن بلازما وبلد، انا عاوز افصل عينة البلد عن البلازما، يعني هما الاثنين عبارة عن خليط. قال لك تمام، انت لو جبت انت لو جبت يعني مثلا لو جبت كده، تعال ناخدها بمثال بسيط كده، الف ب ج زي ما بقول، ونطبق هنا بسين صاد عين ماشي. طيب لو جبت ايه مثلا، محلول ملح بسكر ماشي، معلش انا اسف، ميه بسكر، ميه تمام، وحطيت فيها ذرات سكر او ملح زي ما تحب يعني تمام، بس نعتبره سكر عشان هو السكر اللي بيترسب يعني، لكن الملح بيكون دايب في الميه. طيب الميه بسكر ده لو انت سبت اللي هو الازازه دي بتاعت الميه بسكر، سبتها مثلا نص ساعه 30 دقيقه يعني تمام، طيب هتشوف ايه؟ هتشوف ان بعد نص ساعه ان ادي الميه بسكر، السكر بدأ يترسب من تحت وزق الميه لفوق، صح كده؟ اه. فانت ايه اللي حصل؟ السكر اترسب لتحت والميه اتزقت لفوق، صح كده؟ يعني السكر كده نزل تحت خالص والميه مالها طلعت لفوق، مش يعني اترسبت فوق ايه يعني تمام. قال لك طب نفس الفكرة في البلازما والبلد، ازاي؟ المفروض ان البلازما والبلد هما الاثنين كثافتهم مختلفة، طب مين كثافته اعلى؟ البلد كثافته اعلى. فقال لك طيب ده معناه لو سبنا ان المحلول ده لو سبناه مثلا ساعة او نص ساعة، هنلاقي البلد اتفصل عن البلازما؟ قال لك ده المفروض. قال لك طب يلا بينا، يلا بينا. رحنا سبناه، حطيناه كده في جهاز كده بيثبت الانبوبه دي، هنقول اسمه شويه كده، حطينا العينه دي اللي هي عباره عن مين ومين؟ بلازما مع بلد، صح كده؟ حطيناها في الجهاز ده اللي هو مش جهاز يعني، زي حاجه ايه، زي مثبت كده، هناخد شويه كده وشفنا هل اتفصل البلازما عن البلد ولا لا. طيب جس وات، عارف لقينا ايه؟ لقينا ان البلازما مع البلد بقت عباره عن كلكوعه. ايه ده؟ ايه كلكوعه دي يا اسلام؟ ايه الكلمه الغريبه دي؟ بقت عبارة عن كتلة متجلطة. ايه كتلة متجلطة؟ اه، لان انت واخد عينة دم من انسان، عينة الدم دي اكيد اكيد فيها عوامل تجلط، اكيد فيها الفاكتورز بتاعت عوامل التجلط، صح كده؟ فلقينا بعد شوية ان الدم ده عبارة عن كتلة متجلطة. طيب ايه المشكلة؟ مشكلة ايه؟ انت عاوز تفصل لي بلازم عن البلد، تقول لي بقيت حتة كتلة متجلطة، طب ايه الحل؟ قال لك خلاص الحل عشان نتجنب التجلط، نتجنب الكواجيوليشن ده، قال لك حط مادة مضادة للتجلط، صح كده؟ هنحط مين مادة مضادة للتجلط؟ محدش يقول هيبارين، الهيبارين ده دواء برشام، انا بس عايز احط مادة كيميائية مضادة للتجلط، تمام؟ قال لك تمام، قال لك في عالمين، احنا انتوا فاهمين بنعمل ايه يا شباب؟ احنا المفروض كنا عاوزين نفصل البلازما عن البلد، تمام؟ بس لما سبناهم بعد ساعة لقينا البلازما مع البلد بيبقوا حتة جلطة، حتة ناشفة، حتة حاجة ناشفة زي الدم كده لما ينشف، تمام؟ فلقينا ان بعد فترة قال لك خلاص احنا بس هنحط اي حاجة مضادة للتجلط، تمام؟ هي الحاجة اللي مضادة للتجلط دي، قال لك والله في عالمين جم، العالمين دول كل واحد حاطط لك مادة مختلفة، لازم نحفظ اسماء العلماء، للاسف رخمين شوية ولكن لازم نحفظهم. اسمهم ايه العلماء دول؟ الاول اسمه وينتروب ماشي، او اسمه وينتر اوب زي ما تنطقها، المهم تكتبها صح، وينتروب تمام، شتا وينتر تمام، بعد كده اوب ماشي. طيب اسمه وينتروب ماشي، وينتروب ميثود، اسم العالم وينتروب تمام يا شباب. طيب تمام، اسم العالم الثاني ايه؟ اسم العالم الثاني حلو جدا، اسمه ايه العالم الثاني؟ اسمه ويستر تمام، اسمه ويستر جرين ماشي، ويستر جرين، اسم العالم ويستر جرين تمام، جرين يعني اللي هو مش اخضر، هو اسمه جرين بس انا يعني بعلمها بالاخضر، هو قال لك ليه علمتها بالاخضر؟ عشان هتفيدنا كاسكيما دلوقتي تمام. طيب المهم بس احفظ معايا اسماء العلماء دلوقتي ماشي. طيب اسمهم ايه العلماء؟ الاول اسمه وينتر توب او وينتروب تمام، خليه وينتروب ماشي.
طيب التاني اسمه مين يا شباب؟ اسمه ويستر جرين، تمام، او ويستر جرين، احفظها براحتك ماشي، المهم تكتبها صح، ويستر جرين. يبقى الاول اسمه وينتر توب او وينتروب، التاني اسمه ويستر جرين، تمام. مالهم وينتر توب ويستر جرين دول؟ قالوا خلاص احنا هنتخلص من مشكله التجلط اللي حصلت. نتخلص منها ازاي؟ قال لك هنتخلص منها عن ان انا هحط ماده تمنع التجلط. طب ايه الفرق؟ الفرق ان وينتر توب او وينتروب استخدم ماده معينه، اما ويستر جرين استخدم ماده مختلفه. ازاي؟ وينتر توب ده قال لك انا هستخدم ماده اسمها الاوكزاليت، تمام يا شباب، اكيد سمعنا عن الاوكزاليت او الاوكزالات زي ما احنا بنقولها، او زي ما يعني الناس بتقولها يعني، تمام. طيب فاسمها ايه الماده دي يا شباب؟ اسمها اوكزالات او اوكزاليت. طب مالها الماده دي؟ عباره عن ماده تمنع التجلط عشان نعرف نفصل البلازما عن البلد، تمام، ونعمل ترسيب للاريثروسايت، عشان اسم الدرس اريثروسايت سيجمنتيشن ريت. فاسمها ايه الماده دي؟ اسمها اوكزاليت، تمام. مالها الماده دي؟ انتي كواجولانت، تمام، اللي هي ماده مضاده للتجلط، انتي كواجولانت، تمام. طيب تمام، الماده الثانيه اسمها ايه بقى؟ الماده الثانيه بتاعت ويستر جرين، احنا عارفين يا شباب معلومه من زمان كده ان الليمون، عارفين الليمون يا شباب؟ الليمون طبعا كلنا عارفينه، حد عارف ايه المادة المميزة للليمون؟ السترات، صح كده؟ يعني هو دي حاجة مشهورة جدا، يقول لك أملاح الليمون اللي هي السترات، صح كده يا شباب؟ يعني السترات أو الستريت دي عبارة عن مادة مميزة للليمون. طب مش الليمون لونه أخضر كده؟ فوستر جرين أو جرين الأخضر يعني استخدم المادة اللي هي مميزة بتاعت الليمون، طبعا مش مكتوب ليمون بس أنا يعني إيه كنوع من التفكير يعني عشان ما تتلخبطش في الامتحان، تمام؟ استخدم مين بقى؟ استخدم الستريت أو السترات كمادة مضادة للتجلط أو أنتي كواجيولانت سبستانس، تمام؟ يبقى وستر جرين، جرين اللي هو اللون الاخضر، استخدم السترات، تمام. تفتكر انت عارف السترات ده؟ حتى اصلا يا شباب قلت مش عارف، في ناس مش عارف تقريبا قلتها قبل كده، قلت ان كلمه ليمون اصلا بالفرنساوي اسمها سيترون، تمام، او سيترون، تمام، لا سيترون، تمام، مش عارف، مش فاكر، مذكر تقريبا، لي سيترون معناه الليمون، تمام، السترون اسمه الليمون، تمام، اصلي اصلها باللاتيني سترات معناها اللون اللي هو الماده الليمونيه دي يعني، تمام، اصل بيكون السترات ده ملح موجود في الليمون يعني، تمام. طيب تمام، فكنت بقول ايه، الوينتر ووب ده استخدم مين؟ اوكزاليت. اما الويستر جرين استخدم مين؟ سترات. مالهم هما الاثنين دول؟ هما الاثنين انتي كواجيولنت، تمام، هما الاثنين مضادات للتجلط. طب ليه مضادات التجلط؟ عشان مثلا انا عايز اعمل فصل، صح كده؟ طيب تمام، بس ناخد بالنا من حاجه، هي قال لك ان السترات ده عشان يستخدم هنستخدم كميه كبيره جدا. ازاي يعني؟ مثلا لو انت جايب 2 جرام بلد، او يعني ساحب عينه دم 2 جرام وحطيتها في الانبوبه، عارف عاوز تحط قديها، عارف عايز يعني، عارف انت عاوز تحط او تضيف قد ايه سترات على العينه دي عشان تمنع تجلط؟ قال لك تضيف نص جرام، يعني تقريبا بتضيف ربع العينه سترات. طب هل دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ قال لك هو حاجه مش حلوه قوي. فالاوكزاليت انتي كواجولانت ده بيتميز عن السترات ان السترات ده بيعمل تخفيف زياده دايليوشن، تمام، فيقول لك ان الاوكزالات از يوزد از انتي كواجولانت، يعني الاوكزالات ده بتاع مين؟ بتاع وينتروب، بيستخدم كمضاد للتجلط، تمام. طب اشمعنى؟ اسمع كده، ده ممكن يجي لك سؤال واي، بس كده يقول لك اوكزالات از انتي كواجولانت واي ويسكت. طب اشمعنى؟ قال لك ببساطه شديده لان ان السترات ده بيعمل ماتش دايلوشن، يعني بيخفف يعني بيعمل تخفيف شديد، اللي هو انت عاوز تملى ربع العينه عباره عن محلول سترات. طب ما انت كده هيكون عباره عن عينه دم ولا عينه سترات؟ حد فاهم الكلام يا شباب؟ فالمهم، فالفكره بتاعت الاوكزالات ده ان انت بتستخدمه احسن عشان انت مش مضطر تضيف كميه كبيره. يبقى ده في حد ذاته سؤال، ليه الاوكزالات احسن من السترات؟ هو ما قالش احسن، قال لك ليه بنستخدم احيانا الاوكزالات بدل السترات؟ ببساطه شديده لان يوزن سترات ان وينتر توب يوزد ويل ماتش دايلوت ذا سامبل، تمام، يعني لو عشان لو استخدمت السترات او الستريت ماله ويل ماتش دايلوت، يعني هيخفف ذا سامبل، اكتبها زي ما تكتبها، المهم تكتب كلمة دايلوت ذا سامبل اللي هو يخفف العينة، تمام، او دايلوت ذا بلاد، حابب تكتبه كلمة دايلوت يعني، تمام، ان هو توصل للمصحح ان انت فاهم الكلام. طيب يبقى الاوكزالات ده بيتميز عن السترات في ايه؟ ان انت مش مضطر تحط كمية كبيرة، لكن مشكلة السترات ان انت مضطر تخفف، تمام، وافتكرها برضه عشان ما تخبطش في الامتحان، ان السترات ده ايه؟ ليمون، فمية بليمون،
ميه بليمون مخفف يعني، ماشي. فما علينا، فالوينتر تيوب ده يعني انت بتستخدم فيه مين؟ الاكزالات، عشان لو حطيت السترات في الوينتر تيوب ده هيخففها جدا، ودي حاجه مش حلوه يعني، ممكن تبوظ العينه. لكن وستر جرين ده عمل ايه؟ قال لك خلاص يا عم، انا هستخدم، انا عندي فكره رائعه. ايه هي الفكره دي يا عم وستر جرين؟ قال لك انت مش انت 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 وينتروب مش بتضحك عليا؟ ضحكت عليك ليه يا غالي؟ قال لك انت بتضحك عليا عشان انا بستخدم سترات، والسترات ده بيعمل تخفيف. قال لك طيب بص الحركه دي، ايه هي الحركه دي؟ قال لك انا هستخدم انبوبه واسعه عنك، وهستخدم انبوبه اطول من بتاعتك. طب ايه الفكره؟ قال لك فالتخفيف ما يكونش واضح قوي، حد فاهم؟ لكن وينتر تروب كان مستخدم انبوبه رفيعه جدا وصغيره، فاي تخفيف زياده هيبوظ العينه، حد فاهم يا شباب؟ عشان كده وينتروب ده استخدم مين؟ استخدم اوكزاليت. الله، حد فاهم الكلام؟ الكلام ده مكتوب في الكتاب القسمه، لكن انا بوضح لك الفكره بتاعتها، تمام؟ ليه وينتروب اصلا استخدم اوكزالات؟ لو جات لك في الامتحان ما تقولش عشان انبوبته رفيعه، لا لا، قول عشان مين؟ السترات ده والماتش دايلوت ذا سامبل، هيخفف العينه بشكل كبير. لكن وستر جرين في الاصل عشان يتغلب على المشكله دي استخدم انبوبه اطول واوسع، وحته الانابيب دي هتتذكر بس بعدين، مش دلوقتي، ماشي، مش مذكوره دلوقتي، ولكن بفهمك ايه الاصل بتاع الحكايه، ماشي. طيب، ودي ميزه التكات برضو، ماشي. طيب نيجي بقى الويسترن جرين او السترات ده انتي كواجولانت، ماله بقى؟ قال لك ده اول حاجه مور سنسيتيف، حساس اكتر، تمام؟ اتس مور سنسيتيف. ليه مور سنسيتيف يا عم؟ قال لك حساس اكتر، المور فين كده؟ مور سنسيتيف، تمام؟ ومور سنسيتيف هنا يا شباب يعني النتائج بتاعته دقيقه اكتر شويه. طب ازاي؟ مش انت استخدمت السترات اللي هو بيخفف اكتر؟ قال لك اه، بس خلي بالك لو سالك ليه الويسترن جرين ده مور سنسيتيف، عشان انت استخدمت انبوبه احسن، فانت كده تفوقت على وينتروب، حتى لو هو مستخدم اوكزالات وانا مستخدم سترات، حد فاهم؟ فالسؤال في بتاع الامتحان، ليه واي ويستر جرين تيوب از مور سنسيتيف ذان وينتروب تيوب؟ هتقول له ايه الاجابه يا شباب؟ بيكوز اتس تيوب، اتس هنا بتقعد على مين؟ على الويست، على ويستر جرين، صح كده؟ او الويستر جرين، تمام؟ بيكوز ويستر جرين توب او اتس تيوب از سفيشنتلي لونج اند اتس لارجر دايامتر. الله، حد فاهم اللعبه يا شباب؟ يبقى لو قال لك ليه حتى مع ان ويستر جرين ده مستخدم سترات وده اكتر تخفيف، صح كده؟ ليه سترات تفوق على الوينتر تروب او الويستر جرين تفوق على الوينتر روب؟ قال لك عشان ببساطه شديده ان الويستر جرين ده اللي استخدم انبوبه اطول واكبر في نص القطر، حد فاهم يا شباب؟ فقال لك الوينتر روب ده ميثود بيكوز اتس تيوب، اتس هنا بتعود على مين يا شباب؟ على الانبوبه بتاعت ويستر جرين، صح كده؟ مالها اتس تيوب الانبوبه بتاعته؟ الحاجتين دول لازم نكتبهم، دي على نص ودي على نص. ايه النص الاول؟ النص الاول يا شباب بيكوز اتس تيوب از لونج، لونج. الثانيه لارجر ان دايامتر، اكبر في نصف القطر، تمام؟ يبقى ليه بقى؟ عشان ان الانبوبه بتاعته لونج، والثانيه اكبر في وكمان اكبر في نص القطر، تمام؟ يبقى لو عملنا مقارنه كده، ادي دي مثلا انبوبه مين؟ ويستر جرين. لكن بص انبوبه وينتر توب دي صغيره ورفيعه، عشان كده وينتر روب ده العبيط قال لك ايه؟ مش عبيط يعني، يعني يشكر الراجل، عمل لنا تجربه فادت ماشي، مش قصدي اهانه طبعا، بس طلعت من غلط، انا اسف. عشان كده وينتر روب ده ماله؟ استخدم اوكزالات بدل السترات، عشان لو استخدم السترات هيلاقي العينه باظت، حد فاهم يا شباب؟ هيلاقي، لان الانبوبه بتاعته رفيعه وصغيره. اما الراجل وستر جرين ده قال لك يا عم انا كينج، هستخدم السترات وهطلع نتائج اكثر دقه منك. ازاي ده؟ قال لك هستخدم انبوبه اطول واعرض، حد فاهم؟ يبقى المور سنسيتيف ليه؟ عشان اتس تيوب از لونجر او سفيشنتلي لونج، يعني يعني اطول بكفايه، اند اتس لارجر دايامتر، حد فاهم يا شباب؟ اه طيب، قال لك يا عم يا وستر جرين انت يعني انت كده عملت حاجه حلوه خالص، طب في عيوب؟ يعني في عيوب؟ قال لك اه، مازال السترات ده انا برضه هستخدم ربع الكميه سترات، فبرضه ده ممكن يعمل بوظان شويه في النتيجه، يعني يعني برضه هي اه مور سنسيتيف، ولكن برضه ان انا استخدم السترات ده ديس ادفانتج. يبقى ايه هي دي الميزه او الادفانتج، تمام؟ يبقى ايه هي الادفانتج او الادفانتج بتاعت مين؟ الويستر جرين تيوب، انها بتكون لونج او لونجر ولارجر ان دايامتر، تمام؟ امال ايه الديس ادفانتج او العيوب بتاعت مين؟ الويستر جرين توب يا شباب. اه، قال لك العيوب بتاعته الميجور ديس ادفانتج هو السترات نفسه، صح كده؟ ما هو مازال السترات ده بيعمل تخفيف، ولكن طلعت الويستر جرين نتائجه احسن واكثر دقه. ليه؟ عشان استخدم انبوبه اطول واكثر في نصف القطر، تمام يا شباب؟ يبقى لكن العيب الاساسي قال لك ايه؟ قال لك العيب السترات.
لازم تكتب كلمة سترات وبعدها تشرح. لو قال لك ايه هي الديس ادفانتج بتاعت الويستر جرين توب، تكتب السترات زائد تشرح. اشرح ايه يا اسلام؟ لا اشرح كده بفهمك، يعني ايه مثلا؟ تعالى انا هقرا لك في كتاب القسم واقول لك تقولها ازاي. بيقول لك عشان السترات ويل دايليوت، هيخفف الار اي الار بي سي او الريد سيل، تمام، وده هيزود الاريثروسايت سيجمنتيشن ريت، تمام. بص تعالى نفهم الحته دي عشان انا لسه ما شرحتش يعني ايه اريثروسايت سيجمنتيشن ريت اصلا، تمام. طيب ركز بس معايا في الحتة اللي جاية دي، لأنها مش مكتوبة بالشكل ده الموجود في الكتاب، ولكن الكلام ده لو فهمته هيسهل عليك جدا جدا يعني، تمام. طيب ايه هو السؤال هنا؟ تمام، ايه هو الحاجة المطلوبة أصلا عشان يحصل تجلط ان فيفو، ان فيترو ولا ان فيفو؟ ان فيترو في المعمل، تمام، اللي هو بره الجسم يعني، تمام. ما علينا بقى، ان فيفو ان فيترو مش هو ده المكتوب في الكتاب، او مش عايز احفظك حاجه مش مكتوبه عشان مش عايز احشي لك معلومات وخلاص يعني، تمام. انا والله العظيم بقول لك الحاجات اللي تفيدك مش اكتر يعني، تمام. اصل انا ايه فايدتي لو جيت وقرات معاك الكتاب وخلاص؟ طب انا هكون زي اي حد مش على اليوتيوب، ما انا هكون زي الكليه، لا، تمام. طيب نيجي بعد كده، دلوقتي انت عندك عينه دم صح كده، اخدت مين؟ بلود سامبل، تمام، هنسميها بلود سامبل اللي هي عينه الدم. طيب عينه الدم دي احنا اتفقنا ان انا لو سبتها هتتجلط صح كده؟ طب ايه اللي يخليها تتجلط؟ يعني ايه الحاجه اللي تخليها تتجلط؟ قال لك والله ببساطه شديده جدا، انت عندك المفروض عشان يحصل تجلط ايه اللي يحصل؟ الار بي سي اللي هي كرات الدم الحمراء، تمام، مش عشان تتجلط، خلينا نقولها عشان يعني يحصل لها سيدمنتيشن، طبعا عشان يعني يحصل لها ترسيب، تمام. يعني ايه السبب؟ يعني ايه السبب؟ سبب كلمه تتجلط، عشان خليها تترسب، ماشي، معلش انا اسف، عشان تترسب، تمام. يعني ايه اللي يخلي ان الدم ده يفصل عن البلازما، وبدل ما كانوا حته واحده يروح الدم يجي من تحت، البلد يجي من تحت والبلازما تيجي من فوق؟ ايه اللي يخليهم يعملوا كده اصلا؟ حد فاهم؟ حد فاهم سؤالي؟ ايه اللي يخلي البلد يجي تحت والبلازما تيجي فوق؟ قال لك والله في الطبيعي ان كل كرة دم حمراء، كل ار بي سي هايه، وكل ار بي سي هايه عليها نيجاتيف تشارج، شحنه سالبه، تمام، مشحونه بشحنه سالبه، نيجاتيف تشارج، نيجاتيف 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 نيجاتيف، تمام. طب وبعدين احنا المفروض عارفين ان اي اتنين نيجاتيف هيتنفروا صح كده؟ طيب تمام، يبقى خلاص احنا اتفقنا ان اي يعني اي كرتين دم حمراء، اي اتنين ار بي سي بينهم شحنات سالبه او عليهم يعني نيجاتيف تشارج، النيجاتيف تشارج دي بتخلي ان كل اتنين ار بي سي يتنافروا. طب عايزك بس تتخيل معايا، يعني معلش وايدن بس يور هورايزن بس في الحته دي، وسع افاقك في الجزء ده بس عشان محتاج تخيل شويه، تمام. طيب انت اول ما بتاخد عينه الدم، لما بتاخد عينه الدم بتكون، هل بتكون مفصوله؟ لا مش بتكون مفصوله، بتكون عباره عن ايه؟ كتله متجانسه صح كده؟ ليه؟ لان عندك كل واحده من مين؟ من النيجاتيف تشارج، من كل واحده من كرات الدم الحمراء دي حواليها نيجاتيف تشارج، فالنيجاتيف تشارج دي بتعمل ريبالشن او تنافر ما بين دي ودي، تعمل تنافر ما بين دي، فكلهم في المحلول يبقوا بعاد عن بعض. حد فاهم؟ الار بي سي دي تبقى هنا ودي تبقى هنا ودي تبقى هنا ودي تبقى هنا. طيب السؤال ايه الحاجه، السؤال هنا ايه الحاجه اللي تخليهم يلزقوا في بعض، فالبلد يروح كله يتجمع من تحت، يجي من تحت كده يبقوا لازقين في بعض، والبلازما تنفصل لفوق؟ حد فاهم السؤال؟ هو مش المفروض انه في العادي بيكونوا ايه؟ شكلهم متجانس عادي جدا. طيب ايه الحاجة اللي تخليهم ينفصلوا، تخلي البلازما تيجي من فوق والار بي سيز تكون من تحت؟ حد فاهمني يا شباب؟ ايه الحاجة دي؟ قال لك والله هو ايه اصلا اللي ما خلهمش يمسكوا في بعض ويلتصقوا في بعض؟ ان في نيجاتيف تشارج. طيب لو كان في حاجة بتلغي النيجاتيف تشارج دي زي ايه؟ قال لك اي حاجة تروح تلزق في الار بي سي، يعني مثلا فايبرين لزق في الار بي سي، فالفايبرين ده عمل زي حاجة اسمها ماسكينج، تمام. ماسكينج يعني ببساطة شديدة اي حاجه هتعمل ماسكينج. يعني ايه قلنا ماسكينج يا شباب؟ يعني مثلا الفايبرين ده يروح بس ما يعملش حاجه، هو بس يقعد على سطح الار بي سي، فلما قاعد على سطح الار بي سي كانه عزل ما بين الشحنه السالبه صح كده، فتقدر كل ار بي سي تلزق في اختها من غير ما يحصل بينهم تنافر. ليه؟ لان انت حاطط زي حاجه وقائيه كده ما بينهم، حاجه تعمل ماسكينج كده ما بينهم. حد فاهم الكلام اللي بقوله يا شباب؟ طيب ده معناه ايه تاني؟ ده معناه ان اي حاجه تروح تقعد على الار بي سي هتروح تزود معدل الترسيب. ليه؟ لان ده هيزود من التصاق الخلايا ببعضها، فلما يزيد معدل الترسيب هقول ان الاي اس ار حصل له ايه؟ زاد. حد فاهم اللعبه؟ طيب السؤال هنا، هو بس الفايبرين بيعمل ماسكينج؟ مستحيل، مش بس طبعا، ده في حاجات كتير جدا هنقولها، تمام، زي مثلا التشو برودكتس. يعني ايه التشو برودكتس؟
يعني مثلا لما يكون في انفلاميشن، التهاب، تمام، منتجات الخلايا اللي هو الخلايا لما تتقطع يعني، والانسجه لما تتكسر والكلام ده كله، تمام، ممكن يدوب في الدم او تزيد كميته في الدم فيروح يعمل ماسكينج. طب يعني ببساطه جدا، الماسكينج ده بغض النظر عن ايه سببه، لما يحصل ماسكينج ده هيعمل ايه؟ هيزود الاي اس ار او الاريثروسايت سيجمنتيشن ريت. ليه؟ لانه هيزود من التصاق خلايا كرات الدم ببعضها، فلما تلتصق ببعضها ايه اللي يحصل؟ تروح تنفصل وتترسب في القاع. حد فاهم؟ تعمل حاجه اسمها الرولي او الرولو، اللي هي البكرات يعني، تمام. طيب في سؤال يعني بديهي جدا اظن كلكم سالتوه في دماغكم دلوقتي، ايه اللي يخلي اسلام الفايبرين يلزق اصلا في كرات الدم الحمراء؟ يعني خلاص تمام، او بغض النظر عن الفايبرين، يعني ايه اللي يخلي الفايبرينوجين او الجلوبيولين او اي حاجه تعمل ماسكنج لكرات الدم الحمراء؟ تمام، هقول لك والله، انت لو معاك يعني اعتبر دي ازازه ميه، تمام، اعتبرها ازازه ميه، تمام، وجواها كرات دم حمراء بالشكل ده، تخيل ان الفايبرينوجين عايم كده في الدم، تمام، عايم في الدم، معلش بس عندي نزله، ممكن يكون بعض مخارج الحروف شكلها صوتها غريب شويه بس انا اسف. فالمهم اعتبر ان ده الفايبرينوجين مثلا، تمام، عايم في الدم، تمام. طيب تمام، السؤال ازاي تخليهم يلزقوا في بعض؟ هتقول ان انت تقلل الميه، فلما تقلل الميه ايه اللي يحصل؟ فيكون الفايبرينوجين قريب من كرات الدم الحمراء، صح كده؟ حد فاهم الفكرة؟ طب لو زودت المية هتلاقي الفايبرينوجين عمال يعوم ويعوم ويلف كده بعيد عن الار بي سي، صح كده؟ يعني مثلا فرصة اصطدام ار بي سي هاية بفايبرينوجين، الفرصة دي اعلى لو حطيتهم هما الاثنين في كوباية مية ولا لو حطيتهم في لتر مية؟ اكيد لا، هتقولي فرصة الاصطدام بتاعتهم اعلى لو حطيتهم في كوباية مية. يعني ده معناه كل ما زود التخفيف كل ما الدايليوشن يزداد. الكلام ده يا ريت تحفظوه او تكتبوه ورايا عشان مش هعيده، تمام، وكلام مهم جدا، كل ما الدايليوشن يزداد ففرصة التصادم، فرص التصادم هتحصل لها ايه؟ تقل. فلما تقل يعني الماسكينج هيقل، صح كده؟ طب لما الماسكينج يقل فالاي ار اس او معدل الترسيب هيزداد ولا هيقل؟ هيقل، صح كده. طيب تمام، عشان انا اسف الستاند بتاع المايك هو في الحقيقة مش ستاند، انا حاطه على كيكو، حاطه على ازازه وسارد المشبك فيها فواعد مني، فمعلش برضه امكانيات على قد برضه، هو ربنا يكرمنا بقى ونجيب مايك كبير بقى احسن من كده يعني، ماشي. طيب فالمهم تاني عشان الناس ممكن تكون نسيت الحته دي، الدايليوشن او التخفيف لو زاد يعني لو زودت الميه، صح كده، ففرص التصادم هتقل فالماسكنج هيقل فمعدل الترسيب هيحصل له ايه يا شباب؟ هيقل، يبقى الاي اس ار هيقل، صح كده؟ فهمتوها ليه ولا لا؟ طب تعالى اعيدها تاني بسرعه. لو انت معاك كرة دم حمراء وفايبرينوجين، عشان كرة الدم الحمراء دي تلزق في الفايبرينوجين فانت عايزهم يصطدموا ببعض، صح كده؟ طيب لو التخفيف زاد ولا التخفيف قل؟ هيصطدموا اسرع لو التخفيف قل. طيب بفرض التخفيف زاد يعني زودت الدايليوشن ففرص التصادم هتقل، صح كده؟ فالماسكينج اللي هو انه معناها يزيل الشحنة السالبة هيقل، فهيفضل الار بي سي نيجاتيف تشارج فمش هيمسكوا في بعض، فالاي اس ار هيقل. ايه انت فهمت الكلام ده؟ لو فهمته انت 100 100 على كده. تعال بس كده الكلام ده بره المنهج، تمام، الحته الاخيره دي بره المنهج بتاعه التصادم. تعال نرجع لحته المنهج بقى، وكنا نشوف بنتكلم في، حد فاكر كنا بنتكلم في مين؟ كنا بنتكلم في الويست، في الويستر جرين والوينتر والوينتروب، صح، والوينتروب، صح كده. طيب كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان وينتروب من ضمن عيوبه ان احنا بنحط ستريت، اما من ضمن ميزاته ان الانبوبه لونج طويله ولارج ان دايمتر، صح كده. طيب ايه عيوب السترات يا سلام؟ قال لك والله ببساطه السترات عيبها انها بتعمل دايليتوشن او بتعمل دايليوت يعني بتخفف مين؟ الار اي اللي هي الريد بلاد سيلز او الار بي سي او اللي زي ما كتبها في الكتاب الريد سيلز يعني، تمام، بتخفف الريد بلاد سيلز. طيب ايه مشكله التخفيف ده؟ قال لك مشكلة التخفيف ان التخفيف ده هيعمل ايه؟ ركز كده في الكلام، انت بتخفف مين؟ الريد بلاد سيل، تمام؟ فانت لما تخفف، انا ما بقولش هتخفف اللي هو الفايبرينوجين والجلوبيولين، هتخفف الريد بلاد سيل، فانت لما تخفف الريد بلاد سيل
فده هيزود من معدل الترسيب. استنى عشان الناس ما تتضايقش ما تتخانقش معايا دلوقتي، تمام؟ هتزود من معدل الترسيب. بس انت السؤال هنا، انت بتخفف من الار بي سي ولا من الار بي سي والفايبرينوجين؟ ايوه، هل الحته اللي انت عاوزها انت في نفس الوقت بتعمل برضه دايليوشن، صح كده؟ بتعمل دايليوشن لمين؟ برضه للفايبرينوجين، صح كده؟ طب مش الفايبرينوجين ده اللي هو بيعمل ماسك؟ ايوه. فلما تعمل دايليوشن فالفايبرينوجين يحصل له ايه؟ هيقل. فمعدل التصادم معاه ومع الار بي سي هيحصل له ايه؟ هيقل. فالاي اس ار ايه اللي هيحصل لها يا شباب؟ الاي اس ار معدل الترسيب هيقل، ودي اللي احنا قلناها من شويه. طب استنى، انت لما عملت تخفيف للار بي سي معدل الترسيب زاد، تمام؟ بغض النظر ايه السبب اللي زود معدل الترسيب لما الار بي سي زودت التخفيف. وفي نفس الوقت لما عملت دايليوشن، طب ما العينه برضه فيها الفايبرينوجين اللي هو بيعمل ماسك، صح كده؟ فلما عملت دايليوشن للفايبرينوجين والجلوبيولين، مالها الحاجات دي اللي هي بتعمل ماسك، صح كده؟ فزي ما قلت بدري بس مش مكتوب بقى التفاصيل اللي انا قلتها، اللي هو معدل التصادم هيقل، فبالتالي هيقلل الاي اس ار. المهم لما عملت دايليوشن للفايبرينوجين والدايليوشن فالاي اس ار هيقل. ايه ده؟ طب ما انت عندك لما الار بي سي يحصل لها دايليوشن الاي اس ار يزيد، ولما عملت دايليوشن للفايبرينوجين والجلوبيولين اللي هما بيعملوا ماسكينج فالاي اس ار تقل. يبقى انت عندك حاجه اتنين في نفس العينه، الار بي سي لما حصل لها دايليوشن الاي اس ار زاد، اما الفايبرينوجين والجلوبيولين لما حصل لها دايليوشن الاي اس ار قل. فدي تزيد ودي تقل، فيقول لك يعملوا حاجه اسمها نيوتراليزيشن. يقول لك ايه؟ بوث نيوتراليز each other. حد فاهم يا شباب؟ هما الاثنين هيعادلوا بعض، فتعتبر مش عيب قوي. حد فاهم يا شباب؟ تعتبر يعني مش عيب. يبقى تاني ايه اللي احنا قلناه ببساطه؟ كل الرغي ده عشان اقول لك ايه هي المميزات والعيوب بتاعت الويستر جرين والوينتروب، تمام؟ الوينتروب بيستخدم اوكزالات، الويستر جرين بيستخدم سترات، تمام؟ الويستر جرين الاوكزالات في عيب او بيستخدم اوكزالات مش بيستخدم سترات. ليه؟ عشان السترات ويل ماتش دايلوت ذا سامبل، تمام؟ اما وستر جرين هيستخدم ايوه سترات. طيب ايه الميزه بتاعته؟ ان الانبوبه بتاعته لونج ولارج ان دايمتر. اما العيب بتاع الوستر جرين ان السترات زي ما قلنا هيعمل دايليوشن. بس مع بس هنا هتشرح بقى، هتقول ان السترات ده ميجور ديس ادفانتج ان هو يعمل دايليوشن لمين؟ للريد بلاد سيل. فلما يحصل لها دايليوشن الاي اس ار هيزداد، ولكن برضه هتعمل دايليوشن للفايبرينوجين والجلوبيولين. فلما تعمل دايليوشن للفايبرينوجين والجلوبيولين ما تكتبش حوار معدل التصادم، مش مكتوب الاي اس ار ماله هيقل، صح كده؟ وبالتالي لازم تزود الجمله الاخيره دي، both neutralize each other، يعني هما الاثنين هيعملوا تعادل لبعض. طيب تمام، تعال نقرا الصفحه دي من كتاب القسم ونشوف هل في حاجه صعبه ولا لا. تمام، طيب نيجي نبص دلوقتي على سيكشن من كتاب القسم. تمام، سيكشن من كتاب القسم ببساطه يعني مش هنشوف، بس يا ريت تكون حاطط الكتاب جنبك او حاجه عشان نقرا مع بعض، تحط سؤال جنب حاجه، تحط مهم جنب حاجه. طيب زي ما قلنا اسم السيكشن ده اريثروسايت سيدمنتيشن ريت، وترجمنا يعني ايه العنوان. الريليفانس بس معلش خليها شويه كده، تمام؟ خليها شويه كده، اكتب عليها مؤجل او سيبها، تمام؟ طيب والبرنسبل اظن شرحناه، صح كده؟ ان البلاد از سسبنشن اوف سيل، ان الدم عباره عن معلق من الخلايا اللي هي عبارة عن بلازما وار بي سي، صح كده؟ واف انتي كواجيلانت، يعني لو ضفنا مضاد للتجلط از ادد، يعني تم اضافته، اند بلاد الاو تو ستاند ان انارو فيرتيكال تيوب، وحطينا الدم في انبوبه فيرتيكال يعني بشكل عمودي او بشكل قائم، ذا ريد سيل اللي هي كرات الدم الحمراء بين هيفير يعني اكثر او اتقل ذان بلازما، فده هيترتب عليه ان كرة الدم الحمراء will settle يعني هتقعد تحت or sediment يعني هتترسب gradually اللي هو بالتدريج. اظن دي شرحناها، صح كده؟ فانت اكتب عليها حفظ، تمام؟ بس لازم تفهمها الاول، اظن انت فهمتها، صح كده؟ طيب نيجي بقى لاهم حاجه في الصفحه، اكتب عليها مهم جدا، وامتحانات الميثودز، تمام؟ وينتروب ميثودز وويستر جرين ميثود، تمام؟ طيب في الوينتروب ميثود بنضيف اوكزاليت ولا سترات؟ السترات مع الجرين، يبقى وينتروب مع اوكزاليت، يبقى ان ويتش اوكزاليت از ادد، لكن الويستر جرين ان ويتش سترات از ادد. حد فاهم يا شباب؟ طيب في الوينتروب ميثود الاوكزاليت ده بيستخدم ليه؟ از انتي كواجولانت، صح كده؟ طيب بيكوز عشان استخدام السترات والماتش دايليوت ذا سامبل، يبقى اكتب ايه؟ واي جنب كلمة because. ليه مش بنستخدم سترات
والإجابة عشان اكتب كده لأن يوزنج سترات، الإجابة اللي هي من بعد كلمة يوزنج، تمام؟ بس أنا عامل لك هايلايتنج عليها كده، تمام؟ دي الإجابة. يوزنج سترات ان وينتر تيوب ويل ماتش دايليوت ذا سامبل. أيوه إجابة إيه يعني؟ إجابة السؤال اللي هو ليه بنستخدم في أنبوبة وينتروب أوكزاليت مش بنستخدم سترات؟ عشان يوزن سترات ان وينتروب تيوب والماتش دايلوت ذا سامبل. او ايه ميزه الاوكزاليت؟ حد فاهم ايه هي ميزه الاوكزاليت؟ عشان اوكزاليت يوزد از انتي كواجيلانت. يعني لو قالك ايه ميزه الاوكزاليت قول عشان الاوكزاليت، قول لازم تقول دي اهم واحده. لو قالك ايه ميزه الاوكزاليت؟ عشان الاوكزاليت بيستخدم از انتي كواجيلانت، وكمان زود اند يوزن سترات وينتروب تيوب والماتش دايلوت ذا سامبل. طيب ويسترجرين ميثود بيستخدم مين؟ سترات، صح كده؟ اكتب على دي الميزة واكتب على دي العيب، واظن شرحتهم صح كده. تعالوا نقراهم في السريع كده. الميزة more sensitive، صح كده، than Winthrop method. ليه؟ علل. ممكن يجيب لك دي بس سؤال، why citrate is more sensitive، why Westergren method is more sensitive than Winthrop method؟ because it's a tube، عشان الانبوبة لونج ولارج في الديامتر. دي قلناها. طب ايه العيب؟ الميجر ديس ادفانتج ان السترات والماتش دايلوت ذا ريد سيلز. طب وتخفيف الار بي سي هيزود الار اي اس ار، ولكن بت اولسو لكن تخفيف الفايبرينوجين والجلوبيولين برضه هيخفف الفايبرينوجين والجلوبيولين، صح كده، وده هيؤدي الى تقليل الاي اس ار. طب هنا زود الاي اس ار وهنا قلل الاي اس ار، فلازم تزود الجمله دي، بوث نيوترلايز ايتش اذر. تمام يا شباب الصفحه دي؟ تمام. طيب بيقول لك بوث ميثودز ان الطريقتين ليهم بيتم استخدامهم ان كلينيكال براكتس في التجارب المعمليه فور ذا لاست ميني ييرز، يعني لعده سنوات سابقه. ماشي، كلام ملوش لازمه. طيب نيجي دلوقتي، ايه هي الادوات اللي بنستخدمها عشان نعمل التجربه دي؟ وبصراحه الادوات او الاباريتس والماتيريالز والبروسيجر ما اتوقعش انهم انه يجيبهم، يعني سمع، ممكن يجيب لك مثلا رسمه البتاعه دي، يجيب لك مثلا المعلومه عن كل واحده، لكن انه يقول لك سمع الادوات او سمع البروسيجر اللي هي الخطوات، يعني توقع شخصي ما اظنش ان هو يجيبه الشكل ده. لكن مش بقول انهم مش مهمين يعني، ولكن انا طبعا لازم اشرحهم طبعا يعني. ماشي. طيب اول حاجه ببساطه شديده، ايه هي الادوات؟ ايه هي الاباريتس؟ الأجهزة، تمام؟ إيه هي الأباريتس أو الماتيريالز يعني، تمام؟ هي تمام؟ إيه هي الأدوات؟ هل طيب بص فكر معايا، أنت هتعمل إيه؟ تجربة إريثروسايت سيدمنتيشن ريت، صح كده؟ يبقى أنت كده بص من غير ما أقول حاجة، فكر أنت عاوز إيه؟ يعني أنت إيه الحاجات اللي هتستخدمها؟ أول حاجة هتستخدم عشان يعني يعني أنت عايز عينة دم وعايز الأنبوبة، طب إحنا هنشتغل على أنهي أنبوبة إسلام؟ بتاعة وينتروب ولا بتاعة ويستر جرين بتاعة السترات؟ لا هنشتغل على بتاعة ويستر جرين، تمام؟ طيب تمام، يبقى هو كل تجربنا على بتاعة ويستر جرين، تمام؟ طيب يبقى أنت ببساطة كده، أنا بص أنا واحد مش عارف حاجة، بس عاوز أعمل التجربة، فأنا أكيد هروح أجيب حقنة، صح كده؟ هجيب نيدل أو إبرة، ماشي؟ ايه هو ده، دي الحقنه دي. ماشي. طيب فالمهم هجيب نيدل او هجيب ابره، صح كده، وهجيب سرنج اللي هي سرنجه يعني، تمام، هجيب سرنج، ماشي ماشي، وبتكون 5 مللي يعني، كلام اكاديمي مش اكتر، تمام. واكيد بعد ما احقن الراجل ده اكيد هعوز قطنه كوتن، صح كده، عشان امسح الحته اللي فيها دم يعني والكلام ده كله، صح كده. وعاوز كمان جو سواب مويست وذ الكحول، اللي هي قطنه فيها الكحول يعني، تمام، يعني فيها الكحول، ماشي، حاجه في، وعايز هعوز كمان الكحول، تمام، عشان انضف يعني مكان البتاع ده، تمام. وبعد ما اسحب الحقنه اكيد هحطها في حاجه، الحاجه دي اسمها الكونتينر اللي هي الحاويه يعني، تمام، اكيد اكيد هعوز كونتينر، تمام. وبعدين هو انا بس خلاص خلصت كده، سهله ولا صعبه؟ سهله جدا، صح كده. يبقى انا عاوز حقنه وابره وقطنه وكحول وحاجه احط فيها الدم ده، يبقى اسمه كونتينر، بس كده، عبيطه جدا، صح كده. ونزود عليهم، احنا مش هنستخدم طريقه ويستر جرين تيوب، يبقى هزود عليهم مين يا شباب؟ ويستر جرين تيوب، صح كده. طب ما دي من ضمن الادوات، كلام عبيط جدا، صح كده، ويستر جرين تيوب. طيب استنى، هو مش ويستر جرين تيوب ده كان بتاع السترات؟ يبقى انا هزود عليهم صوديوم سترات، صح كده، بس بيكون تركيز 3 و8 من 10، تمام، بيكون على هيئه ملح، تمام، محلول صوديوم سترات، محلول على هيئه 3 و8 من 10 صوديوم سترات. يعني الاثنين اللي في الاخر دول معروفين، صح كده، الصوديوم سترات معروفه والويستر جرين تيوب دي كده كده معروفه، هتزود عليهم الثلاثه دول اللي هو مين؟ سرنج، حقنه، كوتون، الكحول، كونتينر، بسيطة جدا، صح كده؟ يبقى دول ثلاثة بديهيين والاثنين دول أصلا معروفين، تمام؟ طيب
شكل الوستر جرين تيوب ايه هي؟ قال لك تعالى نبص شوفها كده. ادي يا عم الوستر جرين تيوب، تمام اهي. لازم نعرف شكل، لازم، ممكن يجيبها لك في الامتحان ويقول لك اسم ايه دي، اسمها ايه، تمام، اسمها وستر جرين تيوب، تمام. وناخد بالنا نحفظ الشكل كويس عشان في حاجه تانية شبهها اسمها سهلي اباريتس في السكشن الاول، ماشي؟ فناخد بالنا من شكلها كويس، تمام. طيب هي دي يا عم الوستر جرين تيوب، سهله ولا صعبه؟ سهله جدا، صح كده. مين يا شباب وستر جرين تيوب؟ ايه المميز فيها؟ قال لك والله وستر جرين تيوب دي احنا عرفنا ان المميز فيها انها بتكون لونج ولارج ان دايمتر، يبقى انت لازم تعرف ايه هو اللينس بتاعها والدايمتر، تمام. طيب تمام، قال لك والله ان طولها وستر جرين تيوب دي ايه الوصف بتاعها؟ قال لك بص انا هعمل رسمه كده ايه بسيطه كده تحفظنا الوصف بتاعها، تمام. قال لك ادي الوستر جرين تيوب، تمام، مالها؟ قال لك اول حاجه طولها 300 مللي، والدايمتر بتاعها 2.5، 2.5 مللي متر، نصف القطر، والطول بتاعها تمام 300 مللي، تمام يا شباب، سهله، 300 مللي متر ام ام، تمام. طيب قال لك بس تاخد بالك ان التدريج بتاعها من فوق لتحت، تمام. طيب ال 300 دي ممكن اقسمها تلات تلات، يعني 100 تلت وتلت وتلت، يعني دي 100 ودي 100 ودي 100. قال لك انا هرقمها 200 بس، يعني انا هرقم لحد 200. طب لما هرقمها لحد 200 يبقى اول تلت، التلت ده مش هيترقم، يبقى انا هرقم ال 100 دي وال 100 دي، صح كده؟ قال لك بس هبدأ صفر من فوق، يعني هنا صفر، هنا 100، وهنا في الاخر خالص 200. حد فاهم يا شباب؟ هنا صفر مثلا، هنا 50 مللي، هنا كام؟ 100، هنا 150 مللي، هنا 200. طب ليه؟ قال لك برقمها من above to downward، تمام يا شباب؟ طب تعالى نقرأها كده في كتاب القسم، تمام؟ تعالى كده بص معايا. طيب قال لك ايه اول حاجه؟ الادوات خلاص قلناها، عباره عن 5 مللي سرنج ونيدل وابره، كوتون والكحول، كونتينر او حاويه، سترايل سوليوشن اللي هو محلول 3.8 صوديوم سترات، وستر جرين تيوب، ومعها ستاند اللي هي قاعده عليها دي، ماشي. الوستر جرين تيوب دي مالها؟ قال لك 300 مللي متر ده الطول بتاعها. طب ونصف القطر؟ 2.5. طيب مدرجه من صفر ل 200، انا هدرج تلتين بس، فروم اباف داونورد يعني من فوق لتحت، ان اتس لور تو ثيرد يعني في التلتين اللي من تحت، كلام بسيط صح كده؟ طيب تمام، ليه؟ حد فكر ليه؟ تعال اقول لك ليه، تمام. قال لك ليه؟ بص كده، هو مش المفروض ده اختبار اريسوسايت سيدمنتيشن ريت؟ يعني انا هعمل ترسيب للاريسوسايت تحت، صح كده؟ فانا عاوز اقيس، مش الاريسوسايت، انا هقيس ازاحه البلازما. حد فاهم؟ حد فاهم؟ يعني مثلا الاريسوسايت زقت البلازما كده لفوق، فانا هشوف البلازما اتزقت لقد ايه. طب وانا اشوفها اتزقت لقد ايه ازاي؟ يبقى انا هشوف من اول صفر بقيت مثلا 20 مللي او 50 مللي، يبقى انا هقرا من فوق لتحت. حد فاهم؟ انا هشوف البلازما دي طولها قد ايه، عشان كده عملوا الترقيم من above to downward in its lower to third. حد فاهم يا شباب؟ سهله. طيب تمام، نيجي بقى للبروسيجر اللي هي الخطوات، يعني تمام. طيب ايه هي الخطوات يا عم؟ فهمني. قال لك والله بص الخطوات دي مش هقول لك ما تحفظهاش، احفظها طبعا، ولكن انا مش هقدر اعمل حاجه اكتر من ان انا اقراها معاك، تمام. وانت هتلاقيها خطوات اصلا منطقيه، يعني عادي جدا، حاجات عاديه، ماشي، اللي هو مش عارف اسحب عينه الدم، بعد كده امسحها بالالكحول، بعد كده حطها في الانبوبه، تمام. طيب ايه هي البروسيجر او ايه هي الاعدادات يعني او الخطوات بتاعه التجربه دي؟ ببساطه اول حاجه يعني مفيش شيء مميز مثلا، او مفيش يعني كلام صعب مثلا، هو مجرد خطوات بس مرتبهم مش اكتر. وزي ما قلت من شويه، مش هيجي يقول لك مثلا يعني سمع خطوات او كده، لا، ممكن يقول لك مثلا رقم في النص غيره، لكن بصراحة ما أظنش إن هو هيسأل الخطوات بالترتيب. طيب إيه هي البروسيجر؟ أول خطوة add 2 ملي بلاد withdrawn from a vein to 0.5 ملي in a سترات. أظن الكلام مفهوم، إن أنت يعني إيه أول خطوة هتعملها؟ هتسحب 2 ملي بلاد، صح كده؟ وهتضيف عليهم ربع الكمية. طب ما أنا اتكلمت بدري إن أصلا مشكلة السترات إن أنت بتضيف كمية كبيرة، اللي هي أصلا ربع الكمية بتكون عبارة عن محلول سترات، صح كده؟ طب ربع الاتنين نص، صح كده؟ ما هو الاثنين ربع، ربع الاثنين نص. طيب فانت هتضيف 2 مللي بلاد مع نص مللي صوديوم سترات، طيب تمام. وبعدين
mix the content but don't shake، اللي هو يعني اخلط المحتويات بس ما تهزش في الـ في الـ في الـ في الـ في الوست في الـ في الويستر جرين تيوب، تمام؟ انت ما ينفعش تهز فيها يمين وشمال، تمام؟ لا انت بس تعمل لها ميكس مثلا بمين؟ المفروض انت بيكون معاك ادي مثلا الويستر جرين تيوب اها، تمام؟ وبيكون معاك زي كده عصايه كده وبتعمل ميكس كده ليها، تمام؟ زي سترينج كده، بس مش بتعمل شيكنج للويستر جرين تيوب، تمام؟ طيب تاني خطوه suck up the blood mixture into a western green tube. اه هو المفروض ان انت بتعمل ميكس اللي هو يعني ايه بالسرنج، تمام؟ اللي هو بتعمل ميكس بس بالسرنج اللي هو عارفين لما يقعد يعني ميكس كده يخلط مش اكتر، وبعدين هتحط المخلوط اللي انت عملت له ميكس ده في الويستر جرين تيوب. يعني انت مش هتعمل ميكس في الويستر جرين تيوب، لا انت بتعمل بس ميكس بالسرنج. يعني بتشوف الدكاتره مثلا اللي هو بيمسك مثلا السرنج مثلا يقعد ايه يفضي ويملا يفضي ويملا كده عشان زي يعمل شيء يعني يعملها ميكس بس مش اكتر، تمام؟ ولكن دونت شيك، ما تهزهاش، ناخد بالنا من الحته دي، تمام؟ طيب وبعدين suck up the blood يعني اسحب الدم الميكشر ده واحطه في مين بقى؟ خلاص في الوستر جرين تيوب، تمام؟ طيب لحد فين؟ احنا مش رقمنا الانبوبه من above to downward يعني من فوق لتحت، تمام؟ لو قسمناها ثلاث تتلات، ادي التلت الاول التلت الثاني، اه من اول هنا صفر هنا 100 هنا 200 صح كده؟ اه هملى الانبوبه لحد ما توصل لصفر، حد فاهم يا شباب؟ ليه؟ عشان لما يحصل فصل فانا اشوف الكميه بتاعت البلازما لحد كام؟ لحد مثلا 80 لحد 90، حد فاهم؟ فالكميه بتاعت البلازما دي عشان اقراها من فوق لتحت يبقى لازم اعمل وستر جرين تيوب تو ذا مارك زيرو، تمام يا شباب؟ يبقى لازم اعمل مين؟ تو ذا مارك زيرو. طب تالت خطوه بليس ات ان ذا ستاند، يعني خلاص انا مليت الانبوبه دي فراح احطها في مين؟ في الستاند ده، تمام؟ انا خلاص هسندها في الستاند بشكل فيرتيكالي، تمام؟ طيب بليس ات ان ذا ستاند وذ ذا لور اند كلوزد، يعني النهايه من تحت تكون مقفوله كويس، تمام؟ وذ ذا رابر، يعني هنا بيكون في اللور اند في النهايه السفليه بيكون في رابر يعني زي مطاط كده بيعمل تثبيت للانبوبه، تمام؟ ستوبد ان ذا بيس ستاند اوف ذا ستاند، ويكون في درجه حراره الغرفه اللي هي من 22 ل 27 عشان شويه كده هناخد الكولد والهيت بيعمل لخبطه في الاريثروسايت سيمنتيشن ريت، ماشي؟ فناخد بالنا من التمبريتشر ان من 22 ل 27 اللي هي درجه حراره الغرفه عشان اعلى او يعني اقل من كده هيعمل مشاكل في الريسوسايت سيدمنتيشن ريت، تمام؟ الهيت بيزود اما الكولد بيبطئ الريسوسايت سيدمنتيشن ريت، فلازم تكون الدرجه المثلى اللي هي من 22 ل 27، تمام؟ يبقى تاني الخطوات بسيطه، يعني بص تخيل انت مثلا في عياده او في مستشفى او غيره بتعمل الخطوات ببساطه، هتسحب 2 مللي بلد وربع الكميه دي ان اي سترات بس، وبعدين هتعمل ميكس في الحقنه. طب وبعدين هتحط الحقنه دي فين؟ في الويستر جرين تيوب، تخيلها هتلاقيها سهله خالص، وتروح تملاها لحد ما توصل لرقم صفر. طب وبعدين هتحط الانبوبه دي اللي انت مليتها خلاص في مين؟ في الستاند، واللور اند هتثبتها برابر بمطاط صح كده، وتحطها في درجه حراره الغرفه اللي هي من 22 ل 27 في الروم تمبريتشر، تمام؟ طيب وبعدين خلاص انت سندتها في الستاند ده، سيبه. اسيب العينه دي امتى؟ من ساعة أو after one hour، بعد ساعة أروح أشوف بقى. المفروض أنا خلاص حطيت مين؟ حطيت اللي هو الصوديوم سترات، فمش هيحصل تجلط، لا ده هيحصل مين؟ فصل. فبعد ساعة المفروض إيه اللي أنا أشوفه؟ بعد ساعة المفروض إن أنا أشوف الأنبوبة أدي مثلا درجة صفر، وأدي البلازما اتفصلت مثلا صح كده؟ والنص ده عبارة عن مين؟ كله عبارة عن بلد، حد فاهم يا شباب؟ يبقى after one hour بعد ساعة هروح أشوف ريد، أقرأ مين؟ المليمتر، هقرأ اللي فوق ولا اللي تحت؟ لا أنا هقرأ بس البلازما، تمام؟ هقرأ البلازما، يبقى ريد ان مليمتر، من أصلا منقم الويستر جرين تيوب بالمليمتر، صح كده؟ طب أقرأ مين؟ ما هي من فوق صفر ومن تحت الحتة اللي اتزاحت، صح كده؟ يبقى أنا هقرأ اللور إند، صح كده؟ اللور إند أوف ذا كولم بتاع العمود أوف ذا كلير بلازما، مش للآر بي سي، above the segmented RBC. طيب وعشان نفهم الحته دي اكتر تعال نجيب كده البينت كده ونشوف الحوار ده اكتر، تمام؟ المفروض ادي الويستر جرين تيوب اهي، تمام؟ ايه بتكون بالشكل ده، تمام؟ طيب ادي الويستر جرين تيوب، المفروض بعد ساعه شوف هشوف الشكل ده صح كده؟ لا لا ادي البلازما وادي الار بي سيز صح كده يا شباب؟ طيب المفروض هنا في رقم كام؟ صفر صح كده؟ وهنا 100 مثلا يعني، تمام؟ اعتبرها 100 يعني ماشي، وهنا 200 ما احنا اتفقنا صح كده؟ طيب المفروض يعني ان لو الار بي سي عددهم كتير خالص فايه اللي يحصل؟ فالار بي سي لما تكون كتير فتروح تزق البلازما لفوق صح كده؟ فلا الار بي سي كتير خالص كده فالعمود الكولم بتاع البلازما
هيكون اقل، صح كده؟ طب لو الار بي سي قليله فايه اللي يحصل؟ الكولم بتاع البلازما هيكون عالي، صح كده؟ اه بس لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه خالص، ان القراءه بالمليمتر، انا هقرا مين؟ عمود البلازما، بيختلف عن سرعه الترسيب عن الاي اس ار. مش فاهم يعني؟ المفروض انا عندي كده مين؟ ادي عندي اللي هو الوستر جرين تيوب، تمام؟ ادي الوستر جرين تيوب اهي، تمام؟ المفروض في صفر ساعه يعني قبل ما اسيبها تترسب بيكون عباره عن محلول دم عادي مختلط ما بين بلازما وما بين دم، مش عارف افرق بينه، صح كده؟ طيب المفروض بعد مثلا 5 مينيت مثلا، تمام؟ بعد 5 مينيت ايه اللي يحصل؟ هلاقي ان الدم بدأ يفصل، صح كده؟ والدم بدأ يفصل فراح زق البلازما لفوق، صح كده؟ طيب وبعدين الدم بدأ يفصل تاني فزق البلازما اكتر، وبعدين بعد ساعة هلاقي الدم فصل وبقي الشكل اللي هو احنا عارفينه، اللي هو نص بلازما، ومش نص بالظبط، نص بلازما مثلا ونص مين؟ ار بي سي. شايف اللي حصل ده؟ اسمه سرعة الترسيب او اريثروسايت سيدمنتيشن ريت، تمام يا شباب؟ الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت ده مش هو نفسه قراءة عمود البلازما، ده قراءة عمود البلازما ده بيوضح قد ايه في دم مترسب تحت. فاهمين الفرق؟ لكن الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت ده بيعتمد على مين؟ بيعتمد على الكلام اللي شرحته بدري بتاع الديليوشن، بيعتمد على هل اذا كان الدم مخفف فهيحصل تصادم سريع ما بين العوامل اللي بتعمل ماسكينج للار بي سي، ولا هل الدم مش مخفف فمش هيعمل ماسكينج للار بي سي. حد فاهم؟ يبقى الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت ده بيعتمد على الكلام اللي انا قلته. طب امال العمود البلازما ده؟ عمود البلازما ده مجرد قياس ليه قراءات بتدل على امراض معينه، هشرحها دلوقتي، تمام؟ طيب فتعالى كده نقرا تاني. بيقول لك ايه؟ يو كان كومبير، يعني تقدر تقارن الاريستوسايت سيدمنتيشن ريت اللي هو السرعه بتاعت الترسيب، اللي هو مثلا كل 5 دقائق مثلا بيترسب ملي بدم، بعد مثلا ساعه هيترسب مثلا 20 ملي وهكذا، تمام؟ يبقى قارن بين الاريستوسايت سيدمنتيشن ريت اوف نورمال اند ذات ابنورمال by preparing two sample then added enough glucose to one of them to making blood abnormal. يعني ايه؟ مش فاهم. بيقول لك ان انت هتعمل مقارنه بين الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت الطبيعي مع الغير طبيعي. طب الغير طبيعي انا هقارنه ازاي؟ بيقول لك ان انت بتحضر تو سامبل، عينتين تاني غير العينه اللي انت عامل عليها التجربه بتاعت الويستر جرين تيوب، تمام؟ وبعدين بدل ما اضيف ار بي سي هضيف جلوكوز، تمام؟ وهقارن سرعة الترسيب، تمام؟ then add glucose to one of them. مش هستغنى عن ار بي سي لا، بس هحط جلوكوز في واحدة فيهم. طب ايه فايدة الجلوكوز ده؟ الجلوكوز ده هيبوظ سرعة الترسيب، صح كده؟ فانا هقارن واحدة بين النورمال وبين الابنورمال، تمام؟ الحتة دي مش هسألك فيها غير ان انت بس يقول لك عشان تعمل واحدة ابنورمال هتضيف مين؟ جلوكوز، تمام؟ حتى لو بصينا في الويستر جرين تيوب ها بيكون عندك مين؟ عندك 3 انابيب، صح كده؟ عشان تقارن واحدة باتنين تانيين. حد فاهم يا شباب؟ فانت بيقول لك قارن بينهم، يعني بص ممكن ببساطة تشطب على الجملة دي ما تزعلش، تمام؟ طيب اللي جاية دي مهمة جدا، اكتب عليها مهمة، مهم جدا. ايه هي السورس اوف ايرورز، او ايه هي الاخطاء اللي ممكن تحصل في التجربه دي، تمام؟ دي مهمه جدا يا شباب، ناخد بالنا منها، بتيجي في الامتحانات، تمام؟ طيب تعالى كده، ايه مصدر الخطا في التجربه دي، تمام؟ ايه هو السورس اوف ايرور، تمام؟ ايه هو مصدر او ايه هي نسبه الخطا في القياس؟ قال لك واحد، تمام؟ ان انت ممكن ما تحطش الانبوبه بشكل افقي، ممكن تميل الأنبوبة، فتميل الأنبوبة ده هيبوظ من سرعة الترسيب. كلمة يميل اسمها تلت، فأول خطأ تلتنج ذا تيوب اللي هو تمييل الأنبوبة ده ممكن يعمل خطأ في نسبة القياس. يبقى يعني ايه كلمة يميل؟ تلت، تمام؟ كلمة تلت تي اي ال تي معناها يميل، فتلتنج ذا تيوب دي معناها ان انت تميل الانبوبه. طب ايه المشكله؟ اه ما انت قلت لك بدري تميل الانبوبه هيزود في مين؟ في سرعه التصادم، صح كده؟ كانك بتخبط في الاسريسايت مع الفايبرينوجين مع الجلوبيولين، صح كده؟ بس مش مهم التفاصيل طبعا، هو لو قال لك ايه السورس اوف ايرور لازم تقول له الخمسه دول. واحد تلتن اوف ذا تيوب، تمام؟ طيب تمام، تلتنج اوف ذا تيوب. اتنين لسه قايلها من شويه، هاي او لو تمبريتشر اللي هو درجة حرارة عالية أو منخفضة، صح كده؟ طيب إيه المشكلة؟ قال لك إن الهاي هيعمل هاي اريثروسايت
سيدمنتيشن ريت، صح كده؟ الهاي هيعمل اريسوسايت سيدمنتيشن ريت عالي. طب حد فهم ليه؟ عشان الحراره بتزود سرعه التصادم، صح كده؟ فهيصطدم اكتر الار بي سي مع الفايبرينوجين فيزداد الاي اس ار. لكن لو لو تمبريتشر هيقل سرعه الترسيب، يبقى هيقل الاي اس ار، تمام؟ عشان سرعه التصادم هتبطا، واحنا عارفين ان الحراره بتزود من سرعه التصادم، اخدناها في الفيزياء في الاعدادي، صح كده؟ طيب ثلاثه، قال لك ان لو حد عنده بلاد هيموليسيس، يعني ايه؟ تعال نفهم الحته دي. لو حد عنده بلاد هيموليسيس، ماله يا عم؟ واحد عنده بلاد هيموليسيس يعني ايه بلاد هيموليسيس؟ يعني تكسير الدم، كلمه لايسيس معناها تكسير، تمام؟ لو حد عنده بلاد هيموليسيس شباب، ايه اللي هيحصل؟ قال لك والله لو حد عنده بلاد هيموليسيس، عارف بعد ساعه ايه اللي هتشوفه؟ قال لك هتشوف كده بعد ساعه، بص كده هتشوف عباره عن بلازما كده دايبه، تمام؟ والدم متكسر عامل كده فيها، تمام يا شباب؟ كانك مثلا ايه؟ مدوب فيها فروتي مثلا، تمام؟ فانت هتشوف الدم مخلوط بالبلازما بالشكل ده. طب ايه اللي حصل؟ انت ما شفتش الخط اللي بيفصل ما بين البلازما والار بي سي، ليه؟ عشان الدم فيه هيموليسيس متكسر. فبيقول لك كلمه مش شايف او كلمه مثلا غامض اسمها اوبسكيور، فيقول لك انت بتعمل اوبسكيور يعني بتعمل غموض لمين؟ لللاين، للخط. انهي خط؟ اللي هو بيعمل سيباريشن يعني بيفصل ما بين الار بي سي وما بين البلازما، ليه؟ اصل الراجل ده عنده هيموليسيس، فكرات الدم الحمراء عماله تفرقع، فلما فرقعت فالهيموجلوبين بدا يطلع بره، فكانت ايه؟ مش شوابه كده، تمام؟ يعني كانك مثلا جبت صبغه رحت دوبتها في الميه، تلاقي صبغه كده دايبه في الميه كلها، صح كده؟ طب ما الهيموجلوبين دي صبغه، فلو حد عنده هيموليسيس هتلاقي مين؟ ما فيش خط فاصل ما بين البلازما والدم. فيقول لك ان البلاد هيموليسيس ماله؟ يقول لك البلاد هيموليسيس بيعمل اوبسكيور، اوبسكيور يعني بيعمل غموض، تمام؟ غموض لمين؟ لللاين، للخط. انهي خط؟ اللي هو بيفصل لي ما بين الار بي سي، بس خلي الار بي سي تحت كده، للخط اللي هو بيفصل لي ما بين الار بي سيز وما بين البلازما، صح كده يا شباب؟ فالخط الفاصل ده بيقول لك ان انت مش هيظهر لو كان الراجل اللي عنده هيموليسيس. يبقى دي تالت نسبة خطأ في القياس. رابع وخامس نسبة، رابع وخامس حاجة سهلين خالص، بيقول لك ان لو حد لسه واكل ما تعمل، يعني لسه مخلص اكل ما تعملش الاختبار ده، تمام؟ يبقى افتر فود انجستشن، بعد هضم الطعام. ليه؟ عشان بعد هضم الطعام بيكون فيه البلازما فيها دهون وفيها الكلام ده، فبرضه هيعمل مشاكل في ماشي، هيخلي الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت هاي فاليو، تمام؟ بيخليها هاي فاليو، تمام؟ طيب خمسة، لو حد عنده انيميا. طب لو حد عنده انيميا ايه اللي يحصل؟ برضه هيكون الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت هاي فاليو. ليه طيب؟ ممكن حد يسألني ايه الفكرة ان في حالة الانيميا بيكون فيه هاي اريثروسايت سيدمنتيشن ريت؟ يعني خلاص في حالة الفود انجستشن ماشي، هاي فاليو ماشي، خلاص مش مهم، لكن في الانيميا مش مقبولة مثلا. طب ليه في الانيميا؟ هسألك سؤال، هو يعني ايه انيميا؟ انيميا يعني الار بي سي عددها قليل. طيب السؤال، لما الار بي سي عددها يقل، مش الشحنة النيجاتيف تشارج هتقل ولا تزيد؟ هتقول لي النيجاتيف تشارج دي اللي هي على الار بي سي هتقل بالتبعيه، صح كده؟ طالما الار بي سي قلت يبقى النيجاتيف تشارج هتقل. ايه؟ طب لما النيجاتيف تشارج قلت يبقى قوه التنافر قلت، يعني ده معناه ان الار بي سي هيمسكوا، يعني كل ار بي سي تلزق في اختها اسرع ولا ابطا؟ اسرع. ليه؟ عشان النيجاتيف تشارج قلت فقوه التنافر قلت، فالار بي سي لزقوا في بعض اكتر. حد فاهم يا شباب؟ فلما الار بي سي لزقوا في بعض اكتر فسرعه الترسيب زادت، يبقى الاي اس ار زاد. يبقى حد فاهم ليه في حاله الانيميا ان الاي اس ار بتزيد؟ تاني، لما حصل انيميا النيجاتيف تشارج قلت، يعني الشحنه السالبه بتاعت الدم قلت. ليه؟ عشان النيجاتيف تشارج دي اصلا مسؤول عنها كرات الدم الحمراء. طب لما كرات الدم الحمراء تقل فالنيجاتيف تشارج تقل، فقوه التنافر اللي ما بين كرات الدم الحمراء تقل، فالار بي سي لما قوه التنافر قلت يعني بيلزقوا في بعض اسرع، فلما يلزقوا في بعض اسرع معدل الترسيب بقي اسرع، الاي اس ار. وبالتالي فعلا كلام مظبوط ان في حاله الانيميا بيكون في هاي فاليو. يبقى تاني، ايه هي الاخطاء بتاعت التجربه دي؟ بتاعت ايه هي؟ وات از ذا سورس اوف ايرور ان وستر جرين تيوب، او مش وستر جرين تيوب، في الاي اس ار، تمام؟ طيب لو وستر جرين تيوب يبقى هو بيتكلم عن حوار السترات، صح كده؟ طيب واحد، تيلتنج اوف ذا تيوب. اتنين، هاي تمبريتشر لو تمبريتشر. الهاي تمبريتشر هيزود الاي اس ار، اللو تمبريتشر هيقلل الاي اس ار. ثلاثه، بلاد هيموليسيس. مال البلاد هيموليسيس؟ هيعمل اوبسكيور يعني هيعمل
اللي هو زي غموض لللاين اللي بيعمل سيباريشن ما بين البلازما والار بي سي. اربعه فود انجستشن هاي فاليو، انيميا هاي فاليو. فهمناها يا شباب؟ طيب تعال نشوف كده كتاب القسم كاتب ايه، نشوف هل في كلام زياده ولا لا. طيب بيقول لك السورس اوف ايرورز او مصادر الخطا في القياس، واحد تلتين اوف ذا تيوب، اثنين هاي اور لو تمبريتشر، الهاي بيعمل هاي واللو بيعمل لو ريسبكتيفلي يعني بالترتيب، اللي هو يعني قصده الهاي بيعمل هاي واللو بيعمل لو. ثلاثة بلاد هيمونوسيس ماله، هي اوبسكيور اللاين اللي بيسيبريت الار بي سي من البلازما. أربعة وخمسة زي بعض فود انجستشن وانيميا، بيعملوا هاي اريسوسايت سيدمنتيشن ريت، وبالتالي ممكن يعملوا خطأ في القياس. تمام يا شباب؟ سهلة سهلة ان شاء الله. طيب الحته اللي بعديها مش محتاج شرحها قوي يعني، بيقول لك ايه الفاكتورز العوامل اللي بتاثر في الريت اوف سيجمنتيشن، وناخد بالنا من الفرق بين الفاكتورز الافكتنج والسورس اوف ايرور. تمام؟ يعني ايه؟ يعني ايه العوامل اللي بتاثر على معدل الترسيب؟ هقول لك والله حاجه بسيطه، يعني انت عشان حاجه تترسب ايه العوامل اللي بتاثر عليها؟ مش الجاذبيه، الجرافيتي اللي بتشد كرات الدم لتحت، يبقى الجرافيتيشنال فورس قوه الجذب بتشد لتحت. طيب والفيسكوسيتي اللي هو اللزوجه بتاعت الدم بترفع الدم لفوق، يعني ايه؟ يعني بالعقل كده، لو ده لزج او متجلط يعني هل من السهوله تشده لتحت؟ لا، هيبقى اصعب تشده لتحت، يعني ده معناه ان الفيسكوسيتي بتشد لفوق، صح؟ ماشي، افهمها كده. يبقى ايه هي الفاكتورز العوامل، مش محتاج شرح اكتر من كده، سهلين خالص، بتاثر على الريت السرعه بتاعت السيدمنتيشن. هم عاملين واحد الجرافيتي او الجرافيتي فورس داون وورد، عشان يعني وزن الار بي سي بيشد لتحت، والفيسكوسيتي العكس اللزوجه بتشد لفوق، عشان يعني بتخلي من الصعب ان هو يترسب، يبقى ده معناه ان الفيسكوسيتي بتشد لفوق عشان هي بتعاكس الجاذبيه. ماشي يا شباب؟ طيب ايه هي الارقام بتاعت الترسيب او الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت؟ ماشي، لا ناخد بالنا الارقام بتاعت الترسيب المفروض في الميل بتختلف عن الفيميل. تمام؟ في الميل بتختلف عن الفيميل، في الميل بيكون فيرست اور 5 مللي متر، في الفيميل سكند اور، في الميل سكند اور 10. لا تعالى نفهمها، بنكتبها عشان انا الحاجات اللي محتاجه اكتبها نكتبها، لكن الحاجات اللي مش محتاجه نشوف ليها نقراها قراءه وخلاص. تمام؟ طيب تعالى نشوف كده، هات الحته الفاضيه دي. طيب يعني ايه الكلام ده؟ تعالى، طيب ايه العوامل المفروض، ادي التجربه صح كده، المفروض لو العينه دي واخدها من ميل، تمام؟ طيب تمام، او العينه دي واخدها من فيميل، طيب الميل ده بعد ساعه هلاقي كام ملي اترسب؟ قال لك والله بعد ساعه بيكون فيه 5 ملي. طب وبعد ساعتين 10 ملي، ده في مين؟ في الميل بعد ساعتين 10 ملي. طيب في الفيميل في الفيرست اور معدل الترسيب كام؟ قال لك معدل الترسيب في الفيميل اول ساعه 10 مللي، تاني ساعه 16 مللي. ايه ده ازاي كده؟ مش فاهم، هقول لك تعالى صح. بص، في ناس دلوقتي فلابجاستد او مذهوله يعني، تمام؟ ليه؟ تقول لي ازاي يا سلام الميل اللي عنده دم اكتر، او يعني الهيموجلوبين بتاعه او كرات الدم الحمراء بتاعته اعلى من الفيميل، وهو 5 مللي بس في الفيرست اور، لكن الفيميل اللي الدم بتاعها اقل 10 مللي. يعني اقنعني، تمام؟ اقنعك. عارف انت قلت الاجابه، ايه ده ازاي؟ انت مش قلت الميل الدم بتاعه اكتر وبالتالي الار بي سي بتاعت الميل اكتر، صح كده؟ وبالتالي هو الاعلى في النيجاتيف تشارج، صح كده؟ نفس الفكره، نفس الفكره. وطالما اعلى في النيجاتيف تشارج وبالتالي قوه التنافر اعلى، صح كده؟ قوة التنافر اعلى في الميل، فلما قوة التنافر اعلى في الميل عشان عنده ار بي سي كتير جدا، فبالتالي من الصعب انه يترسب بسرعة، ففيرست اور عمل ترسيب ل 5 مللي متر بس. حد فاهم؟ نيجي للفيميل، لا لا، ده الفيميل عدد كرات الدم بتاعتها اقل، فالنيجاتيف تشارج بتاعتها اقل، فقوة التنافر اقل، فبسهولة ترسب الدم. في اول ساعة اترسب 10 مللي، وفي تاني ساعة اترسب 16 مللي، لكن الميل عنده قوة تنافر عالية بسبب كتر الار بي سي. حد فاهم يا شباب؟ فقوة التنافر العالية دي ادت الى ان من مش راضيين يلزقوا في بعض يا عم، قوة التنافر عالية، صح كده؟ فادى الى ان قوة التنافر عالية، راح حصل ان في اول ساعة ما اترسبش غير 5 مللي،
في تاني ساعة بالعافية 10 مللي، يبقى تاخد بالك من الأرقام. تمام، أنت فهمتها إزاي؟ تمام الحمد لله. تمام، طيب يبقى الميل الفيميل، تمام، الميل فيرست أور سكند أور. تمام، طيب نحفظها إزاي يا إسلام؟ سهلة جدا، بص كده 10 10 تمام، وبعدين 5 16، كنت عايزك تبقى 15 بس خلاص ماشي، مليمتر 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 مليمتر. تمام، وعرفنا ليه الميل اكتر او سرعه الترسيب بتاعته ابطا من الفيميل، عشان صح زي ما انت قلت عنده دم اكتر، فده ادى الى مين؟ الى ان الميل يرسب ابطا، عشان سرعه عشان قوه التنافر بتاعه الميل اقوى، فمش راضيين يلزقوا في بعض. تمام، طيب تمام. الحته اللي جايه اكتب عليها اهم حاجه في حمه حته في الدرس، اللي هي مين اهي؟ تمام، اكتب عليها اهم جزء في الدرس. تمام، اهم جزء في الدرس. طيب تمام، ايه هو اهم جزء في الدرس ده يا اسلام؟ قال لك والله ايه هي الاسباب اللي تزود المعدل عن الطبيعي؟ ايه هو ايه الاسباب اللي تزود المعدل عن الطبيعي؟ تعال نكتبها هنا كده، ايه هي الكوزس. السؤال ده يا شباب مهم جدا، لو مش فايق فوق، لو نايم اصحى، لو مش شارب اشرب، لو مش ماشي. طيب ايه الكوزس اوف اتس انكريز above normal؟ تمام يا شباب، ايه هي الاسباب اللي تزود معدل الترسيب اعلى من الطبيعي؟ قال لك والله الاسباب دي بيتم تقسيمها الى جزئين، ناخد بالنا، الى قسمين. ايه هما القسمين دول يا شباب؟ الكلام ده مهم جدا والله العظيم، السؤال ده والله اكتب عليه اهم درس، اهم سؤال في الدرس. تمام، طيب قال لك السبب الاول فيسيولوجيكال، فيسيو لوجيكال. تمام، السبب الثاني باثو لوجيكال. اصحى معايا، مش عايزك تبصمج، مش عايزك تبصمجي. تمام، طيب اصحى معايا. السبب الفسيولوجيكال هقول لك والله، بص كده، انت لما تفهم مربط الفرس هتفهم، هتعرف تتخمن ايه الاسباب. يعني ايه هو ايه الاسباب اللي تزود من معدل سرعة الترسيب؟ هتقول لي والله الاسباب اللي تزود من معدل سرعة الترسيب هي نفسها الاسباب اللي تقلل من النيجاتيف تشارج، مش صح كده؟ فلما النيجاتيف تشارج يقل يروحوا يلزقوا في بعض، يروح يقل يحصل يروحوا يلزقوا في بعض اسرع، فيحصل انكريز للاي اس ار اباف النورمال. حد فاهم يا شباب؟ يعني انت ايه اللي بتعمله ده؟ انت بتقلل قوة التنافر. طيب السؤال هنا، امتى قوة التنافر تقل؟ قال لك يعني بص كده، انا هحول السؤال خالص، بدل ما ايه الحاجات اللي تنكريز الاباف نورمال، هخليه كده بيني ما بينك، ايه الحاجات اللي تقلل من قوة التنافر؟ ممكن حاجة فيسيولوجيكال. ازاي حاجة فيسيولوجيكال؟ هو مش كل ما عدد كرات الدم الحمراء يقل فيحصل زيادة في المعدل بتاع الترسيب؟ ايوه، طب ايه الدليل؟ الدليل ها ان الفيميل كان عدد كرات الدم الحمراء بتاعتها اقل، صح كده؟ فحصل ترسيب اسرع من الميل. يعني ده معناه ان الحاجات اللي تزود تعمل انكريز اباف نورمال هي نفسها الحاجات اللي تقلل الدم. طيب ايه الحاجات اللي تقلل الدم طبيعي؟ حاجتين ما لهمش تالت يا فيسيولوجيكال، حاجتين ما لهمش تالت بيقللوا الدم. شوف كده، انا غيرت السؤال بطريقه تانية خالص عشان تفهم الفكره بسهوله جدا. تمام، ايه هي الحاجه الاولى؟ المنستريشن بيريود، ودي حاجه معروفه، الدوره اكيد بتنزل، يعني بتخلي معدل الدم او كرات الدم الحمراء تقل عند الستات، صح كده؟ فلما كرات الدم الحمراء تقل، ايه اللي يحصل؟ التنافر ما بين كرات الدم الحمراء يقل، فلما التنافر ما بين كرات الدم الحمراء يقل فيلزقوا في بعض اسرع، فلما ينزلوا في بعض اسرع يحصل زياده للاي اس ار ابف النورمال. ايه رايك؟ والله ما هتلاقي حد شرحها لك كده، ولا في قسم ولا في غير قسم، اديني اهو بتحدى يا عم، والله ما هتلاقي اي حد شرحها كده في اي سيكشن في اي كليه. تمام، طيب يبقى تاني، نيجي تاني الفسيولوجيكال. ايه الاسباب الفسيولوجيكال؟ لما الست يجي لها منستريشن بيريود، تمام، فيكون يعني بتفقد دم كتير، فكرات الدم الحمراء في جسمها تقل، فايه اللي يحصل؟ هل قوه التنافر او النيجاتيف تشارج في الدم بتاعها تزيد ولا تقل؟ هتقول لي هي خسرت دم، فمعناها خسرت شحنه سلبه، فلما تخسر الشحنه السلبه، فلما قوه الشحنه السلبه تقل فيروح يتجذبوا لبعض بسهوله، صح كده؟ لان القوه السلبه اللي بتعمل تنافر قلت، فلما قوه التنافر قلت فيلزقوا بعض بسهوله، فده يؤدي الى زياده للمعدل بتاع الاي اس ار اباف النورمال. حد فاهم يا شباب؟ طيب تمام، طيب تاني حاجه، ايه تاني حاجه تعمل فيسيولوجيكال انكريز؟ البريجنانسي معروفه،
البريجنانسي او الحمل معروف ان اي ست حامل بيجي لها انيميا عشان الطفل بياخد دم وكده. طب ما نفس الفكره، الطفل بيسحب دم فبيقلل كرات الدم الحمراء من الام، فلما تقل كرات الدم الحمراء يقل النيجاتيف تشارج، فلما تقل النيجاتيف تشارج ايه اللي يحصل؟ يزيد معدل. طيب ماشي، هل المنستريويشن والبريجنانسي دي حاجه مرضيه؟ لا، دي حاجه طبيعيه جدا، دي حاجه فيسيولوجيكال صح كده. امال ايه الحاجات المرضيه اللي تقلل، اللي تزود اقصد انا اسف، من سرعه الترسيب؟ اه ركز 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 كده. اول حاجه انفكشياس ديزيز، ليه؟ فكر فيها، مش هقول لك ليه. انفكشياس او انفكشياس ديزيز ليه؟ فكر فيها، انا قلتها والله، فكر فيها. تاني حاجه توكسيميا. بص التوكسيميا دي معناها في سم في الدم، وبالتالي السم في الدم ده هيقلل الار بي سي صح كده. فلما قلل الار بي سي برضه حصل نقص في مين؟ في الشحنه السالبه. فلما حصل نقص في الشحنه السالبه ادى الى زياده في الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت صح كده، عشان لازقوا في بعض اسرع. طيب ايه تاني؟ قال لك والله فاكسينيشن. ليه؟ فكر فيها. الفاكسينيشن نفس الاجابه بتاعت الاولى، او فراكتشر كسور. طب ليه؟ اصل في الكسر انت بتفقد دم، فانت لما فقدت دم نفس الفكره قللت الار بي سي، فلما قللت الار بي سي زودت معدل السوسايتي ريت ماشي. ايه تاني؟ قال لك في التي بي وفي حالات الكولاجين ديزيز. كولاجين في التي بي وفي الكانسر وفي الكولاجين ديزيز. انا هسالك سؤال، هي مش الحاجات دي كلها باثولوجيكال يعني حاجات مرضيه؟ ايوه. بص كده خلاص، التوكسيميا فهمنا ليه، عشان يعني التوكسيميا بتكسر الار بي سي فتقل فيزود الاستوسايت. الفراكشر ماشي، بتفقد دم لما تتكسر وكده بغض النظر، فماشي خلاص. هو طبعا مش هسألك عن السبب، هو بس انا بقول لك يعني ليه. ماشي طيب، نيجي للانفكشياس ديزيز والفاكسينيشن، التي بي، الكانسر، الكولاجين ديزيز. ليه بقى؟ الناس اللي خمنتها ممتازه، كلهم نفس الاجابه على فكره، لان الحاجات دي كلها هتزود التشو برودكتس في الدم، فالتشو برودكتس والفايبرين في الدم، يعني التي بي ده مش معاه فايبروزس، الكولاجين ديزيز، الكانسر، كلهم حاجات بتعمل مين؟ فايبروزس وتشو برودكتس في الدم. فالحاجات دي كلها تعمل ايه؟ الله على الناس اللي حلتها صح، تعمل ماسكينج للنيجاتيف تشارج. ممتازين جدا يا شباب صح كده، تعمل ماسكينج للنيجاتيف تشارج اللي قلتها بدري صح كده. فلما تعمل ماسكينج للنيجاتيف تشارج فانت برضه قللت النيجاتيف تشارج، الشحنه السالبه. فلما قللت الشحنه السالبه عملت زياده في الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت، والسؤال ده اهم سؤال في الدرس كله تمام. ايه هي العوامل اللي بتؤدي الى زياده الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت او انكريز اباف نورمال؟ هتقول لك فيسيولوجيكال او باثولوجيكال. خلي بالك، قال لك ايه؟ جاب في سنه من السنين سؤال بيقول لك ايه؟ وات از ايه الكوزز اوف انكريز اريثروسايت سيدمنتيشن ريت اباف نورمال ان ميل؟ ان مين؟ ان ميل. راح الناس كاتب لك ايه؟ فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. المصحح عطاه صفر. ليه يا عم؟ استنى، مش فيسيولوجيكال اللي هو المنستر يا راجل حرام عليك، منستريشن وبريجننسي في الميل. كيف مستشفى بيرجنسي في الميل؟ يبقى ده معناه ان الميل لو لقيت عنده زياده في سرعه الترسيب ملهاش حل غير انه باثولوجيكال صح كده. لكن الفيميل نشك، هل هي عندها منستريشن بيريود حاليا؟ طب هل هي بريجننت؟ لو هي بريجننت او منستريشن يبقى ده فيسيولوجيكال. طب لو ما عندهاش منستريشن او مش بريجننت يبقى ممكن نشك في باثولوجيكال. حد فاهم؟ طيب يبقى هو لو ما سالش ميل او فيميل وسابها عايمه لازم تقول له الاثنين، فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. انما لو حدد ميل ما تقولش غير باثولوجيكال، اوعى حد يقول فيسيولوجيكال، هتضحك المصححين علينا تمام. طيب يبقى تاني يا شباب تعالوا نقراهم من كتاب القسم، نشوف هل في حاجه نسيناها ولا لا. ان شاء الله ما فيش. ايه بقى الكوزس اوف اتس انكريز اباف نورمال؟ تمام، ممكن يغيرها مثلا، يقول لك مثلا ان فيميل مثلا لقينا ان فيرست اور سرعه الترسيب بتاعتها 15 ملي متر ان فيرست اور ان 1 اور، يقول لك وات از ذا كوزس، بس كده. وات از ذا كوزس اوف ايه؟ اوف 15 ملي متر كل اور، ان الاي اس ار بيساوي 15 وانت مش فاهم حاجه. لا ما تسرعش، قول ان 15 ملي في الساعه الاولى ده سريع صح كده، لان المفروض في فيرست اور يكون 10 ملي، اما في سكند اور تكون 16. عارف لو سكند اور يبقى ده طبيعي صح كده. طيب هتقول له ممكن تكون فيسيولوجيكال، وتقول له مين؟ يا منستريشن عندها البيريود وكده، وانا شرحت ليه يعني، واحد منستريشن، اثنين البريجنانسي صح كده. طيب او ممكن باثولوجيكال، تقول له انفكشياس ديزيز، توكسيميا، فاكسينيشن. حاول تحفظ على الاقل ايه خمسه اربعه منهم يعني، شيء اذا تحفظهم كلهم ممتاز، كانسر، تي بي، كولاجين ديزيز. طيب دي شرحتها، الميكانيزم ده انا شرحته. يقول لك ايه الميكانيزم بتاع التلزيق؟ بيقول لك بسبب ان في الكونديشن ده بيكون في زياده في الفايبرينوجين والكرياتين
والجلوبيولين، مالها الحاجات دي يا عم؟ او التشو برودكت، صح كده، البرودكتس اوف تشو ديستركشن، مالهم الاربع حاجات دول اللي هم الجلوبيولين والفايبرينوجين والتشو برودكت؟ اه بيعملوا ماسكينج، صح كده، بس هو ما كتبهاش ماسكينج، قال لك بينيوترالايز، يعني بيعادلوا، بيعادلوا مين؟ الشحنه السالبه النيجاتيف تشارج. بيني ما بينك، لو نسيت كلمه نيوترالايز في الامتحان اكتب جنبها يساوي ماسكينج، صح 100%. الدكتوره وهي بتشرح اصلا في القسم انا فاكر قالتها كده، تمام، لو قالت لك ماسكينج صح، كتبتها نيوترلايز اصحين، تمام. طيب فلو كتبت ماسكينج ذا نيجاتيف تشارج اون ار بي سي صح، كتبتها نيوترلايز اوف نيجاتيف تشارج اون ار بي سي صح. يبقى يا شباب بالله عليك، لو حد جالك في امتحان جالك وقال لك مثلا ايه الميكانيزم اوف انكريز اي اس ار، يعني ايه اسباب زياده الاي اس ار، ما تقعدش يعني تقول ايه الاسئله الصعبه لا كلام سهل انا شرحتها، مش لازم تحفظ يا عم. قول بص كده، انت فاكر شرحي، مش حافظ، فاكر شرحي، قول اسلام قال ان الفايبرينوجين والجلوبيولين والتيشو برودكت بيماسك النيجاتيف تشارج اون ار بي سي، بس كده صعبه والله. لو كتبت كده تاخد صح 100%، تمام. حابب بقى تضيف شويه ايه جاتو، شويه ماشي، تحط شويه ايه كريز على الجاتو، هيا كمل بس ايه ليدنج تو رولي فورميشن اللي هو شكل البكرات، صح كده، لما الار بي سي يلزقوا في بعض هيعمل مين؟ شكل البكره، رولي فورميشن، بيؤدي الى سرعه معدل الترسيب. نفسي اتقطع والله. تمام، طيب تمام، اظن خلاص كده الصعوبه بتاعت الدرس خلصت. الكلام اللي جاي كله نظري مش اكتر. بيقول لك ان ايه اهميه، ايه السيجنيفيكانس بتاعت الاختبار ده. اه خلي بالك أهمية الـ ESR هي نفسها الـ Relevance، تمام؟ بيقول لك إن الـ Relevance ده الـ ESR often required to rule out the presence of organic disease and to follow the prognosis of the disease. يعني إيه؟ بيقول لك إن هو بيستثني الـ organic disease، يعني طالما لقيت في معدل الـ ESR زايد يبقى ده ما عندهوش مثلا مشكلة في القلب، ما عندهوش مثلا مشكلة، لا ده هو مثلا عنده توكسيميا، عنده تي بي، عنده كانسر. طب هل الحاجات دي organic disease؟ لا، دي انفكشن مثلا وكانسر وكده، صح كده. فيقول لك هو بيستثني، رول اوت معناها يستثني وجود اي اورجانيك ديزيز. طب ليه فايده تاني؟ اه قال لك ان انت بتتابع تقدم المريض، يعني لو لقيت الاي اس ار مع الوقت بيقل ولا بيزيد يبقى معناه ان المريض ده بيتحسن. بيقل، ما هو في الحالات المرضيه بيزيد، صح كده. فلو لقيت ان يبقى انت بتتابع البروجريس اوف ديزيز، تمام، اكتب عليها كده زائد، هتزود على دي، مش تكتبش كده بس عشان تاخد الدرجة النهائية، تمام؟ هتزود عليها مين؟ هتزود عليها الحتة دي، بص كده، هتزود عليها دي. أهمية الـ ESR، هتقول it's prognosis and not diagnosis، هتزود عليها الحتة دي، تمام؟ زود عليها دول لو حابب تاخد الدرجة، حابب تكتب اللي فوق بس ماشي، بس دي أهمية برضو، it's prognostic and not diagnostic. ليه؟ قال لك لأن لو لقيت increase فده مش معناه وجود مرض معين. طب ما كلام صح، ما انت لو قلت لقيت زياده ممكن يكون انفكشن، ممكن يكون توكسيميا، ممكن يكون فاكسينيشن، ممكن يكون فراكتشر، ممكن يكون كانسر، ممكن يكون تي بي، ممكن يكون كولاجين، صح كده. فبالتالي انت ما حددتش المرض، يبقى انت عملت تنبؤ بالمرض مش تشخيص للمرض. يبقى بيقول لك ان اهميه الاختبار ده بروجنوستيك نوت دايجنوستيك. حد فاهم يا شباب؟ ليه؟ علل، ممكن يجيب لك السؤال ده بس يقول لك why ESR is prognostic not diagnostic. بيقول لك لان، بص افهمها بعد كده احفظها، بيقول لك لان الزياده فيه doesn't indicate وجود مرض معين certain disease، تمام يا شباب، لان الزياده، لان it's increase doesn't indicate presence of certain disease. وانا فهمتك ليه، صح كده، ولكن but the presence of a disease and its return to normal indicate improvement. يعني لو انت عرفت نوع المرض وعملت متابعه ولقيت ان الاي اس ار رجعت للمعدل الطبيعي فده معناه في تحسن، improvement، وان التريتمنت effective. عشان كده قلنا في الاول خالص ايه هي الاهميه، ان انت بتفولو ذا بروجريس اوف ا ديزيز. عشان كده قلت لك حاول تدمج الحتتين دول مع بعض، ولو سالك ايه الريليفانس او السيجنيفيكانس او الامبورتانس تكتبها له على بعض، تمام يا شباب، عشان تاخد الفول مارك. انا بقول لك الحاجات اللي انا هعملها في الامتحان عشان يعني ما اكونش يعني اثرت حاجه وما قلتهاش ليكم، تمام. طيب فانا لو جت في الامتحان قال يعني جه وقال لي ايه اهميه الاي اس ار، ايه السيجنيفيكانس، ايه الامبورتانس، ايه الريليفانس، هكتب الاولى، الفقره الاولى ان هو بيستخدم للفولو اب وبيرول اوت الاورجان ديزيز، وهزود عليها اتس بروجنوستيك نوت دايجنوستيك. قدرت اكتب دي، تمام. ليه؟ لان زياده في المعدل ده مش بيدل على مرض معين،
صح كده؟ does not indicate the presence of certain disease. ده هو بس بيشير ان العيان ده عنده حاجه مثلا تي بي كانسر كولاجين ديزيز كده تمام، ولكن الريتيرن تو نورمال بيدل على التحسن. طب ما دي الفولو اب اللي قلناها فوق او الفولو صح كده اللي هي المتابعه. طيب تمام. اتس رايز انديكيت، بص العك، بص العك، وجوده بيدل على الاورجانيك ديزيز نوت ا فانكشنال ديزيز. شوف الكلام العاكك شويه. طب هو مش قال فوق رول اوت؟ مش قال فوق رول اوت؟ طيب هو ممكن يكون رول اوت يستثني الاورجانيك ديزيز، ممكن يكون قصده ان هو يعني بيستثني ان هو الوحيد يعني اللي ممكن يكون مصاب، مع ان التوكسيميا دي مش اورجانيك ديزيز، ولكن انا حاسس ان الحته دي فيها عك شويه. تمام، اصل كلمه رول اوت معناها يستثني صح كده، فيقول لك ان انت ايه الاي اس ار مطلوب عشان تستثني وجود الاورجانيك ديزيز. ماشي، جه تحت قال لك ان هو بيستخدم للاورجانيك ديزيز نوت فانكشنال ديزيز صح كده، يبقى ات رايز انديكيت يعني زيادته بيدل على وجود اورجانيك ديزيز نوت ا فانكشنال ديزيز. طيب الحته دي احنا ممكن نسال عنها يعني ممكن نبعت للدكتوره الحته دي ونشوف بس ايه الفكره بتاعتها، عشان حاسس ان فيها عك بصراحه. تمام، هنزلها على جروب تكات ان شاء الله، طبعوها. طيب تمام، شوفوا ايه بقى الحته دي معناها. ماشي، طيب الحته اللي جايه مهمه برضو. تمام، الحته اللي جايه مهمه. تمام، الحته اللي جايه مكرره، يعني بيقول لك برضو بيجيف ايديا، بيدينا فكره عن مين ذا بروجريشن اوف ذا ديزيز، تطور المرض. يعني لو قال لك ريتيرن تو نورمال فده بيانديكيت امبروفمنت، التحسن صح كده، بيدينا برضو عن نشاط المرض. ماشي، يعني لو لقيت ان في زياده فده يدل على مين نشاط المرض اكتيفيتي اوف ديزيز صح كده، يبقى عوده الاي اس ار للطبيعي فده يدل على التحسن، لكن زياده الاي اس ار يدل على الاكتيفيتي. ماشي، ممكن يجيب لك الكلمه دي اكمل، امبروفمنت اكمل او اكتيفيتي اكمل، بيدور اللي برضو على السيفيريتي اوف ذا ديزيز. لما الاي اس ار عالي فده معناه ان المرض شديد صح كده، ممكن يقول لك مثلا ايه تجيف ايديا اباوت ويقول لك 3 نقط، يبقى مين بروجريشن اكتيفيتي سيفيريتي. ماشي، طيب دي ملاحظه ومهمه جدا ناخد بالنا منها، ما فيهاش شرح فيعني مش هقدر اقول لك غير انها مهمه برضو. ماشي، مهمه جدا. ماشي، ناخد بالنا منها. ايه الملحوظه دي؟ ماشي، بيقول لك ان الاي اس ار انكريز اباف 100 ملم، بيزداد عن 100 ملم في الفيرست اور. هو المفروض الطبيعي كام يا شباب في الفيرست اور؟ المفروض لو ميل يبقى 5 ملم، لو في ميل يبقى 10. ايه ده؟ ده بيقول لك بيكون 100 في اول ساعه. ايه ده 100 ازاي يا عم؟ بيقول لك في ثلاث حالات نحفظهم صم، تي بي كانسر كولاجين ديزيز. طب ما هو دول عدوا علينا دول، عدوا في الباثولوجيكال انكريز صح كده، طب ما هو انكريز صح كده. تمام، يبقى لو قال لك ايه الحالات اللي بيزداد فيها الاي اس ار فوق ال 100، هتقول له مين التي بي السل والكولاجين ديزيز امراض الكولاجين والكانسرز. تمام، الثلاثه دول في غايه الاهميه، اكتب عليهم مهم جدا، اكتب عليهم امتحانات، اكتب عليهم شو يعني. ماشي، طيب تاني حاجه في حاله الانيميا، انا هسالك سؤال قبل ما تكمل، في حاله الانيميا هيزداد ولا هيقل؟ يا راجل ما انا قلت لك بدري، في حاله الانيميا الشحنه السالبه هتقل فالتلاصق هيزداد صح كده، بيقول لك يبقى في حاله الانيميا انكريز، ده قلناه بدري، اكسبت ما عدا صح كده، ما عدا ايه؟ بص كده، في انواع من الانيميا، تعال كده هنا هات البينتر كده. المفروض ان في انواع من الانيميا، تعال كده معايا. طيب احنا خلاص في حالة الانيميا قلناها صح كده، قلناها حتى ما ينفعش ناخد عينة من واحد عنده انيميا عشان بيعمل انكريز صح كده، قلنا هو الفود دايجستشن بيعمل له ايرور صح كده، من سورس اوف ايرور. في حالة الانيميا ايه اللي بيحصل؟ قال لك والله في حالة الانيميا الاي اس ار بينكريز صح كده، ما عدا اكسبت في نوعين من الانيميا الاي اس ار بيقل. انهي نوعين؟ قال لك والله في نوع اسمه سفيروسايتوزيس، سفيروسايتوزيس يعني كرة الدم عاملة كده. طب بص كده، انا هسالك سؤال وانت جاوبني عليه بشكل منطقي، لو كره الدم الحمراء شكلها كروي كده هل من السهل يلزقوا في بعض؟ لا صح كده، لو جبت كوره عامله كده التانية هتلاقوهم ايه مش لازقين في بعض كويس، لكن عارف لو عاملين كده هيلزقوا في بعض ويعملوا شكل مين الروليه صح كده، لكن لو شكلها مين عامل كده سفيروسايتوزيس، لو شكلها عامل شكل كلمه سفير معناها كروي، سايت معناها خليه، اوزس معناها مرض. تمام، لو في سفيروسايتوزيس يبقى مش هيعرفوا يلزقوا. طب لما مش هيعرفوا يلزقوا ايه اللي يحصل؟ ده هيقلل معدل الترسيب الاي اس ار. يو جات ات؟ تمام، فلما يقل معدل لما يكون شكل كرات الدم الحمراء سفيروسايتوزيس تمام،
او شكلها سيكل سيل انيميا. سيكل سيل يعني شبه المنجل، بص كده لو كرة الدم الحمراء شكلها عامل كده، هل هتعرف تلزق في جنبها؟ بالله عليك قول لي انت، هل هتعرف تلزق في جنبها؟ لا صعبة، صح كده؟ او بصعوبة، مش بنفس سهولة كرة الدم الحمراء العادية، صح كده؟ فلما اقول شكلها سيكل يعني شبه مين؟ المنجل. سيل انيميا، ايه اللي يحصل؟ مش هيعرفوا يلزقوا في بعض، صح كده؟ ففي الحالتين دول لما ما يعرفوش يلزقوا في بعض فمعدل الترسيب هيبطأ، صح كده؟ هتقعد مثلا ايه 3 4 ساعات على بال ما تترسب كام واحده من تحت عشان مش عارفين يلزقوا في بعض، فالاي اس ار هيبطأ يعني هيقل، صح كده؟ يبقى مين جنرال سبيكنج كده خلاص ان الانيميا بتزداد فيها الاي اس ار اكسبت سفيروسايتوسيس وسيكل سيل انيميا. تمام يا شباب؟ سهله دي؟ تمام. إيه لا اله الا الله. نيجي هنا خلاص، يبقى increase above 100 في مين؟ في ثلاث حالات: تي بي كانسر كولاجين ديزيز، تي بي كانسر كولاجين ديزيز، تي بي كانسر كولاج. ماشي طيب، اما للانيميا الاي اس ار بت increase except spherocytosis and sickle cell anemia. تمام يا شباب؟ بيحصل ايه فيها؟ الاي اس ار بيقل. تمام. يبقى تاني، امتى الاي اس ار increase above 100؟ تي بي كانسر كولاجين ديزيز، تي بي كانسر كولاجين ديزيز، تي بي. قول معايا، قول والله بجد عشان تحفظ. تي بي كانسر كولاجين ديزيز يا عم، تقول مكسوف من ايه؟ احنا بنحفظ. تي بي كانسر كولاجين ديزيز، مالهم الثلاثه دول؟ الاي اس ار بيزداد جدا. طب ما ايوه احنا عرفنا ليه، عشان تي بي وكانسر كولاجين ديزيز بيعملوا ماسكينج للاريسوسايت فيعملوا زياده معدل الترسيب. يا شباب الحته دي مش مهمه، انا مش يعني مش هركز عليها واقعد اغني والكلام ده كله، ما يعني انا غاوي تضييع وقت. طيب تاني حاجة، الأنيميا مالها؟ الأنيميا بتعمل اي اس ار انكريز عشان بتقلل الشحنة السالبة، صح كده؟ بسبب نقص كرات الدم الحمراء، ما عدا سفيروسايتوزيس وسيكل سيل أنيميا. تمام؟ سفيروسايتوزيس وسيكل سيل أنيميا. طب ما تيجي نعملها أغنية على بعضهم الاثنين: الاي اس ار أبوف 100، تي بي كانسر كولاجين ديزيز، تي بي كانسر كولاجين ديزيز، الاي اس ار مع الأنيميا بيزداد ما عدا سفيروسايتوزيس سيكل سيل انيميا، سيل سايتوزيس سيكل سيل انيميا. يبقى بص كده، اي اس ار ابوف ال 100، تي بي كانسر كولاجين ديزيز، اي اس ار ان انيميا يزداد ما عدا سفيروسايتوزيس سيكل سيل انيميا. لحناها اهو، تمام؟ والله انا غنيها تاني، يلا احنا قرانا ايه؟ ماشي يلا معايا، هتقول هتقولي انا ما فيهاش كسوف، انا مش سامعكم. تمام قولوا بجد حتى لو بصوت واطي يعني، بس عشان تحفظوا والله. تمام، اصل لو قعدتوا تسمعوا خلاص بيسموه كده في طرق التعلم النيجاتيف ليرنينج، اللي هو انتوا بس بتدخلوا حاجات لكن يعني في عقلكم، لكن البوزيتيف ليرنينج ان انتوا تشاركوا وتتكلموا معايا وتحلوا، اسمه بوزيتيف ليرنينج. طيب فلازم يكون في بوزيتيف ليرنينج في الحوار، فيا ريت بالله عليكم معلش عادي قولوا معايا. تمام يلا، الاي اس ار ابوف ال 100، بص انا هقولها مره واحده بعد كده قولوها معايا يعني، ماشي اسمعوها عشان تحفظوها. اي اس ار ابوف ال 100، تي بي كانسر كولاجين ديزيز، والاي اس ار في الانيميا بيزداد ما عدا سفيروسايتوزيس سيكل سيل انيميا. تمام طيب انا فهمتها لكم وبحفظها لكم. طيب يبقى الاي اس ار ابوف ال 100، قولوا معايا يلا، تي اس ار ابوف ال 100، تي بي كانسر كولاجين ديزيز، والاي اس ار في الانيميا بتزداد ما عدا سفيروسايتوزيس سيكل سيل انيميا، سفيروسايتوزيس سيكل سيل انيميا. تمام يا شباب؟ طيب هو هسألك سؤال منطقي وجاوبني عليه، الاي اس ار مع الانيميا بيحصل لها ايه؟ بتزداد، صح كده؟ ليه؟ لأن الإي إس آر مع الأنيميا، الأنيميا لما حصل أنيميا كرات الدم الحمراء قلت فالشحنة السالبة قلت، فلما الشحنة السالبة قلت راحوا لزقوا في بعض أسرع، صح كده؟ طيب لو عكست القصة يعني قلت لك الإي إس آر مع البوليسايسيميا، يعني إيه بوليسايسيميا؟ بوليسايسيميا يعني في بولي كتير، سايت خلايا من خلايا الإيميا، يعني عكس الانيميا، صح كده؟ ففي حاله البوليسايسيميا زي مثلا عند الانفانت الاطفال، الاطفال وهي في بطن امها بيكون عندها بوليسايسيميا، يعني عندها كرات دم حمراء كتير جدا. ليه؟ عشان
بيكون عندها نقص اكسجين وهي في بطن الام، يعني بيكون عندها هايبوكسيا، فربنا بيخلي كرة الدم الحمراء الهيموجلوبين عالي جدا، اعلى من الانسان العادي اصلا، تمام؟ فالاطفال بيكون عندها بوليسايسيميا. طب لو اخدت عين الدم من طفل هلاقي الاي اس ار عالي ولا منخفض؟ هلاقيه منخفض، ما البوليسايسيميا عكس الانيميا، تمام؟ يبقى البوليسايسيميا بيحصل فيها ديكريز، تمام؟ ليه؟ عشان مع البوليسايسيميا بيكون في كرات دم حمراء كتيره جدا، فالنيجاتيف تشارج عاليه جدا، فالنيجاتيف تشارج لما تكون عاليه جدا ايه اللي يحصل؟ لما النيجاتيف تشارج تكون عاليه جدا يحصل تنافر، صح كده؟ ما بينهم، فالاي اس ار تقل، فيقول لك ان في الاي اس ار ديكريز ان بوليسايسيميا، تمام؟ زي في الاطفال، او في حاله اسمها افايبرينوجينيميا. افايبرينوجينيميا يعني ما فيش فايبرين. طب بالله عليك محتاجه شرح، مش لو ما فيش فايبرين مش هيعمل ماسكينج لكرات الدم الحمراء؟ فلما ما يعملش ماسكينج النيجاتيف تشارج تزيد، فالتنافر يزداد، فما يلزقوش في بعض، فالاي اس ار تقل، صح كده؟ يبقى الاي اس ار هتقل في الافايبرينوجينيميا والبوليسايسيميا، تمام؟ يبقى الاي اس ار هتقل في الافايبرينوجينيميا وفي البولي سايسيميا، تمام؟ يبقى تاني اي اس ار ابوف ال 100 تي بي كانسر كولاجين ديزيز، اي تمام؟ تاني اي اس ار زياده ابوف ال 100 تي بي كانسر كولاجين ديزيز، اي اس ار في الانيميا بتزداد ما عدا سفيروسايتوزس سيكل سيل انيميا، اي اس ار بتقل في افايبرينوجينيميا والاطفال بوليسايسيميا. تاني اي اس ار بتقل في افايبرينوجينيميا والاطفال في البوليسايسيميا. اخر مره، اي اس ار بتزداد above ال 100 تي بي كانسر كولاجين ديزيز، والاي اس ار بتزداد في الانيميا ما عدا سفيروسايتوزس سيكل سيل انيميا، والاي اس ار بتقل في فايبرينوجينيميا وفي الأطفال في بوليسايسيميا. السكشن اللي بعده.